بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا يا شباب، إن شاء الله بإذن الله أنا في الفويس دوت هنخلص فيهم البكتيريولوجي إن شاء الله، البوزيتيف والنيجاتيف اللي فاضلين بإذن الله. تمام. الأول أنا عاوز بس أوضح لكم، كنت قلتها في حوار المحاضرات وكده، بس انتوا طبعا ايه، انا عارف ان الناس كتير ما تعرفش اي حاجه عن المنهج، ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي، ولا ايه اللي دخل في ايه والكلام ده، فهوضح كل حاجه ببساطه، وفي نفس الوقت برضو ايه يعني مش هطول كتير عشان الوقت وكده يعني. طيب الاول يا جماعه، احنا كنا ماشيين بنظام خريطه ذهنيه معينه كده في الجرام نيجاتيف، بس المحاضرات ايه ما كملتش بيها، ودكتور مؤمن اصلا ما كملش نيجاتيف، وبعد كده دخلت منى. فالخلاصه اللي معاك التجميعه وهتمشي لي فيها، معاك التجميع دلوقتي، انسى بقى حوار المحاضرات، ركز معايا كده في الكلمتين اللي هنقولهم دولت. عندك دلوقتي، عندنا دلوقتي الجرام نيجاتيف بكتيريا. تمام. ايه اللي انا هشرحه في الفويس دوت وهخلص لك بيه؟ الاول يا شباب الريكورد ده ان شاء الله هخلص لك في البكتيريولوجي، بس هيكون للجزء اللي بعد الميد، وهربط لك الاتنين ببعض. بمعنى دلوقتي انا في الجرام نيجاتيف بكتيريا، وهمشيها لك بنظام الاسكيما التجميع اللي ماشيه معايا. دلوقتي انا الجرام نيجاتيف بكتيريا ايه اللي درسته فيها، تمام، وامتحنت عليه في الميد، وايه اللي لسه هذاكره المفروض يعني. دلوقتي احنا عندنا اللي درسناهم، عندنا المجموعات اللي كنا درسناها عندنا في قبل الميد وامتحنا فيها، هي المجموعات ديت. اول حاجه مجموعه اللاكتوس فيرمنتور، وخدنا فيها اربع انواع، اللي هو الايكولاي والكلابسيلا والانتيروباكتر والستروباكتر. تمام. على فكرة اللي دخلوا في المادة عندنا اللي هم الأربع مجموعات دول كلهم، اللي هو اللاكتوس فيرمنتور، نون فيرمنتور، الأوكسيداتيف نون فيرمنتيشن أو أوكسيد نون فيرمنتور، ومجموعة الكيرفيد باسلاي. الأربع مجموعات دولت هم اللي اتاخدوا في الجرام نيجاتيف، اللي هم كانوا في ثلاث محاضرات أو ثلاث محاضرات ونص دكتور مؤمن. تمام. تعالى أما أقول لك هم كانوا فين في التجميعة، وطبعا دولت أنا شرحتهم في فويس في الريكورد اللي كان بتاع مين؟ بتاع الميد، اللي هم دول. هوضح لك كل حاجة على التجميع. طيب هي عم بنظام التجميع اللي ماشيه معايا، اول حاجه درسناها فيها اللي هي المجموعه الكبيره اللي هي اللاكتوس فيرمنتور، خدنا فيها كام بكتيريا؟ اربعه. خدنا فيهم الاشيريشيا كولاي، تمام، بكل انواعها، وبعد كده خدنا الكلابسيلا، وخدنا الانتيروباكتر والستروباكتر. تمام. طيب بعد كده خدنا تاني مجموعه عندنا في الباسولاي، ادي خلصنا اللاكتوس فيرمنتور. النون فيرمنتور بقى خدنا فيها مين؟ الاربعه الخمسه دول كلهم، اللي هو السالمونيلا والشيجيلا والبروتياس والسراشيا واليارسينيا. ادي خمس انواع بكتيريا هم. تعالى ادي السالمونيلا قلناها وذكرناها، و خدنا التاني واحده الشيجيلا، رقم ثلاثه البروتياس واخواتها، رقم اربعه السراشيا، ورقم خمسه مين؟ اليارسينيا. يبقى كده تاني مجموعه اللاكتوز نون فيرمنتور. بعد كده دخلنا في تالت حاجه اللي هي مجموعه الاوكسيداتيف نون فيرمنتيف او نون فيرمنتيتيف، اللي هي كان فيها اتنين بكتيريا درسناهم، اللي هم السودوموناس والاسينيتوباكتر. تمام. طيب اهي في ادي تالت مجموعه خدناها، هي الاوكسيداتيف نون فيرمنتور، السودوموناس والاسينيتوباكتر. رابع مجموعه عندنا الكيرفيت، خدنا فيها الفاكالتيتيف اللي هو الفايبرو كوليرا، والمايكرو اليفريك نوعين البكتيريا. تعالى اوريهم لك في التجميع، بنظام التجميع ماشيه بالظبط اهيت، عشان كده دي فايده الخريطه الذهنيه انك تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. الكيرفيت خدنا فيها الفايبرو كولرا فاكالتيتيف، وخدنا عندنا المايكرو ايروفيليك اللي هي مين؟ مجموعه ال خدنا فيهم الكامبايلو بكتور جوجيني والاتش بايلوري. تمام. طيب المفروض بقى خلاص لغايه هنا كده كان جزء الميد، اللي هو لغاية المجموعة كام؟ اللي هو لغاية البكتيريا رقم 3. طيب تمام، يبقى كده دول الأربع مجموعات اللي احنا خدناهم فين؟ قبل الميد. طيب المفروض بقى إن احنا ندرس عندنا في الجرام نيجاتيف، وركز معايا بقى في التقسيمة العامة اللي أنا ماشي بيها ديت، عشان دي اللي هتمشي لي عليها. تمام. بعد كده المفروض اندرس عندنا بعد الميد المجموعات دي كلها، تمام، اللي هي مجموعه الفاستيدياس، ومجموعه السيل وول ديفيشنت، والاوبليجيت انيروبيك، ومجموعه الاوبليجيت انتراسيلر، وده كله في البصلات. تمام. وبعد كده خدنا في الكوكاي نوعين بكتيريا اللي هم مين؟ النايسيري. المفروض ان انت ذاكرت دول كده، شكرا. الجرام نيجاتيف خالص، والجرام نيجاتيف يعتبر اكبر الايه؟ الاجزاء. فانت الورقه اللي هي التقسيمه العامه ديت اللي هي المايند ماب دي تكون قدامك، كل نوع بكتيريا تذاكرها تقوم عامل تشيك صح كده عليها ان انت ذاكرتها، بحيث اما تيجي لاخر نوع بكتيريا هتذاكرها اللي هي الجونوريه
تبقى انت عارف ساعه ما اقول لك مثلا، اقول لك البروسيلا، انت هتبقى عارف على طول البروسيلا دي فين، كانت مجموعه الفاستيديوس في الفاستيديوس في الجرام نيجاتيف فاسيلاي، ذاكرتها في ورقه كذا، تلاقي الدنيا واضحه معاك جامد يعني. طيب يبقى احنا نبدا دلوقتي بمين بقى؟ احنا خدنا دول كده، هبدا لك الاول بمجموعه الاوبريجيت انتراسيلولر، تمام، وبعدين هناخد الثلاثه دولت، يبقى كده خلصنا الباسيلاي، وبعد كده ناخد الايه الكوكاي، كده خلص الموضوع تمام. وانا في الشرح هتلاقيني يعني ممكن بكون بجري شويه او كده، لان الموضوع ايه محتاج ان هو يتلم في اقل وقت ممكن، وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله مش هنسيب حاجه يعني. طيب لغايه هنا عندنا جزء المد خلص. طيب نبدا بقى بمجموعه الايه الاوبليجيت انتراسولار، عندنا ثلاث مجموعات منها يا جماعه، في عندي مجموعه اللي اسمها سبايروكيتس، وفي هندرس منهم ثلاث انواع بكتيريا، وفي مجموعه اسمها الرايكيتسيا وهندرس منها اربع انواع بكتيريا، وفي الكلاميديا هندرس منها ايه ثلاث انواع. طيب تعالى كده ناخدهم واحده واحده. اول حاجه دايما خلي التقسيمات العامه دي قدام عينك علشان ما تنساش اي حاجه. اول حاجه عندي مجموعه السبايروكيتس دي هندرس فيها ثلاث انواع. طيب تعالى معايا، اول حاجه عندي التريبو نوما باليديوم، اول نوع بكتيريا موجود عندنا. اهم حاجه اولا الكاركترز بتاعته كلام عام مش عايزك تركز فيه قوي، ما فيهوش معلومات مميزه، بس بيقول لك ان هو ايه مش سهل ان انت تعمل له ستيننج، ان هو موتايل سين باي دارك فيلد مايكروسكوبي، اركنها ديت هنقولها دلوقتي تحت في المعلومات اللي هي في الدياجنوزس بتاعه، وفي دي التكوينات بتاعته يعني. اهم حاجه بيقول لك الجروس ريكويرمنت بتاعته، في عندي نوعين من نوعين من الـ لو انا هاجي اعمل ميديا وانمي عليها النوع التريبونوما باكتيريا ديت، قال لي في عندك نوعين، في نوع سابروفيتك ونوع باثوجينيك. سابروفيتك ده اللي هو ايه، كلمه سابروفيتك معناها مترممه، معناها ان انواع سبيشيز معينه من التريبونوما ديت ما بتعيش على خلايا كائنات حيه، لا ده دي بتكون عايشه عندي على مين، على الديد اورجانيزمز. طيب قال لك ديت يا عم انت ممكن تزرع على كلت شرميه عادي، كلت شرميه دي عادي تكون كالتيفيت ايبل يعني تقدر تزرعها تمام، بس توفر لها الكونديشنز بتاعتها ان هي عايزه انروبيك كونديشنز، بتحتاج في الميديا بتاعتها حاجات فاتي اسيدز، وبتحتاج ميديا اسمها بي اس اي اللي هو بوفين سيرم البومين. البومين جاي منين؟ بوفين دي منين؟ من الابقار، من السيرم بتاع الابقار. طيب طب بالنسبة بقى ده نوع من سبيشيز معينة من التريبونوما، بس ديت ما بتجيش على الإنسان، بتعيش على كائنات ميتة. طب اللي بيبقى السابروفيتك بقى اللي هو بيجي عليا، قال لك دوت نوت جرون ان فيترو، يعني دوت ما بيقدرش انت تزرعه عندك فين؟ في المعمل، يعني ما تقدرش تحطه تعمل له كالتشر ميديا في المعمل كده وتنميه. ليه؟ لأن مجموعة البكتيريا دي اسمها انترا سيلولار، عاملة بالظبط زي مين؟ زي الفيرولوجي. الفيرولوجي لما كنت باجي ادرسه لك كنت بقول لك اول معلومات عنه كده ان هو انترا سيلولار اورجانيزم، يعني عايز خلايا حيه ينمو فيها زي ما بنقول يعني. طيب طيب فانت مش هتبقى عامل له الكالتشر ميديا، لازم يكون في خلايا حيه حتى لو انت هتنميه عليها ذات نفسها، بس في نفس الوقت الخلايا الحيه دي اللي انت هتنميه عليها لازم برضه توفر لها الانيروبيك كونديشنز بتاعتها تمام، ولازم توفر لها الجروس فاكتورز اللي هي بتحتاجها زي برضه البوفين سيرم البومين والبيروفيت والبومين تمام. طيب تعالى عندي نشوف الباثوجينيست بتاعته، قال لك المرض دوت بتعمل لك عندك مرض اسمه ايه سايفيلس، اللي هو مرض الزهري ومميز جدا ومهم. طيب بيتنقل ازاي؟ عندي بحاجتين، بسيكشوال وكونجينيت. وهنا اقف عندك واقول لك معلومه، ايه هي؟ اقول لك دلوقتي ان انت ممكن هتبدا تجمع في دماغك كده مين اللي كان بيتنقل سيكشوال وكونجينيتال، يعني قابلتنا مثلا في جزء قبل الميد في مين، في الستريبتوكوكس اجالاكتيا تمام. طيب هتبدا تجمع المعلومات دي ازاي؟ انا قلت لك في مذكره مهمه جدا نازله اسمها مذكره الفاينل. مذكره الفاينل ديت هديك مثال بسيط منها اهو، ادي هنا مثلا انا بقول لك على الميثودز اوف ترانزميشن بتاعتي تمام، اهو هتلاقيني معلم لك عليها، تيجي تبص عامل لك باللون الاصفر اهو ستريبتوكوكس اجالاكتيا. طيب هتلاقي التريبونو باليديوم اللي انا بشرحها ايه، هتقابلنا كمان شويه كلاميديا تراكوميتس، هتقابلك الميكوبلازما انواعها كلها، فانت هتبقى خلاص تبدا انت منك بتذاكر ومنك بتراجع بتجمع ومنك معاك مايند ماب، الموضوع كله بيلم معاك في وقت اقل ممكن وقت ممكن يعني. طيب طيب بيتنقل قلنا يبقى بيتنقل عندك سيكشوال وبيتنقل عندك ايه كونجينيتال. طيب تعالى بقى نشوف ايه الثلاث صور بتاعته بيكون موجود ازاي، قال لي برايمري وسكندري وتيرشري، اللي هو مرض الزهري ده بيكون عباره عن ثلاث مراحل يعني. بصوا يا جماعه عامل زي مين؟
عامل زي الامراض اللي هي، افتكر معايا كده، مرض مين؟ البلاج، اللي هو بتاع الطاعون بتاع اليارسينيا. اكتب عليه يعني، اكتب كده في الجنب يارسينيا. انا مش هو نفس المرض، بس انا بحاول اقرب لك المعلومات ببعضها واجمع لك كله ببعض. اليارسينيا هناك كانت بتعمل اول حاجه بوبونيك في الليمف نودز، وبعد كده تقوم هتعمل ايه، تاني مرحله تخش في الدم، وتالت مرحله تخش على الرئه. طيب كان المرحله هي دي بتتشبه معاها في ايه، السايفيلس ده في المرحله التانيه، ان هو بيعمل تاثيره على المكان الاولاني برضه اللي هو خاص بيها. يعني هناك كان خاص بمين؟ بالليمف نودز، هنا هيبقى في الجينيتال، في مناطق الجينيتال اللي هي الاعضاء التناسليه، وبعد كده منها برضه يروح على الدم. بس هنا بقى بعد ما بيخرج من الدم بيعمل ديسيمينيشن في الجسم كله يعني، ويروح عندك لاعضاء مهمه او مراكز مهمه في الجسم. طيب تعالى بناخدها اول حاجه، البرايمري سايفلس المرحله الاولانيه دي بيعمل ايه، بيعمل حاجه اسمها هارد شانكر. كلمه شانكر دي معناها ايه؟ السرز، قرح، بيكون قرح. بس اهم حاجه تعرف لي القرح دي مكانها فين، تمام؟ بتكون موجوده عندك فين؟ في الجينيتاليا، او الجينيتاليا دي اللي هي مقصود بيها مين؟ مناطق الاعضاء التناسليه، او بيقول لك انجيونال ليمف نودز. دي يعني ايه؟ اللي هي بيقول لك العقد الليمفاويه اللي موجوده عندك في منطقه الفخده تبدا ايه، تحصل لها تضخم. انا اهم حاجه يحصل عندي الشانكرز دي فين؟ في مناطق مين؟ الجينيتالز. طيب بعد كده المرحله الثانيه، لا ده الموضوع هيبدا يوسع ويروح عندك فين؟ على البلاد، ويحصل له ديسيمينيشن في الجسم. طب لما بيكون موجود عندك في البلاد بقى، هيبدا البلاد بيروح لمعظم اعضاء الجسم، اعضاء الجسم مختلف، فساعتها يبدا يبان عندك التاثير على كذا اورجان او كذا مكان في الجسم. هيبدا يبان عندك على السكين والميوكس، يبدا يظهر عليهم ريش. طيب يبدا على الماوس عندك برضه. طيب يبدا يحصل عندك كوندايليموتا انجينيتاليا. ايه معنى كلمه كوندايليموتا دي؟ ان هي زي الشانكرز كده، بس هنا بقى دي مرحله كومبليكيشنز منها شويه، اللي هي زي ما حاجات بتطلع على الايد كده بنقول عليها الصنطايه، هنا بقى بتكون موجوده عندك على مناطق الاعضاء التناسليه. يبدا يحصل عندك ليجنز في مناطق مختلفه. يبقى هنا انا دخلت في الدم في المرحله الثانيه. طيب المرحله الاولى والثانيه دي مراحل كونتيجيوس مهمه. كونتيجيوس يعني ايه، او انفكشوس يعني مراحل معديه، الشخص ممكن ينقل المرض منه يتنقل لشخص تاني. طب تعالى على المرحله الثالثه. طيب المرحله الثالثه بيقول لك التيرشري او الليت. ده انا دخلت في مرحله هنا بقى ايه، دورمننسي، اتكلمنا عنها كتير في الفيرولوجي، وهتقابلك فيروس يكون موجود عادي، تمام، تيجي تهاجمه يقوم رايح مستخبي مثلا في الجانجليا، يستخبي في اعصاب معينه اكنه مش موجود في الجسم عندك. فدلوقتي هو بيكون في مرحله ايه، ده بيتحصل عندك في السايفيلس في المراحل المتاخره. طيب بيقول لك يبدا يحصل عندك ايه، دي بتحصل عندك فين، في some organs or tissues. بعد ما بيحصل له ايه، dissemination في البلد، يبدا يروح للاورجنز المختلفه، اهمها مكانين عندك، في السي ان اس وفي الكاردياك، في السي ان اس والايه والهارت عندي. طيب اهم معلومتين تعرفهم لي عنهم، واحد المايكرو اورجانيزم في المرحله دي بيكون في الوضع الليتنت. ما معنى كلمه ليتنت؟ معناها موجود في الوضع اللي هو الخامل او الكامل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ببساطه المايكرو اورجانيزم يعتبر مستخبي عندي في قلب الاورجانز، مش ظاهر ليا. طيب وده هيترتب عليه معلومتين، اول حاجه اهو المعلومات دي مهمه جدا اللي انا بشاور عليها دي بالماوس، اول حاجه ان هو يعتبر نون انفكشوس. ليه؟ لان هو مش ظاهر دلوقتي، هو يعتبر ليتنت في وضع دورمننت، مش بيعمل تكاثر وظاهر للجسم ذات نفسه وهو بيعمل انفكشن لواحد تاني. تاني حاجة، أنا لو خدت عينة مثلا من جسم الإنسان من البلد مثلا ساعتها، وأبدأ أعمل له عملية ديمونستريشن، ما معنى كلمة ديمونستريشن؟ تعرف عليها، اللي هو شغل الميكروسكوب والحاجات دي كلها، هل هقدر أشوف المايكرو أورجانيزم في التيرشري سايفيلس ده، هقدر أشوفه في المرحلة ديت موجود عندي في عينة البلد دي وأنا بعملها ديمونستريشن؟ لا، ما بيقدرش يظهر عندك. ليه؟ لأنه موجود في الوضع الليتنت بتاعي. إنما لو عملت تيستات سيرولوجي، ان انا الجسم بتاعي كون انتي بودز ضد المايكرو اورجانيزم ده، خلاص المايكرو الانتي بودز موجوده في البلد عادي، فلو عملت معايا انتيجين عمل معاها تفاعل يديني انتيجين انتي بادي اكشن، هيبدا يظهر زي ما هنشوفه تحت دلوقتي. طيب اللاب دياجنوزس، اول حاجه قال لك لو هعمل عندك ديمونستريشن للعينات ان انا اتعرف عليها شغل الميكروسكوب، يبدا عندك قال لك في البرايمري والسكندري تقدر تتعرف على مين، تتعرف عندك على المايكرو اورجانيزم بتاعي. انما في التيرشري لا، تتعرف عليه امتى بقى؟ قال لك بالاوتوبسي. كلمه اوتوبسي دي يعني ايه؟ يعني انت هتاخد عينات حيه ذات نفسها من الاورجن، تمام؟ يعني مش باخد بلاد دلوقتي وبدور فيه على المايكرو اورجانيزم، مش هلاقيه، ان المايكرو اورجانيزم بيكون مستخبي في الاورجن. فالحل ان انت تاخد عينه، زي ما كنا بنقول الاوتوبسي دي فين؟ في حاله المناظير، في حاله الاتش بايلوري اللي هي بكتيريا جرثومه المعده، تمام؟ طيب
الاكزامينيشن قال لك بنعملها بحاجه اسمها الدارك فيلد ميكروسكوب. ايه الفكره في الدارك فيلد دي؟ هي من اسمها الميكروسكوبات دي بتكون عماله على ايه؟ الخلاصه اللي فيها يعني بيبقى مغير في التركيب بتاعه، انعكاس الضوء والحاجات دي. الفكره ان اساس الخلفيه بتاعت الميكروسكوب كلها هي دارك، تمام؟ والمايكرو اورجانيزم اللي بيكون موجود عليها هو اللي بيدي فلورسنس وبيبان ظاهر ايه؟ اللون الابيض بتاعه او اللون اللي هو المميز بتاعه. بس الاصل عندي ان بيكون عندي الايه؟ الخلفيه كلها دارك، فعشان كده مسمينه الدارك فيلد. يعني الفيلد هنا المقصود بيها اللي هي الخلفيه كلها بتكون دارك. ده ميكروسكوب، انواع ميكروسكوبات، تمام؟ طيب قال لي في حاجه اسمها بعمل ممكن اعمل عندي ستيننج او اصبغ المايكرو اورجانيزم ده بحاجه اسمها السيلفر امبريجينيشن في الامتحان. ايه السيلفر امبريجينيشن دي او ايه الفكره اللي فيها؟ يعني بصوا يا جماعه، المايكرو اورجانيزم عندي دلوقتي اما يكون عندك في المرحله الثالثه ديت، وغالبا الصبغه دي بتحصل عندك في المراحل المتاخره من السيفيلس ده، من المرض ده. الفكره ما بيكون عندك المايكرو اورجانيزم مستخبي في بعض الاورجنز زي السي ان اس دوت، بيبقى من الصعب جدا ان انا بقدر اتعرف عليه. ففي يعني نوع من الصبغات مهم جدا اسمه نوع السيلفر. كلمه امبريجينيشن دي معناها تلقيح، مقصود بيها هنا ان انا بصبغ صبغه بعنصر الفضه ذات نفسها. طب الفكره في الصبغه دي الميكانيزم بتاعها ماشي ازاي من الزيادات؟ قال لك الفكره ان انت الصبغه دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها سيلفر نيتريت او بيكون فيها سيلفر سولت، ما يهمنيش، تعرف لي بس ان هي موجود فيها سيلفر في صوره ايونيك، تمام؟ مكون لك مع عنصر تاني مكون ملح، تمام؟ طيب ومعاهم ماده اسمها الفورمالين. الفكره عندك بقى ايه فائده الصبغه دي او بتتم ازاي صبغتها وبتتعرفني ازاي على المايكرو اورجانيزم؟ قال لك عندك الفورمالين اللي موجود معاك ده مع السيلفر نيتريت ده يبدا يعمل عندك ريدكشن. السيلفر اللي موجود في الملح ده بيكون في صوره ايونيك، طيب يبدا يعمل عندي ريدكشن له. الايونيك ده يعني عليه شحنه موجبه او سالبه بتاع السيلفر، ما تهمنيش، يهمني تعرف ان هو ايونيك. طيب الفورمالين ده ما بيعمل له ريدكشن بيحول لي عندي السيلفر ده من ايونيك سيلفر لميتاليك سيلفر، يعني ما عليهوش اي ايه؟ اي شحنات. الميتاليك سيلفر ده يبدا يحصل له ديبوزيشن على مين؟ على سطح العينه بتاعتي، يخليها تعمل فلورسنس بتاعتي يظهر بصوره واضحه جدا لايه؟ للعينه بتاعتي، تمام؟ يبقى الفكره عندي الفورمالين بيعمل ريدكشن للايونيك سيلفر اللي موجود عندك في السيلفر سولت، تمام؟ يعمل يحصل عندك ايه؟ يديك ميتاليك سيلفر اللي هو العنصر دلوقتي السيلفر الفضه بس معلوش اي ايونات، يبدا يحصل له ديبوزيشن على سطح الايه؟ العينه. الرابعه مهمه السيرو دايجنوستس بتاعي. قال لي عندي بيتم بتستين، هما اللي التستين قايمين كلمه سيرو دايجنوستس يعني ايه؟ انتيجين انت بودي رياكشن. طيب تعالى على الاولاني، الفكره في التستين انا بدور على مين؟ بجيب العينه بتاعتي كده، ركز معايا، العينه بتاعتي بدور فيها على الانتي بودي، بس بقسم التستين دولت، تيست ده المجموعه دي والمجموعه دي، على اختلاف نوع الانتي بودي اللي بدور عليه فين؟ في العينه. قال لي اول حاجه اسمها نون تريبونومال تريبونيمال او ري ايجنت تيست. بصوا يا جماعه دلوقتي المايكرو اورجانيزم بتاعي ده بيخش يقوم يكسر عندي مثلا فين؟ او ما يبدا يعمل الليشنز المختلفه بتاعته، بيبدا يعمل تكسير او دامج لبعض الخلايا اللي موجوده عندي في جسم الانسان، ماشي؟ تمام. طيب الخلايا دي ما بيكسرها دلوقتي الخلايا دي او الدمج للسيلز اللي حصل ده اللي حصل عندي ده، ده بتعتبر عندك دلوقتي الديستركتيف فراجمنتس دي تعتبر عندي انتيجين، بيتكون ضدها انتي بوديز خاصه بمين؟ خاصه بالفراجمنتس اللي هي اتكونت دي. طيب الفراجمنتس دي او السيلز اللي اتكسرت دي بقول عليها اسمها ايه ساعتها؟ بقول عليها اسمها كارديو ليبين، تمام؟ كارديو ليبين او كارديو ليبيد، تمام؟ طيب واللي بيتكون ضدها مين؟ انتي بودز. انتي بودز، طيب الانتي بودي دي السؤال اللي بساله دلوقتي، هل الانتي بودي اللي اتكونت دي ضد المايكرو اورجانيزم ذات نفسه ولا ضد الاشياء اللي اتكسرت دي؟ لا ده ضد الاشياء اللي اتكسرت دي. طيب وبالتالي قال لك طب ما انت عندك كده ممكن ادور على الانتي بودز دي، بس هل الانتي بودي دي ضد نوع المايكرو اورجانيزم ذات نفسه؟ لا هي ضد حاجات او ضد تاثيرات المايكرو اورجانيزم عملها، بس هي مش سبيسيفيك للمايكرو اورجانيزم ذات نفسه، فعشان كده بقول عليها نون سبيسيفيك انتي بوديز او ري ايجنتس. ري ايجنتس دي اللي هي مين؟ اللي هي الانتي بودي اللي ضد الاجزاء اللي هي اتكسرت دي، تمام؟
فبيقول لك react with lipid antigen. الليبيد انتجين دول هما الايه الحاجات اللي اتكسرت بواسطه مين؟ المايكرو اورجانيزم بتاعي. طيب قال لك في نوعين من التستات، الفكره في النوعين التستين هم ايه؟ هم برضو تستات ثرو دايجنوزس، بس الفكره في الناتج بتاعه. يعني انت لما كنت بقول لك انتجين انتيبادي رياكشن ممكن يظهر عندك في صوره ايه؟ ممكن يظهر في صوره اجلوتينيشن، يظهر في صوره في بريسبتيشن، اليكس تيست كان بيظهر بريسبتيشن لاينز. الناتج ده اللي هو اللي على اساسه بحدد نوع التست، بس الاثنين نفس الفكره. الفكره ايه؟ ان انت عندك عينه السيرم، العينة السيرم دي بدور فيها على مين؟ على الانتي بودي بتاعي، تمام؟ اللي هو الريجنز. طيب مره هنا قال لك بفعلها مع الكارديو ليبيد، ومره هنا بقول لك بفعلها مع الليبيد اكستراكت اوف انيمال هي هارت. طيب الفكره في الاثنين دول هم ايه؟ ما هم الاثنين دول حاجات. انا التست اللي بعمله انا جايب العينه من بره وهحط عليها، انا اللي بجيب من بره بقى، انا اللي بجيب من عندي من بره، بجيب من عندي المكونات دي اللي هي الكارديو ليبيد او الليبيد اكستراكت اوف انيمال هارت. الاثنين دولت الخلاصه ان هم يعتبروا مشابهين لمين؟ مشابهين لتركيب الليبيد انتيجين اللي موجود جوه الجسم، اللي هو اتكون ضده داخل جسم الانسان الانتي بودز اللي هي مين؟ الريجنز دي. تمام. تعالى بقى على النوع التاني اللي هو التريبو نيمال. هنا بقى يا جماعه ايه اللي حصل؟ لا ده هنا بقى في انتي بودز الجسم كونها ضد مين؟ ضد المايكرو اورجانيزم ذات نفسه. فساعتها انا عينت السيرم بتاعتي بدور فيها على الانتي بودي اللي ضد المايكرو اورجانيزم ذات نفسه. طيب يبقى هنا ده الانتي بودي، هجيب معاه مين قصاده؟ مين هجيب في انا اللي هحط عليه بقى من بره العينه السيرم دي، هحط عليها انتيجين من بره اللي هو مين بقى؟ يعتبر مين؟ المايكرو اورجانيزم ذات نفسه، علشان يحصل انتيجين انتيبادي رياكشن. فهتجيب عندك سترينز معينه من التريبونوما باليديوم. ناتج التيست بتاعك قال لك والله ممكن يحصل عندك لو حصل تفاعل بينهم المايكرو اورجانيزم ده مطير، هيظهر عندك صوره الناتج بتاعك الانتي بودز اللي موجوده في السيرم تعمل له نيوتراليزيشن، مش هيبدا يحصل فيه حركه في للمايكرو اورجانيزم في العينه، فيحصل عندك موتيليتي لوس. ده اول نوع اللي هو اموبلايزيشن، وقفت الحركه بتاعته. ناتج توقيف الحركه ده صوره من صور النواتج الايه؟ التفاعل. طب ممكن عندك قال لك تعمل له عندك تيست زي التيستات اللي هي السيرو دايجنوزس، اللي يظهر عندك ايه؟ يظهر عندك فلورسنس نتيجه التفاعل بتاعي، فبقول عليها فلورسنت. ده صوره التفاعل بتاع الانتي بودي اللي موجود في السيرم مع عينه الانتيجين اللي موجود فيها مين؟ موجود فيها المايكرو اورجانيزم بتاعي. ده خلاصه الليله بتاع مين؟ السيرو دايجنوز. الناتج بتاعي بنسلين دراج اوف تشويز، مهم جدا. تمام. طب مين البنسلينز في العلاجات والحاجات دي؟ قلت لك في مذكره اسمها الفاينل، تبص لي عليها كده برضه عشان تبقى الدنيا مجمعه معاك. ايه بص تلاقي كل الاصفر ده مجموعات بنسلين. طبعا الاصفر بنسلين معروفه ان هو معظمه فين؟ في جرام بوزيتيف، يعتبر اللي موجود فيه بس اهو في الجرام نيجاتيف في التريبونوما باليديوم، وموجود عندك في الناصره من انشيتس. بص هتلاقي الدنيا بتتحفظ معاك بسهوله جدا لو مذاكره الفاينل دي معاك، وانت شايف اهو قدامك يعني. طيب خش بقى على البوريليا والليبتوسبايرا. البوريليا قال لك البوريليا ريكارنتس، كلمه ريكارنت يعني ايه؟ متكرره، يعني حاجه بتحصل وتمشي وترجع تتكرر تتكرر. ايه الفكره اللي فيها بقى؟ وفيها سؤال في الامتحان. اولا بتعمل عندك حاجه اسمها ريلابسنج فيفر. ايه ريلابسنج فيفر؟ يعني كلمه ريلابس يعني ايه؟ متكرره او متناوبه، او حاجه بتمشي من عندك وريلابس ترد تاني، مرتده كده يعني. طيب ليه بقى؟ قال لك بيحصل فيها اكيوت وفبرايل النس. الديسيز بتاعها بيكون عباره عن هاي فيفر وبتكون اكيوت. ايه اللي بيحصل؟ قال لك بتتنقل عندك عن طريق اللاوس بايت، اللي هو اللاوس ده اللي هو الحشرات زي مين؟ زي البراغيث والامل والحاجات دي. بيقول لك الفكره عندك بقى ايه السبب؟ هي بتعمل عندك نوع من الفيفر اسمه ايه؟ ريلابسنج فيفر. ايه ده، هو اسم الفيفر مهم؟ اه طبعا مهم. طب هو ليه بقى؟ برضه قلت لك ارجع لك لمذكره الفاينل. ايه تيجي في الاخر كده تلاقي عندك 50 نوع منين؟ من انواع الفيفر اهي. تيجي تجمع بقى معلومات تيجي تلاقي نوع فيفر اسمه ايه؟ مالطا فيفر، ريلابسنج فيفر، تايفس فيفر، كل دي انواع فيفر. اما تبدا تحفظ كل نوع، فهمني يعني، انا بجمع لك وبذاكر لك في نفس الوقت. طيب بتحصل، ما معنى كلمه ريلابس؟ مرتده.
قال لك بيحصل عندك اول حاجه سيفير فيبرايل سيبتسيميا، اول حاجه بيظهر عندك الاعراض بتظهر بتاع الفيبرايل ستيج اللي هو الهاي فيفر، بتحصل عندك لمده اسبوع، وبعد كده الموضوع يبدا يختفي، مفيش اي حراره، تمام. بعد كده هوب الحراره تبدا ترجع تاني، تمام. يبقى انت كده ايه، بص، في مرحله عاليه حراره عاليه، بعد كده هديت، وبعد كده الحراره عاليه تاني. ليه؟ قال لك ايه الفكره، انا دلوقتي حراره عاليه بتاعتي، الجسم بدا يتعرف على المايكرو اورجانيزم دوت، يشوفه، اتعرفت عليه، بدات اعمل له انتي بودز ضده، ههاجمه، خلاص الموضوع يبدا يهدى، الحراره تهدى. طب ده بيعمل حاجه اسمها انتيجينيك فاريشن، اللي درسناها فين، درستها لك، قلتها لك في الجرام بوزيتيف، في ها في البيوجينز، هتاخد ده في الانفلونزا، في الفيرولوجي. هنا المايكرو اورجانيزم بيغير من تركيبه كل شويه، وبالتالي انا هتعرف عليك كواحد جديد، فساعتها حاجه جديده لسه بتصيبني هتعمل الافكت بتاعها الاول، وبعد كده انا هشوف الريسبونس اللي هعمله قصادها، يبدا الحراره تعلى تاني، فعشان كده بقول عليها اسمها ريلابس. ما تفكركش بحاجه ديت، حراره عليت بعد كده وطيت، وبعد كده حراره عليت تاني، ماشي، لما مش مهم دلوقتي عشان ما ندخلش الخيوط في بعضها، بس هي قريبه بحاجه في السلمونيلا. السلمونيلا كان هناك برضو في 3 مراحل، كان يبقى موجود في الانتستين الاول، المايكرو اورجانيزم موجود في الانتستين، بعد كده يروح على الدم، بعد كده يرجع على الانتستين تاني، بس هي عكسهم بقى هنا، تمام. هنا بيبدأ بالدم، هناك كان المرحله التانيه الدم. طيب الدياجنوستس بتاعها بالدارك فيلد مايكروسكوب عادي، انيمال انيكوليشن قال لك هيلبفول، يعني تقدر تعمله، اكتب جنبها كده اليارسينيا، اهم واحد كنا بنعمل فيه الانيمال دياجنوزس. طيب الايدنتيفيكيشن، اولا بيقول لك لاب اونلي، التستات اللي هي بتتعمل في اللاب تقدر تتعرف فيها من خلال الديمونستريشن بس، ان انت تجيب عينه وتشوفها تحت الميكروسكوب، هتشوف لو لقيت، بصيت لقيت العينه ذات نفسها ولا لا، مفيش اي مشكله. كلمه ديمونستريشن مقصود بيها انا بدور على مين، مايكرو اورجانيزم ذات نفسه. بس هنا المعلومه الثانيه اللي في الامتحان، اللي هي السيرودو استرولوجي، تستات استرولوجي، لو انا هدور على الانتيجين او الانتي بودي اللي الجسم بيكونه قصاده، هل ده ينفع في التست في البكتيريا ديت؟ بالطبع لا. ليه؟ لان ذات نفسها هي البكتيريا ذات نفسها انتيجينيك فاريشن، كل شويه بتغير من تركيبها، يبقى لا ينفع اعمل لها سيرولوجي ولا هينفع اعمل لها فاكسين. هو في حاجه ثابته قدامي كل شويه، عفركوش كده قدامي كل شويه بيغير في تركيبه، لا هعرف اكتشفه ولا هعرف ذات نفسي ايه اتعرف اعمل له فاكسين له. يعني هي اسمها ايه، ريكارنت تي 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 تيس، يبقى تترا سايكلين، ده دراج اوف تشويس. الليبتوسباير ده بتعمل لك حاجه اسمها الليبتوسبايروسس، ايه الفكره ده، اكتب عليها جنبها كده بالظبط زي مين، زي الباسيلس انثراسس، مرض زونيتك، تمام، بيجي من الحيوانات. هناخد الباسيلس كمان شويه. طيب بيقول لك الليبتوسبايروسس ديت، او بيقول عليها اسمها انفكتشوس جوندس ان مان. ايه جوندس دي؟ جوندس دي اللي هي مين، مرض الصفره، ناتجه عن ايه الصفره دي، ناتجه عن ان في دامج عندي حصل في الليفر، وناتج عليه بدأ يظهر، يطلع عندك نسبة البيلوروبين بتزيد عندي في الدم، وما بتزيد بتخلي لون الجلد بتاعي لونه ايه، لونه اصفر. طيب وبتكون انفكشوس يعني معدية، بس الفكرة هو مطلق عليها، انما كميكانيزم جوه انت عايز تعرفه، مش عايزك تعرفه، انا عايزك تعرف ان هي بتأثر عندك فين، ايه اللي خلاها تعمل انفكشوس جوندس، ان هي بتأثر عندك على اورجانز كتير من ضمنهم مين، الليفر. طيب بتتنقل ازاي، عن طريق الانيمال يورين، تمام. وبالتالي ما معنى كلمه اكيوبيشنال، اكيوبيشنال دي يعني المرض له علاقه، يعني مثلا احنا بندي حقن كتير، بندي حقن للمرضى كتير، بنتعامل مع الدم بتاع المرضى ذات نفسه، وبالتالي الامراض اللي هي الاكيوبيشنال اللي هي لها علاقه بشغل ذات نفسه تقدر تجيلي، اللي هي مين، ايدز، يجيلي فيروس سي، اي مرض موجود في الدم بقى. انما الناس اللي هي شغاله مع الحيوانات، دكاتره، بيطري، الفلاحين، جزارين، اكتر امراض خاصه بيهم زي الليبتوس بايروزز، زي البروسيلا، دي بنقول عليها امراض اوكيوبيشنال، يعني الامراض المتعلقه بطريقه الشغل معين، او بطريقه عمل، او مناسبه لوظيفه عملك والكلام ده كله. الباثوجينز بتاعتها زي ما قلت لك، اهم حاجه تعرف ان هي بتاثر على الليفر والايه، المنجز. سيمتومز طبعا الجوندس والمنينجايتس، الجوندس اللي ما قلناها فوق، والعلاج عندك بمين، بالتتراسايكلين. طيب كده خلصنا عندنا، ماشي كده احنا خلصنا عندنا مين،
خد صح كده على مجموعة السبايرو كيتس اهي. هنبدأ نخش عندك في مين؟ في الرايكيتسي. طيب الرايكيتسي قال لك اسمها رايكيتسيا اخرها ايه؟ قال لك دي عبارة عن 3 مجموعات، رايكيتسيا اخرها ايه بس اهي، والكوكزيلا والاريليكا. تمام، ما يهمنيش المجموعة التالتة، اهم حاجة اول مجموعتين. بيقول لك اول حاجة نعرفها عنها هي الجنرال كاركترز بتاعتها. يا مسهل الحال يا رب، صلوا بينا على سيدنا النبي كده. طيب شوية معلومات على مجموعة الرايكيتسيا كلها. الأول عبارة عن إيه؟ قال لك تعرف إن هي الستيننج بتاع بري ما عندهاش بلازما ممبرين أو سيل ممبرين، تمام، إنما هي عندها سيل وول عادي زي أي جرام نيجاتيف بكتيريا. أهم حاجة بيقول لي إن هي ما تقدرش تزرع عندك only inside living hosts and not grown on artificial media. ما تقدر تزرع عندك فين؟ تجيب كالتشر ميديا وتزرعها فين. ليه؟ قال لك البكتيريا دي نوع بكتيريا مدلعة. مدلعة يعني ايه؟ معناها بقى كلمة مدلعة في المايكرو معناها كلمة فاستيديس، يعني مش بكتيريا بتاع شوارع تقدر تلمه في اي حتة، تروح على الزبالة تاكل منها وتعيش، تعيش في ظروف يعني. البكتيريا اللي عايشة مع في مصر دي ما تعتبرش فاستيديس. فاستيديس دي زي اللي عايزة تعيش في اوروبا، دي نفس الفكرة. الراكيتيسيا دي تعتبر فاستيديس بكتيريا، هايلي فاستيديس بكتيريا. ليه؟ عايزة جروس فاكتورز معينة تكون موجودة في الميديا بتاعتها، عايزة استايل كو ايه، ناد، اي تي بي، بعض المينرالز. طب والحاجات دي كلها ان شاء الله هنجيبها لك منين؟ لا ده دي عايزه الهوست سيل اللي هي بتعمل فيها انفكشن عشان تكون موجوده فيها مين الحاجات دي وتقدر تعيش فيه، انما مش موجوده هي ما تقدرش تعيش. فعشان كده انا لو هبدا ادرس عليها ذات نفسها لازم اوفر لها الكونديشنز دي. طب والكونديشنز دي مش موجوده الا في الهوست سيل، فلازم توفر لها هوست سيل عشان تقدر تنمو عليه. طيب بتتنقل عندك بمين؟ بالانثروبودز. الانثروبودز دي زي مين؟ زي الامل والبلاغيث والسبان واليرقات الصغيرة والبق، الحاجات دي كلها، مجموعة الحشرات دي كلها ايه؟ دي اسمها الانثروبودز. يهمني مين الاسماء فيهم؟ هقول لك الاسماء المهمة وتحفظها مع مين بس تحت مش هنا. الباثوجينسيس بتاعتها. طيب الميكانيزم ده كله افهمه لي بس كلمة واحدة، تمام؟ يعني ده كله كده خلصت، هو كلمة واحدة. الفكرة فيها في ايه؟ ان عندك المايكرو اورجانيزم دوت اللي هو الراكيتسيا بيكون موجود عندك في مين؟ في حاجة اسمها الريسيرفوار، اللي هو كان بقى انسان، رودنتس، الحاجات دي كلها. طيب يبدأ مين اللي ياخدها ويجيبها للانسان؟ شوية الانثروبودز دي. الانثروبودز تجيبها ساعة ما بتيجي عندي وتخش جوه جسم الانسان، اما بتروح عندك على السيلز او الهوست سيل بتاعتي تقدر تعمل فيها ايه؟ هي انترا سيلولار، وبالتالي تقدر تخش داخل الخلايا ديت وتعمل لها كيلينج عادي وتعيش جواها، يعني هي ذات نفسها تعيش داخل الهوست سيل ذات نفسها وتقدر تعمل لها عملية ايه؟ كيلينج، وتكمل الايه الديسيمينيشن بتاعها في الجسم بتاع مختلف الاورجانز اللي موجوده في الجسم. طيب اولا معلومه مهمه، بيقول لك الرايكيتيسيال ديزيز، الامراض اللي هي الامراض بتاع الرايكيتيسي كلها بيكون فيها فيفر وراش، حراره مرتفعه وراش، ما عدا رقم 4 ده بيعمل فيفر عادي بس ما بيظهرش اي ايه راش، معلوش اي احمرار. طيب هندرس كام نوع؟ هتدرس عندك 4 انواع، 1 2 3 4. طيب اللي هو دولت انا مسميهم باسماء الامراض، بس اقرا بس عشان تشوفوا اهو، 1 2 3 4 هما الاسماء دول يا جماعه اسماء الامراض، انما البكتيريا اللي بتسببها كل واحده جواها ايه. طيب يلا بقى هقول لك كل واحده تعرف لي فيها ايه. اول واحده التايفس فيفر، شفت بقى انا عمال اجمع لك انواع الفيفر ازاي زي ما قلت لك في مذكره الفاينل. التايفس فيفر او الابيديميك تايفس، تعرف لي فيها كام معلومه؟ 4 معلومات بالظبط. 1، في كل نوع من ال4 انواع دولت هتعرف لي الفيفر ده بيسببه انهي نوع من المايكرو اورجانيزم. يعني هنا تايفس بيسببه الرايكيتيسيا بروزكي او بروزكي عادي، بروزكي، تمام. طيب وفي تانية برضه هنقول، وفي تالتة هنقول، دي أول معلومة فيها. تاني معلومة بتتنقل عندك عن طريق مين؟ هنا بقى اللي قلت لك كل اسم أنثروبوت هتحفظه. أو هنا مين اللي بينقلها؟ اللوث. اللوث ده اللي هو مين؟ الأمل، تمام؟ أو البراغيث. اللوث بورن تايفس، يعني من الآخر اللي هيجيب لك المرض ده للإنسان عندي هيروح يجيبه منين؟ أيا كان السورس المختلف اللي هيجيبه، اللي كان عنده المرض سواء كان بقى إنسان أو حيوان أو بتاع، بس اللي هيجيب من كل ده ويجيبه للإنسان ذات نفسه هو مين؟ هو اللوث، تمام؟ لوث بورن تايفس.
اللي هو اللوز الحامل لمرض مين؟ الطيفس بتاعنا ده. دي تاني معلومة. تالت معلومة في الامتحان السيرو دايجنوزز، ان انا بعمل لها تشخيص ازاي. طيب انت بتدور على مين دلوقتي يا جماعة؟ تاني السيرو دايجنوزز على عندي دلوقتي انا بدور على مين؟ بجيب العينة بتاعة البلد دلوقتي وبدور فيها مين؟ على الانتي بودز اللي الجسم كونها عندي. تمام. طيب الانتي بودز اللي الجسم كونها مين؟ بروديوسد باي رايكيتيسيا اللي الجسم كونها. طيب يبقى المفروض العينة اللي بره بقى، اللي هو انا العينة بتاعتي فيها الدم اللي فيها الانتي بودي، المفروض فيها انتي بودي، المفروض انا هحط عليها من بره مين؟ احط عليها من بره اللي انا هحطه على التجربة انا من عندي هو الانتيجين، اللي هو المفروض يبقى مين بقى؟ بالظبط كده، اللي هو الرايكيتيسيا بروزوكي، عشان يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن بينه. لا مش هستخدم الرايكيتيسيا. كبر الصورة تاني. اه كده الصورة تمام. تمام. المفروض له مين؟ الرايكيتيس. لا ده قال لك ده انت هتستخدم البروتياس. ايه يا عم اللي جاب البروتياس للرايكيتيس هنا؟ قال لك ما هو استنى، قال لك ما هو في حاجه اسمها كروس رياكتيفيتي بين الرايكيتيسيا وبين البروتياس، يعني الاثنين يعتبروا قريبين من الانتيجينستي مع بعضهم، وبالتالي الانتي بادي بتاع الانسان اللي اتكون في عينه السيرم ده لو هيتفاعل مع الرايكيتيسيا هيتفاعل برضه مع مين؟ مع الانتيجين بتاع البروتياس ذات نفسها. طب ليه انت استخدمت الكروس رياكتيفيتي ده؟ قال لك علشان البكتيريا بتاع الرايكتيسيا دي هايلي انفكتشوس، يعني معدية جدا، لدرجة ان ممكن الشخص اللي بيعمل التجربة ذات نفسه ممكن يحصل له ايه؟ يحصل له كونتيجوس او انفكشن منين؟ من العينة ذات نفسها، من الرايكتيسيا لو استخدمتها في التجربة ذات نفسها. فعشان كده بستخدم ايه؟ سبيشيز تاني. تيست ده مهم وافهمه، اسمه ايه؟ ويلفليكس تيست. طب العلاج بتاعك عندك عن طريق مين؟ الدوكسوسايكلين دراجوفو تشويس. حاجه دراجوفو تشويس يبقى لازم تتحفظ زي اسم. طيب تاني حاجه الانديميك تايفس هتعرف فيها بس اللي بيتعملها عندك الرايكيتيسيا تايفي. تمام. بتتنقل عندك عن طريق مين؟ بايتس اوف رات فليز. تمام. رات فليز اللي هي الحشرات، بس هنا بقى الفليز او نوع الانثروبودز اللي هيجيب لي اللي هو المرض ده اللي هو مين؟ الفليز دي او البراغيث دي. الفليز دي هتبدأ تجيب لك عندك المرض منين؟ من الراتس ذات نفسها. تمام. يبقى تركز في الحتة دي، يبقى هنا جايبها لي منين؟ من الراتس. بص اللي تحتها على طول اللي هو الروكي ماونتين سبوتد فيفر، هنا اللي هيجيب لي المرض هو نوع من الانثروبودز اسمه التيك. تمام. هما كلهم زي بعض يا جماعة، الحاجات الصغيرة دي اللي هي الانثروبودز اللي هو زي الامل والبراغيث والسبان والحاجات دي كلها. انت اهم حاجة تعرف لي هنا، هنا الفليز بس جايبه لي المرض منين؟ من الراتس. طب هنا التكس بس جايبه المرض منين؟ من الدوكس ذات نفسه. يبقى تالت نوع اللي هو الروتي ماونتين سبوتد فيفر ده اللي بيقولوا عليها بالعربي حمى الجبال المتقطعه، مين السبب فيها؟ رايكيتيسيا. رايكيتيسيا زي زمان في الباره هيتروفيوس. هيتروفيوس. تمام. بتتنقل عندك عن طريق مين؟ انفكتد دوج تيك. يبقى التيك دي اللي هي الانثروب بتاعتي اللي جابت لي المرض منين؟ من الدوكس ذات نفسه، من الكلاب. الكاركترز بتاعتها عاديه يعني مفيش حاجه. تعال على الكيو فيفر، دي مهمه جدا، اللي بيعملها لك مين؟ الكوكزيلا بيرنيتي اللي هي كانت من المجموعه الثانيه غير مجموعه الرايكيتيسيا. تمام. خد بالك دي رايكيتيسيا ايه، انما العيله الكبيره اسمها رايكيتيسي في اخرها ايه. ماشي. طيب قال لك دي بقى مين بقى؟ عرف لي فيها كام معلومه مهمه. اول حاجه اسمها مايكرو اورجانيزم. تاني حاجه قال لك هي مشابهه للرايكيتيسيا فين؟ ان هي اوبليجات انتراسيلر. ماشي. بس بتختلف عنها في الاتي، ده كانت بتتنقل عندك الحاجات دي بتتنقل عندك ازاي؟ بالانثروبودز. لا دي ما بتتنقلش انثروبودز، دي بتتنقل عندك عن طريق ايه؟ اكل وشرب، تعامل مع حيوانات تبدا تجيبه لك من عندك، غير كده ما بتتنقلش عندك منين؟ عن طريق الانثروبودز زي الحشرات الصغيره دي. طيب الكوكزيلا عندك من ضمن الحاجات اللي بتصعب مهام التعامل مع المايكرو اورجانيزم ده، اولا المايكرو اورجانيزم يعتبر عندك هيت ودراينج ريزيستنت، يعني لا انت الحراره بتاثر فيه ولا انت لما بتيجي تعمل له مثلا عمليات تعقيم الدراينج يقدر ياثر عليه. اسيدوفيليك. تمام. قالك بيعيش في درجه حراره لمده من 60 درجه لمده ساعه، يعني دلوقتي لو اللي هي موجوده في لبن وجيت تعمل له بسطره يبقى لازم درجه الحراره تعدي ال 60. اسيدوفيليك البي اتش القليله ما بتاثرش عليه. تمام.
اهم حاجه في الباثوجينيست بتاعته التلات انواع اللي فاتوا كلهم بيسببوا راش وفيفر. ده بيعمل فيفر عادي تمام، لانه هو اسمه كيو فيفر، بس ما بيعملش عندي ايه، ما بيعملش عندي اي راش، انما بيعمل هاي فيفر عادي، انما مفيش اي راش بيتعمل تمام. الدياجنوز والتريتمنت برضو اقدر اعملها عندك زي مين، زي ال الطايفه صفر العاديه اللي هي اول واحده دي. طيب نخش على تالت حاجه الكلاميديا، يبقى دي خلصنا تالت رقم اتنين رايكتسيا، خش على رقم تلاتة مين، الكلاميديا. الكلاميديا برضو اوبليجيت انترا سيربرازايت، بيحتاج برضو في الميديا بتاعته، او بيحتاج ان هو يحصل على الانرجي بتاعته منين، من الاي تي بي، في صوره اي تي بي لازم يحصل عليها منين، من الهوست سيل بالظبط زي مين. الكلام ده ما سمعتوش قبل كده، هتسمعه في الفيروس يعني. قال لك حتى لما جم يدوروا في لما كانوا بيجيبوا العينات زمان كده ويبصوا عليها ويتعرفوا على المايكرو اورجانيزم ده بتاع الكلاميديا، قال لك كانوا بيلاقوا عندك في العينه بتاعت الميديا ديت بيلاقوا في حاجه اسمها انكلوجنز او انكلوجن بودي، ودي هتعرفها اكتر فين، في الفيروسات. الحاجات دي كانت بتبقى مميزه للفيروس قوي، بدون دخلت في تفاصيل فيها عشان ما اكبرش الموضوع. فقال لك ده بس ده فيروس، بس بعد كده لما جم يكتشفوا لقوا بكتيريا. طيب بيختلف عن الفيروس في ايه؟ تمام، هو يعتبر كلام خاص بالبكتيريا يعني، بس هو بيدرسوها، بيقول لك عشان هم كانوا زمان مفكرينه فيروس، بس بيختلف عن فيروس في ايه وطلع بكتيريا، ان هو بيحتوي على دي ان ايه وار ان ايه. هناك في الفيروس بيحتوي على ماده وراثيه واحده، هي دي ان ايه ار ان ايه، هنا في ريبوسومات تقدر تصنع بروتين لنفسها، هناك ما بتصنعش، ده بتحتاج لمين، الخليه العائل بتسخرها لنفسها في الفيروس. هنا الانتي بيوتكس تاثر عليه، الانتي بيوتك ما ياثرش على الفيروس. هنا حجمها كبير، الفيروس حجمه بالنانو. هنا بتحتوي على عدد من الانزيمز، الفيروس يا عيني بيمسك في خلية الهوست سيل يخليها هي اللي تعمل كل حاجة تمام. طيب بتعمل عندك ثلاث امراض، يبقى ده اول نوع اللي هو مين، انت عندك ثلاثة سبيشيز، كلاميديا تراكوميتس وكلاميديا سيتاساي والنموني. اول نوع اللي هو كلاميديا تراكوميتس ده في منه ثلاث ايه، ثلاث امراض. اول حاجة اسمها نان جونوكوكال يوريثرايتس، ده بيعمل لك ايه، بيعمل لك اعراض. كلمه جونوكوكا المقصود بيها مين، مقصود بيها بكتيريا النيسيريا، مقصود بيها بكتيريا النيسيريا جونوريه، اللي هندرسها في الجرام نيجاتيف كوكاي كمان شويه. البكتيريا بتاعتنا دي بتعمل اعراض مشابهه ليها بالظبط، بس دي خاصه هناك، خاصه ببكتيريا جونوكوكا. طب عشان اميزهم ببعض، قال لك هنقول على المرض اللي بيسببه عندك الكلاميديا تراكوميتس ده بنقول عليه نان جونوكوكال يوريثرايتس، يعني الالتهاب اللي بيحصل عندك في اليوريثرا او في الاحليل او مخرج البول ده نفس اللي بيحصل هناك في الجونوكوكال، بس هنا ايه، ببكتيريا تانية، فبنقول عليه نان جونوكوكال يوريثرايتس. طيب تاني حاجه بيعمل تراكوما، معروف المرض الشهير بتاع مرض العين. طيب بيسبب عندك اولا، تعرف لي مين السبيشي السيرو تايبس، كلاميديا تراكوميتس، كلاميديا جينس، تراكوميتس سبيشيز، في سيرو تايبز كمان من ايه، من التراكوميتس ده اللي هو A و B و C، دولت خاصين عندي بمرض التراكوما اللي هو مرض اللي هو بتاع العين تمام. بيتنقل عندك ازاي، كونتاكت عادي، اي حاجه من مستلزمات الشخص كانت عليها البكتيريا دي تجيلي تعمل المرض ده. طيب بتعمل عندك ايه، النهايه بتاعتها بتاثر عندك، توصل عندك لبلايندس، تعمل عمى ليه، بتعمل عندك انفلاميشن، وبعد الانفلاميشن لما بيحصل هيلينج عادي للجسم يقدر يحصل عندك ريبيتد انفلاميشن تاني. الميكانيزم وتفاصيله مش هخش فيه، مش مهم، انت كان اصلا بتشرح زمان بالتفصيل قوي عن كده يعني تمام. طيب بيقول لك في اللاب دايجنوز بتاعه ايه، سيل كالتشر اور امبريونيتد تشيك ايج. الكلام ده مش هيقابلك الا في الفيروس هناك، عشان كده هو قريب منه فين، في حته الانترا سيلولار دي، انما طبعا قلنا الاختلافات بينهم. العلاج عندك مش مميز سواء كان هنا او هنا، العلاج مش مميز اللي هو التترا سايكلين بس، تعرف تراكوما يبقى تراكوما تراكو تترا سايكلين تي مع تي. طب تالت حاجه قال لك ليمف جرانيولوما فينيريام، كلمه فينيريام دي اكتب لي عليها الجينيتال اورجانز اللي هي في الاعضاء التناسليه، كلمه فينيريام دي هتقابلك هنا وهتقابلك هناك برضو في الجرام نيجاتيف كوكاي كمان شويه. بيعمل لها عندك سيرو تايبس L1 و L2 L3. طيب بيتنقل عندك ازاي، سيكشوال كونتاكت، طبعا مش محتاج اقول لك بقى مذكرة فاينل، خلاص انت عرفت الليلة فيها ازاي. طب هي الفكرة عندك ايه، بتأثر عندك على مين،
على الفينيريم، لسه قايلك على الجينيتال اورجانز، فهتبدا تسبب عندك اعراض على الجينيتاليا، او كلمه جينيتاليا دي اللي هي الاعضاء التناسليه، او الانس والريكتم اللي هو فتحه الشرج والمستقيم، تمام؟ تبدا تعمل انفلاميشنز مختلفه في الليمف نودز اللي موجوده في المنطقه دي، تمام؟ الانفلاميشنز موجوده في منطقه عندك الموجوده في منطقه القولون، وبعد كده تنزل عندك في الجينيتاليا دي بنقول عليها اسمها ريجينال ليمف نودز. طيب بعد كده هنخش عندك بقى في مين، في النوعين التانيين، الكلاميديا سيتا ساي وعندك الكلاميديا نوماني. قال لك الكلاميديا سيتا ساي يعتبر عندك زونوتيك ديسيز، ها زي مين؟ زي الباسيلس انثراسس، وكنا قلنا كمان من شويه كده زي مين؟ زي المرض اللي هو بتاع الليبتوسبايرا. طيب بيتنقل عندك ازاي؟ اكتب لي كده على السيتا ساي كده، اكتب لي جنبها ايه؟ بغبغان. بغبغان ليه بقى؟ ايه اقصد ايه بغبغان ده؟ قال لك المرض ده زمان، هو مش موجوده بالتفصيل هنا، بس انا عايز اربط لك اي حاجه بحاجات انواع بكتيريا كتير، فتفتكر بحاجات معينه. المرض ده بيتنقل عندك عن طريق الفيسز بتاع الطيور، الفيسز بتاعها او اي اكسكريشنز منها بتحمل عندك مين؟ المايكرو اورجانيزم ده. بس اكتر واحد يقدر من البردس ده يعمل لك عندك المرض ده هو البارتس اللي هو البغبغان، عشان كده كان زمان بيقول لك عليه ايه؟ مرض البغبغان اللي هو السيتا ساي ده، تمام؟ مشكلته عندك ان هو ممكن يأثر على اللور ريسبيراتوري تراكت، لور فيتال على طول. العلاج عندك بالدوكسيسايكلين، ومجمع لك برضو الادويه فين؟ في مذكره الفاينل. النمونيا ما فيهاش اي كلام غير بس تقرا المعلومتين دولت ومش مميزه. خش على مجموعه الفاستيديوس يبقى كده، تعالى بس ايه ادي اهو، يبقى احنا كده خلصنا دي كلها. تعالى بقى اخد لك مين الفاستيديوس دي، وبعدين السيل وول ديفيشنت، ومين والاوبليجيت انيروب. تعالى على الفاستيديوس، الاربع انواع بكتيريا دول. اول واحده عندنا الهيموفيلس انفلونزا، تعالى نشوف كم معلومه مميزين ليها كده الاول. قال لك من اسمها، هي اسمها كلمه ايه؟ هيموفيلس، كلمة فيلس معناها محب، وكلمة هيم معناها دم، يعني هي محبة للدم. ليه بقى؟ قال لك لأن البكتيريا دي بتحصل على على بعض الفاكتورز اللي هي بتحب، اللي هي مهمة للجروث بتاعها، زي الهيمن فاكتور اكس. اهم حاجة تعرف الفاكتور اكس والفاكتور في. طب الفاكتور اكس والفاكتور في دول بيكونوا موجودين عندك فين؟ في البلاط. فهي عشان كده بنقول عليها اسمها ايه؟ هيموفيلس انفلونز. طيب انا دلوقتي لو هاجي ازرع عندي على ميديا من بره، قال لك لازم ميديا يكون فيها بلاد، فقال لك عندك يا اما ازرع على تشوكلت اجار او بلاد اجار. الفكره عندك الاول في التشوكلت اجار ميديا، هو التشوكلت اجار ده عباره عن ايه؟ هل مثلا دم وحطيت عليه شوكولاته ولا ايه؟ لا، هو بلاد بيكون عباره عن بلاد عادي، بس انا عملت ايه؟ عملت له هيتنج وسخنته، بدأ يطلع عندي مكونات موجوده فين؟ في البلد الموجوده عندي في العينه يعني. فدي بقول عليها تشوكلت، تشوكلت للسبب ده، ان هي بيكون لونها قريب من اللون البني او الشوكولاتي ده، نتيجه لعمليه ايه؟ هيتنج للبلد اجار ذات نفسه. طيب قال لك عمليه الهيتنج دي هتبدأ تطلع لك مين؟ لايبريتس في الميديا، فاكتور اكس وفاكتور في، اللي هو مين بتحبهم؟ عمليه البكتيريا الهيموفلس. طيب البلاد اجار ذات نفسه بقى من غير ما اعمل له هيتنج بيكون موجود في مين؟ فاكتور اكس وفاكتور في، بس بكميه قليله جدا. طب هنحل مشكله الفاكتور في ازاي؟ هنحلها ازاي؟ في مثل يقول لك ايه؟ انا وابن عمي على الغريب، اللي هو مين؟ البكتيريا، البكتيريات لبعضيها زي ما الناس لبعضيها، برضو البكتيريات لبعضيها. دلوقتي قال لك انت لو جبت ميديا فيها بلاد اجار وحطيت فيها البكتيريا ديت الهيموفلس، كده هيبقى ناقصك مين؟ هيبقى ناقص لي عندي الفاكتور في. قال لك طيب انت ممكن عندك تعمل ستريكنج، معلش يا شباب. طب هنحل الموضوع ده ازاي؟ قال لك ببساطه جدا الفاكتور في قليل عندي في الميديا، فهتعمل ايه؟ قال لك هنحط في الميديا ستاف اريوس، بكتيريا كمان مع مين؟ مع الهيموفيلس انفلونزا. قال لا، يعني هزرع احط مع الهيموفيلس انفلونزا ستاف اريوس. قال لك اه، الستاف اريوس بذات نفسها هتبدا تكتر عندك، تعمل لايبريشن للفاكتور في من البلاد اجار في قلب الميديا ذات نفسها. العمليه دي اسمها ايه؟ ساتيليزم. يعني ايه ساتيليزم؟ يعني انا بنمي مايكرو اورجانيزم بمساعده مين؟ مايكرو اورجانيزم تاني.
عشان كده لما اجي اعمل في الدياجنوزس قال لك هتعمل ايه، يا اما هتستخدم عندك شوكليت اجار فيها الفاكتور اكس والفي تمام، او تعمل ستريكنج للبلاد اجار بالستاف اريس، عشان الستاف اريس هتعمل ايه، هتزود عندك الفاكتور في، هتزود عندك الفاكتور في اللي هو اصلا يعتبر قليل في مين، في البلاد اجار. طيب الباثوجينسيس بتاعتها قال لك بقسمها لست انواع على حسب مين، الكبسول. وهنا تيجي في دماغك معلومه، الكبسولات بتيجي كتير، تمام، هتلاقيني مجمعها لك برضه في مذكره الفاينل. طيب قال لك اختارهم، هما نوع ست انواع A B C D E F، اختار نوع فيهم اللي هو مين، البي، وخصوصا ما بيجي عندك لمين، للاطفال. بيتنقل عندك ازاي، ريسبيراتوري، هي اسمها اصلا هيموفلاس انفلونزا. طيب اخطر حاجه، والمعلومه دي مش هقولها تاني عشان هتقابلنا قدام بعد كده، اي حاجه، معظم الامراض اللي بتيجي عندك للريسبيراتوري لازم بتكون بتفرز انزيم اسمه ايه، اي جي اي بروتيز. ليه بقى؟ قال لك كلمه بروتيز يعني بيكسر، بيكسر بروتين، بروتين زي مين، الاي جي اي اللي هو الاميونوجلوبين ايه. انت عندك الاميونوجلوبينز 5 انواع، في منهم نوع اللي هو الاي، ده بيكون موجود فين، بيكون موجود على سطح الميكوزا بتاع الريسبيراتوري ذات نفسها، اللي هو يعتبر اول خطوط المناعه والدفاع بالنسبه للريسبيراتوري. فعشان اي بكتيريا تهاجمه لازم يكون عندها اي جي اي بروتيز تبدا تهاجم مين، الاميونوجلوبين ايه ده، وتخلص عليه، تمام. طيب ويبدا يحصل عندك فاسيليتنج للديسيمينيشن بتاع المايكرو اورجانيزم او كولونايزيشن، ان هو فين، في الابر ريسبيراتوري تراكت. بعد كده طبعا بقى التأثيرات بقى ساعتها تبدأ تأثر ممكن عندك على الجهاز التنفسي كله، تعمل اوتيتس ميديا، سنسوتيتس اللي هو التهاب في الجيوب الأنفية، ابيجولايتس اللي هو التهاب في لسان المسمار ذات نفسه، تمام، أعراض عامة يعني قراية بس. العلاج بتاعك بالسيفتريكسون والسيفوتاكسيم، سيرد جنريشن يعني كامنجايتس، وممكن تستخدم عندك سالفا فين، في الابر ريسبيراتوري تراك. يهمني البريفنشن، هعمل عندي فاكسين ضد مين، ضد اخطر نوع اللي هو الهيموفلس انفلونزا تايب بي، تمام. قال لك ممكن يتاخد في اطفال اكتر من ايه، من 2 سنين الكلام ده، وممكن تاخد عندك ريفامبين كبروفيلاكسز يعني. طيب خش في البوردتيل، يبقى احنا خلصنا اول واحد، خش على البوردتيلا رقم 2. قال لك البوردتيلا برتاسز، حدش فاكر كده كان في فاكسين ثلاثي اسمه دي بي تي، ديفتيريا برتاسز تيتانوس، تمام. اهي دي بقى بكتيريا البرتاسز بقى اللي هي كانت في مين، الفاكسين ده اللي هو التلاتة تلات واخد 3 انواع بكتيريا مع بعض، في دي ديفتيريا جرام بوزيتيف، بي برتاسز جرام نيجاتيف، تي كولوستريديوم تيتاني جرام بوزيتيف، يعني 2 بوزيتيف وواحده نيجاتيف، اهي دي اللي تعتبر النيجاتيف في الفاكسين عندي. بتسبب عندك حاجه اسمها برتاسز او ووبنج كاف اللي هو السعال الديكي. طيب يهمني تعرف لي في الموضوع ده كله مين، اولا تعرف لي ان انت عندك الديسيز ده بيكون على 3 مراحل. هما ليه بيقولوا على كحه سعال ديكي، المرض عندك بيظهر في صوره بيك، يعني مراحل بسيطه، بعد كده بتشتد خالص، المراحل البسيطه اللي هي الكاترال ستيج دي اللي هي اول اسبوعين، تمام، شويه اعراض رشح والكلام من ده، وكحه خفيفه. اهم حاجه الباروكسيزمال ده اللي هو بعد كده ايه، بيقعد من اسبوعين لشهر ونص، الكحه بتكون شديده جدا. قال لك اند ان لاوند انسبيراتوري ووبس، يعني الكحه دي بتنتهي بصوت بحه زي بحه الديك كده او نبح الديك، فعشان كده بيقولوا عليها اسمها السعال الديك. بعد كده بخش في مرحله ايه، تبدا الكحه تقل عندي، واخش في مرحله مين، مرحله النقاهه اللي هي الكونفاليسنت ستيج. الصوره دي في الامتحان ان شاء الله. اللي هي دي انواع التوكسنز اللي بتفرزها والحاجات دي مهمه جدا. اول حاجه البرتاسس توكسين ذات نفسه ده بيعمل عندي تاثير كهايبوجلايسيميا في الامتحان، مفيش حاجه في الدنيا خدناها في المنهج بتعمل هايبوجلايسيميا الا البرتاسس توكسين. طيب تاني حاجه عندك الفيلامنتس هيم اجلوتينين والفيمبريا، الاتنين دول كده دول بيساعدوا الاتاتشمنت بتاع البكتيريا على سطح الميكوزا او سطح الخلايا اللي هي هتصيبها، ماشي. بعد كده الادينيلايل سايكليز توكسين ده بيمنع ايه، بيمنع تقصير الفاجوسيتوزس بتاع خلايا المناعه، وبيمنع الكيموتاكسس اللي هي تفرز عندك ميدييتورز بتاعه المناعه تاثر عندي. طيب عندك كمان 2 توكسينوم،
في عندك التراكيال سيتوتوكسين قال لك انهبيت سيليا موفمنت. السيليا دي اللي هي الاهداف ذات نفسها بتاعت الجهاز التنفسي اللي هي بتطرد اي جسم غريب، انا بوقف حركتها بواسطه مين؟ التوكسين ده. الديرمو نيكروتيك توكسين ده بيعمل عندك تاثير فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز. طبعا التريتمنت قال لك اريثروميسين او السلفا ميثوكسازول مع تراي ميثوبريم، وعندك البريفنشن طبعا الفاكسين الشهير اللي هو مين؟ الدي بي تي. خلصنا تاني واحدة، نخش على تالت واحدة اليوجيناليا نوموفيليا، اكتب لي جنبها كده اللي هي زي اللي هو اسمه ايه الشاور، اللي هو الشاور الدش بتاع الايه، الدش اللي هو بتاع الاستحمام، اليوجينيليا نوموفيليا عشان تفتكرها بيبها بس. قال لك البكتيريا دي تعتبر انترا سولار بكتيريا، خلاص فهمني يعني ايه انترا سولار، تقدر عندك تعيش داخل خلايا الماكروفاج بتاعتي تمام، وجواها تقدر تعيش ازاي بميكانيزمات مختلفة بقى زي هنا. هنا ما مش هنوضحها، انما هوضحها لك في الليستيريا في الجرام نيجا في الجرام بوزيتيف، هوضحها لك في التي بي في الجرام بوزيتيف وهكذا. طيب بيقول لك بقى كم معلومة مميزة عنها، النورمال الهابيتيت بتاع البكتيريا دي ذات نفسها فين؟ قال لك في الانفيرومنتال بروتوزوا اند اميبا، يعني هي بتعيش مع مين؟ مع البروتوزوا والاميبا. ادي دي اول حاجه، اول بكتيريا لها علاقه بالبارة اهي شويه تمام. طب ليه هي بتعيش مع انواع من البارة زي البروتوزوا والاميبا والحاجات دي؟ قال لك لان تواجدها مع المايكرو اورجانيزمات ديت مع البارازايز دي يبدا يعمل عندك اكسبريشن للفيرولانس فاكتور بتاعتها، يزود تأثير بتاع عوامل الشراسة بتاع البكتيريا في انها تعمل الباثوجينيست بتاعتها، يعني من الاخر بتعمل لها زي تأثير سينرجيزم كده البروتوزوا ومين والاميبا. كمان معلومة مميزة عنها ان هي تعتبر كلورين تولرانت، وبالتالي محطات تنقية المية لو هي بتعمل عندك كلورين في المية هي مش تقدر يأثر على نوع البكتيريا دي. طب انا قلت لك ان هي زي الدش ليه؟ عشان هي اصلا المكان الايزوليشن بتاعها، او لو اخدت مثلا عينات موجودة من اماكن مختلفة كده، اكتر اماكن بتكون موجوده فيها على سطح التكييفات اير كونديشننج، وموجوده على الشاور هيدز، دي برضو معلومه ايه خاصه بيها ومميزه شويه. دي مكونات الميديا اللي هي بتكون لما بتتزرع فيها، مش مهمه قرايه بس يعني. تتنقل عن طريق الانهاليشن اوف ايروسولز، يعني تكون هي طايره في الهواء كده، شفت انت ما تكون في ريشه طايره ماشيه في الهواء كده، نفس الفكره عندك، ده الميكروجزم بيكون في صوره سبراي في الهواء كده تبدا تستنشقه، انما مش من شخص لشخص كده على طول، لا هو دايب في الهوا كده زي بالظبط، تكتب جنبها الباسيلس كده زي ما نروح هناك نشرحها ان شاء الله. تعمل عندك مرضين وركز لي فيهم، اسمها ايه؟ ليوجينيليا، ليوجينيلا. فبتعمل عندي ليجيونير ديسيز والبوتانشيك فيفر. خد بالك الليجيونير ديسيز ده في الان في الـ في الـ في الاميونو كومبرومايز بيشنت، الناس اللي هي مناعتها واقعه، انما البوتينشياك فيفر او البوتينياك فيفر ده بيحصل عندك في مين؟ قال لك بيحصل عندك في الاشخاص اللي هم الهيلسي زينا كده، بس بتظهر عليه اعراض خفيفه فلو لايك سيمتومز، انما المشكله عندك في الاميونو كومبرومايزد او الليجيونير ديسيز ذات نفسه هيبدا يظهر عندك ايه اعراض بقى، تكون كومبليكيشنز كتير على الريسبيراتوري، وتعمل عندك اكيوت لوبر نمونيا. اكيوت لوبر نمونيا دي قلناها فينا قبل كده في الاستريبتوكوكس نمونيا. اللاب دايجنوزس تعرف لي بس اسم الميديا خاصه بيها مميزه جدا اللي هي البايس، بفر بي بفر سي شاركول واي يست اكستراكت، ده الاختصار بتاعها. طيب بيكون فيها في المكونات بتاعتها اللي تشاركول ده قال لك علشان اي توكسيك كومباوند موجوده في الميديا هو يعتبر عندك ايه، يعمل لها ادسوربشن على سطح التشاركول، وبيكون موجود عندك في الميديا ماده السيستاين تعمل الجروس بتاع مين؟ بتاع البكتيريا دي. تريتمنت مش مميز قوي، السوميسون والفلوكسيسين. البروسيلا ده مرض زونوتيك ديسيز، هجمع لك برضو الزونوتيك ديسيز هتلاقيها في الفايل. الزونوتيك ديسيز قال لك هي البروسيلا ده الاسم العام او الاسم الجينس، في بقى فصائل منه سبيشيز منه على حسب كل سبيشيز بتسيب مين، بمعنى يعني انت في باسيلس
ابورتس، بروسيلا ابورتس، ده بيصيب عندك مين؟ الابقار والمواشي والجاموس والحاجات دي، ده اسمه بروسيلا ابورتس. طب الميليتنسز ده بيصيب عندك التشيبز، الخرفان والجوتس، ده بيعتبر اخطر نوع. طيب تالت نوع اللي هو الاس سويس، ده سواين، الخنازير، كانز، ده اللي بيصيب عندك الدوكس. قال لك اخطر نوع مين؟ اللي هو الجوتس، اللي بيصيب عندك الجوتس. تعرفها بمين كده؟ تربطها بيها، هما بيقولوا على ميسي ان هو الجوت، اللي هو المعزه ميسي يعني. فميسي يعتبر اخطر لاعب، كذلك برضو الجوتس اللي بيصيب عندك الجوتس البكتيريا اللي هي الميليتنسز، تعتبر هي اخطر نوع منين؟ من الاربع، من انواع البروسيلا دي كلها. طيب تتنقل ازاي؟ يا اما انت اكلت حاجه تكون كونتاميناتد بالمايكرو جسم بتاعك ده، او ككونتاكت مباشر مع مين؟ مع الحيوان. طيب بتعمل عندك نوع اسمه ايه؟ بروسيلوزيس، نوع فيفر حراره اسمها ايه؟ انديولانت فيفر او مالطا فيفر. تمام. طيب ايه المالطا فيفر ده؟ بيكون عباره عن ايه؟ قال لك حمى متقطعه، انترميتنت فيفر. الميكانيزم ده كله خدوا قرايه بس يعني، هو الفكره فيها بيقول لك ايه؟ انتشار المايكرو اورجانيزم، هيبدا ينتشر في الجسم، يروح عندك على الليمف نودز، من الليمف نودز للبلاد، ومن البلاد دي يبدا ينتشر الاورجانز العام كلها. اهم حاجه المالطا فيفر بتاعتي، قال لك بتعمل عندك انترميتنت فيفر، حمى متقطعه، يعني بتكون بالليل هاي، بس بالليل امتى؟ بتكون درجه الحراره عاليه جدا فين؟ بالنهار، وبالليل بتكون قليله. عكس مين؟ فاكرين الفلاريا في البره؟ هي دي عكسها، البره كان هناك كان بالليل، لا هنا بتكون عاليه في النهار، وبالليل بتكون ايه؟ قليله. ده مشكلتها ان ايه؟ ده في الحراره. بعد كده لو حصل لها ديسيمينيشن زي الميكانيزم اللي اتقال لك ده، يبدأ تروح عندك الاورجنز مختلفة، أي اورجن هتروح عليه هتخربقه زي ما بنقول كده، هو تعمل تدمير فيه يعني، الاورجنز كلها. كل اورجن مش هتحفظ لي ان هو موجود فيه ايه، بس تعرف ان هي بتأثر على الايه، تعمل سيفير كومبليكيشنز على الاورجنز اللي بتأثر فيها. العلاج عندي بالدوكسوسايكلين، اللاب دايجنوز بتاعها مش مميز. خش على السيل وول ديفيشنت بكتيريا، قال لك اللي هي مجموعة الميكوبلازما، قال لك دي تعتبر عندك مشابهة مع الفيروسات في حاجة، إن هي تعتبر من أصغر أنواع الميكروجزمات الموجودة، زي هناك الفيروسات، الفيروسات إحنا عارفين إن هي بتنقاس بالأنجستروم والنانو، يبقى دي أول معلومة مميزة ليها. تاني حاجة تعتبر بليومورفيك، كلمة بليومورفيك معناها إيه؟ عارف أنت لما تكون في حاجة مايعة قدامك كده شكلها مش ثابت، قاعدين بنقول عليها كلمة بليومورفيك، متميعة كده. ليه؟ مهما فيش، أنت إيه اللي بيخلي شكل الأوضة ده باين؟ عشان الحيطان موجود، عشان في سيل وول هناك بقى، ما عندهاش سيل وول بقى مجموعه البكتيريا دي، فبالتالي ده بيخلي شكلها بليومورفيك، ان هي ما عندهاش سيل وول، بس ربنا معوضها بخط دفاع ليها يعتبر زي السيل وول كحمايه ليها، اللي هو عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن ثري ميمبرينز بيحتوي على ماده مين؟ الستيرول. والستيرول دي بتحصل عليها منين؟ من الكوليسترول. عشان كده لما اجي ازرعها في اي ميديا لازم تكون فيها مين؟ كوليسترول. طيب لها شكل مميز جدا، لو جيت شفتها تحت الميكروسكوب قال لك بتبقى عامله زي الفرايد ايج، زي البيض المحمر بالظبط، شفتها متحمر بيضه كده، او تبقى الصفار في النص وبيض حواليها لفه كده، وتقدر تعدي عندك الفلتر، بكتيريا الفلتر، لان حجمها صغير جدا. عندك ثلاث انواع، هما يعتبروا نوعين، هما ثلاث انواع، هناخد اول نوع الاول مايكوبلازما نمونيا، وبعد كده نشوف تقسيمه النوعين التانيين. المايكوبلازما نمونيا هي هنا بتسيب عندك التهاب رئوي، بس الالتهاب الرئوي هنا اسمه ايه؟ ها اسمه برايمري اتيبيكال نمونيا. تمام. كلمة اتيبيكال دي معناها ايه؟ شاذ او ايه، او مش منفرد شوية عن مين؟ عن انواع النمونيا، يعني هي بتسبب عندك التهاب رئوي بس مش زي كل انواع الالتهاب الرئوي اللي بتسببهم مين؟ انواع البكتيريات التانية. طب ايه التفاصيل بتاعته كسيمتومز وحاجات دي؟ مش علينا. تمام. يبقى بتسبب عندك بنقول عليها او اختصار بي اي بي، برايمري اتيبيكال نمونيا. طب اهم فيرولنس فاكتور موجود فيها هو الهيدروجين بروكسايد، اللي بيعمل موست افكتس بتاعتها هو مين؟ الهيدروجين بروكسايد. طيب الميديا بتاعتها مميزه جدا، بس ركز معايا في الميديا في حته فيها، ان هو بيقول لك ايه؟ ان الميديا بتاعتك بتزرعها على ميديا اسمها الاي اجار بليتس، كمكونات برضو مش دلوقتي مش مهمه، بتحط معاها مين؟ سبلمنتد وذ بنسلين. ليه بقى بحط معاها بنسلين؟ بنسلين ده انتي بيوتيك، مش هيموت البكتيريا؟
هو البنسلين ده شغال على مين؟ يعتبر سيل وول انتيبيوتيك، يعني اي بكتيريا عندها سيل وول هيشتغل عليه، هي قضيه اصلا ما عندهاش سيل وول، فالمايكرو فالانتيبيوتيك ده مش هيأثر معاه في ايه؟ في اي حاجه. تمام؟ العلاج بتاع المجموعات ديت، مجموعه المايكوبلازما كلها هتلاقي في مجموعه مين؟ الماكرولايدز زي الاذيثرومايسين، ما عدا نوع بكتيريا هقوله لك دلوقتي اللي هو المايكوبلازما هومينس. معلش يا جماعه لو كنت بشرح سريع شويه بس عشان اقدر الم لك الدنيا. يعني الجينيتال مايكوبلازما، هنا بقى النوعين التانيين دول، الهومينس يوريبلازما والمايكوبلازما جينيتاليوم، الاثنين دول كلهم عليهم بقول عليهم ايه؟ الجينيتال، لان الاثنين بيصيبوا عندك مين؟ مناطق الاعضاء التناسليه، وبتعمل عندك بتتنقل ازاي؟ سيكشوال ترانسميتد ديسيز. اهم معلومتين تعرفهم لي اللي هم المعلومتين اللي واخد لك عليهم بالازرق بالاسود دول. اول حاجه انت في عندك الهومينس واليوروبلازم، دولت نوعين من الميكوبلازم، تعرف كل واحده بتتميز بايه؟ اول حاجه الهومينس بقدر اعمل لها ايدنتيفيكيشن عن طريق ان هي بتعمل ديجراديشن لامينو اسيد اللي هو الارجينين. طيب اليوروبلازما من اسمها يوروبلازم، قال لك تقدر تعمل عندك هيدروليسيس لليوريا، دي معلومتين مميزين ليه. تاني حاجه كمان في معلومه مميزه لليورولايتيكوم، قال لك دي بقول عليها اسمها تي سترين. تي سترين ليه بقول عليها تي سترين؟ كلمه تي دي معناها تيني، يعني المقصود بكلمه تيني يعني دقيقه او صغيره جدا، لان الكورنز اللي بتكونها عندك اليوروبلازما بتكون صغيره جدا، فعشان كده بقول عليها تي سترين يعني تيني كورنز بتتكون منها. طيب عمنا الهومينز ده، يبقى دي كده قلنا معلومتين على اليوروبلازما، دي معلومه ودي معلومه. طيب والهومينس قلنا عليها ادي معلومه، والمعلومه التانيه اهي قال لك اللي هي تعتبر عندك ايه؟ قال لك تعتبر ريزيستنت عندك للاريثروميس، دي معلومه مميزه ليها. انت في العلاج المجموعه دي كنت باخد ادويه منين؟ من مجموعه الماجرولايتس زي الازيثروميسين اريثروميسين، اللي بقى يعتبر ريزيستنت عندك هو المين؟ الهومينس ده. طيب اخر حاجه عندنا اللي هو الاوبليجيت انيروبيك بكتيريا، نوعين بكتيريا لازم تكون في انيروبيك كونديشنز زي الفيوسو بكتيريا والبكتيرويدز فراجيلس. معلومتين سريع كده في السريع فيهم، اولا قال لك البكتيرويدز فراجيلس في معلومتين هقولهم لك عليهم، والباقي هقول لك ديت هم موجوده في الفيوسو بكتيريا. المعلومتين الخاصه بيهم، اول حاجه ان هي عندها سيل وول عادي، بس السيل وول بتاعها ما فيهوش مين؟ اللايبو بولوساكرايد. اللايبو بولوساكرايد اللي هو موجود في معظم الجرام نيجاتيف بكتيريا، اللايبو بولوساكرايد ده اللي احنا قلناها في اول ريكورد في بتاع قبل الميد ده، اللي هو كان بيبقى بيفرز عندك مين؟ الاندوتوكسينز بتاع البكتيريا، يبقى دي ما عندهاش لايبو بولوساكرايد وبالتالي مش هيبقى فيه اندوتوكسين للبكتيريا دي. دي اول معلومه. تاني حاجه هي بتسبب خراج ابسيسز في مناطق مختلفه من الجسم، بس مين فيها اللي يقدر يعمله؟ هل كل السترينز بتاعتها؟ لا، قال لي الكابسيوليتد سترينز بس هي اللي تقدر تعمل الموضوع ده. طيب دي المعلومتين الخاصين بيها، تعال نشوف المعلومات المختلفه بقى، المعلومات المتشابهه بين دي وبين دي. قال لك الاثنين يعتبروا نورمال فلورا، بس دي نورمال فلورا موجوده فين؟ البكتيرويدز فراجيلس قال لك موجوده عندك في الانتستينال او في الانتريك منطقه الكولون، وموجودة عندك في الفيميل جينيتال تراكت. تمام؟ يعني نورمال فلورا في الفاجينا، ادي المنطقتين هم، دي برضو نفس الموضوع موجودة عندك في اللارج انتستين او في الانتريك، وموجودة عندك في الفيميل، بس بتتزود عليها ان هي موجودة عندك فين؟ في الماوس. طيب وده هيعمل ايه؟ هيبدأ يقول لنا دلوقتي يترتب عليها ان هي ممكن تسبب عندك انفكشن في منطقة الدنتال، اهي دنتال انفكشنز لانها موجوده فين؟ في الماوس. دي المعلومه الزياده بتاعتها. طب ارجع تاني للبكتيرويدز فراجيلس، هي اوبورتيونستيك مايكرو اورجانيزم، الاثنين يعتبر اوبورتيونستيك عادي. الفكره بقى في المجموعتين دول كلهم، البكتيرويدز والفيوسو بكتيريوم بيعملوا عندك ايه؟ بيعملوا عندك ابسيسز بس في مناطق مختلفه من الجسم، سواء كان بقى انترا ابدونال في البط او في البلفيك منطقه الحوض او في البرين ابسيسز في مناطق مختلفة، نفس اللي بيحصل هنا هو ده اللي الابسس اللي بتعمله هنا، الفراجلس هو الابسس اللي بتعمله عند الفيوسو بكتيريا، مفيش أي اختلاف بينهم. قلت لك إيه المتشابه بينهم الاتنين؟ اوبورتيونستيك
المناطق اللي موجودين فيها نفس المناطق كنورمال فلورا، بس ده زياده في الماوس فبيعمل عندك دنتال ايه انفكشن. هو بيقول لك الفيوسوبكتيريوم تعتبر عندك لونج وستيبرنج اند. ستيبرنج اند دي يعني ايه؟ النهايه مسحوبه شويه، يعني انت لو بصيت عليها بكتيريا كده تلاقي في نهايه رفيعه مقارنه بالنهايه التانيه. العلاج بتاعك قال لك ما يهمنيش العلاج، يهمني تعرف ان انت ما بتستخدمش ليه البنسلين مع العلاج ده، وفي كذا بكتيريا ما بنستخدمش معاها البنسلين سواء كان في جرام بوزيتيف او في جرام نيجاتيف. عندك من ضمنهم هنا في جرام نيجاتيف البنسلين ما بستخدموش في الفيوزوباكتيريوم عشان بتفرز عندك مين؟ البيتا لاكتاميز. اخر حاجه بقى، يبقى احنا خدنا دي كلها، خدنا دي خدنا دي خدنا دي، ناقص الاثنين بكتيريا دول بتاع مين؟ الكوكاي اللي هو النيسيريا مننجيتس والنيسيريا جونوريا اهم. سرق في السريع جدا يعني بسيط. اولا النيسيريا عندي اللي هو جرام نيجاتيف كوكاي موجوده عندك في نوعين او تو سبيشيز، النيسيريا مننجي تايديز والنيسيريا جونوريا، ودولت اللي هندرسهم في المحاضره دلوقتي ان شاء الله. هو بيقول لك المننجي تايتيز كل واحده بالمرض اللي بتعمله. مننجي تايتيز بتعمل عندك مننجيتس اللي هو الالتهاب سحائي، وده يعتبر عندك ايبيديميك فورم، مرض منتشر وبائي او بينتشر في مناطق بيكون ايبيديميك، تمام. الجونوريا بتعمل عندك ايه؟ قال لك موست بريفالنت اوف فينرال ديسيز. فينرال دي لسه كنت قايل لك كلمه فينيريام فوق في التراكوما، فينيريام يعني فين؟ في الجينيتال اورجانز بتاعتي. بيقول لك كمان في معلومه الاول ان في نوعين عندي من النيسيريا، مجموعه باثوجينيك اللي انا هدرسها دلوقتي تمام، ودي بتعتبر عندي انترا سيلولار بكتيريا. يعني ايه؟ يعني تقدر تنمو عندي في خلايا المناعه بتاعتي اللي هي الماكروفاج، او ممكن اقول عندك خلايا المناعه المسمى بي ام ان، بي ام ان البولي مورفونيوكلار ليوكوسايتس. خد بالك البولي مورفونيوكلار دي ممكن اقول عليها بي ام ان لو قابلتك اختصار، يعني ده هيبدا يترتب عليه ظهور اكسيوديتس وحاجات من ديت هقولها لك تحت دلوقتي فين في الباثوجينست بتاعك. في انواع بقى من النيسيريا، سبيشيز منها زي النيسيريا فليفس والنيسيريا سيكا، وما دام قلنا فيها سيكا يبقى مش هتعمل عندي اي باثوجينستي، الموضوع بقى قلب سيكا خالص. يعني دي تعتبر عندك ايه؟ نورمال فلورا موجوده عندك في الاور ريسبيراتوري تراكت، تمام. طيب هناخد اول نوع عندك اللي هو النيسيريا مننجيتايتيس او المننجوكوكس. طيب بتعمل عندك ايه؟ مرض سيريبروسباينال فيفر او سيريبروسباينال مننجيتس اللي هو الالتهاب السحائي، او بنقول عليه هو التهاب المننجيتس، التهاب السحائي ده بالمعنى بالعربي يعني. طيب بيتنقل ازاي؟ كان الموضوع ده من اسبوعين او من شهر كده كان بدأ يخافوا من العيال ان هو ممكن عيل ايه يعطس في وش زميله يبدأ ينقله المرض ده، لان المرض ده بيتنقل عندك فين؟ ايربورن دروبلتس، وكانت حمل ايه هوج عليه شويه كده عشان السيرم انشيتايتيز ده. طيب العلامتين دول عاديين الكاركترز بتاعتها. ليه بقى خطوره المرض دوت؟ قال لك خطوره المرض ده بتتمثل في حاجتين، في الانتيجينست بتاعته ان هو يعتبر عندك الخطوره بتتمثل في الكبسول بتاعه، والكبسول بتاعه اللي قدرت من خلاله اقسمه الى 9 انواع مختلفين او 9 سيروتايبز من السبيشيز بتاع المننجيتايتيس ده، اي بي سي دي اكس واي زد دبليو 135 و229 اي، ده الـ9 انواع بتوعه تمام. لما اجي هعمل فاكسين تحت دلوقتي هعمل ضد اخطر 4 انواع منه يعني. طيب قال لك اخطر 3 انواع A و B و C، انما لما اجي هعمل فاكسين هعمل ضد A و C و W و Y، هما الـ3 انواع دول هما اخطر 3 انواع A و B و C هما المسؤولين عن الماجورتي بتاع الديسيز. بس هشوفها تحت دلوقتي هقول لك ليه ما حطيتش البي ده في تصنيع الفاكسين. الفيرلانس فاكتور بتاعته قال لك 4 حاجات، اي جي اي بروتيز، وبالتالي انت عرفنا يعني ايه اي جي اي بروتيز ديت صرحتها من شويه، والبلاي عشان يساعده يعمل اتاتشمنت، واخطر حاجتين اللي هم رقم 3 و4 اللايبوبوليساكرايد او الاندوتوكسين، ده موضوع يعتبر خاص شويه بالجرام نيجاتيف او معظم الجرام نيجاتيف بكتيريا فمش مميز قوي عندي هنا. المميز قوي هو مين؟ رقم 3. بس لما اجي اقول لك اللي بيعمل عندك الانفلاميشن بتاع البكتيريا دي هو 3 و4، بس الكبسول هو اخطر ايه؟ اخطر حاجه في البكتيريا دي، في بكتيريا مين؟ منينجوكوكس.
ان الكبسول هلغيه تحت دلوقتي. طيب ركز معايا كده، قال لك النيسيريا انفكشن بتاعتي ديت، خد بالك السؤال ده ممكن يجيلك في الامتحان ومن الزيادات، يقول لك ان النيسيريا عندك، ليه النيسيريا ديت ما سمعتش مثلا جه التهاب سحائي بالنيسيريا دي مثلا في الفيران او في البقر مثلا، ليه؟ ليه المرض النيسيريا ده بيقول لك سبيسيفيك للهيومن؟ قال لك لان البكتيريا دي ما بتخش تعمل انفكشن في الانسان وتبدا تعمل ديسيمينيشن سواء كان في بلاد وتبدا تروح للاورجانز وتروح للسي ان اس، هي ده جوه الدم، يجي دلوقتي تهاجم حاجه تهاجمها من الجهاز المناعي، هي بتحاجم نفسها عن طريق الكبسول. طيب الميزه التانية بقى ليها ان هي بتقدر تتغذى عندك عن طريق الايرن اللي بتحصل عليه منين؟ من بروتينات موجوده في الدم بتاع الانسان ذات نفسه، اللي هو زي مين؟ الترانسفيرين، تهالي خدته في البايو. فقال لك يبقى هي سبيسيفيك للهيومنز لان البكتيريا دي تقدر تعمل ابسوربشن للايرن اللي يعتبر كسبستريت للبكتيريا ديت، منين؟ من الترانسفيرين اللي موجود فين؟ في جسم الانسان ذات نفسه، فعشان كده سبيسيفيك، سواء كان نايسيريا دي المنينجيتايتيز او النايسيريا جونوريا، انا بتكلم عن نايسيريا جينس عموما. طيب تاثيرها، قال لك تاثيرها كفاسكولار في البلاد، وبعد كده تبدا تعمل ديستيمينيشن تروح للسي ان اس، في البلاد تبدا تعمل عندك بكتيريميا. الخلاصة بتاع الحوار ده كله ان هي بتعمل عندك بكتيريميا وتعمل نزيف في مناطق مختلفة في الجسم، ماشي، تعمل عندك بروستريشن. بروستريشن دي يعني ايه؟ عارف انت واحد يحس ان هو جسمه متدغدغ خالص، اه ده معنى الكلمة دي. هيموراجيك كراشز، يعني ايه هيموراجيك كراش؟ هي بتعمل عندك كراش، الراش ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ عن حدوث نزيف وتهتك عندك في البريدنج في الفينز اللي موجوده نفسها تحت الجلد، فيبدا الدم ده يتسرب عندك في بين الانسجه ويطلع عندك يظهر على الجلد يعمل لي صوره ريش، تمام. طيب طبعا الهيموريدج ده لو خطير، لو مثلا النزيف ده استمر لفتره كبيره ممكن يعمل عندك سيفير دروب في البلاد بريشر، يعمل عندك كولابس وكوما، يخش الشخص عندي فين؟ في غيبوبه، وممكن الموضوع يبقى ميتاستاتيك للبلاد، بدل ما هو موجود عندك في البلاد البكتيريا فممكن تبقى تأثيرها ميتاستاتيك تنتشر عندك لأورجانز مختلفة في الجسم، تمام. طيب أهم حاجة إن هي راحت، لو راحت عندك للسي إن إس بقى السيربو سباينال مننجيتيس، أما تعدي عندك المننجس اللي هي الأغشية السحائية، قال لك ساعتها هيبدأ يظهر عندك تأثير الاستفنك من ضمن الأعراض المميزة جدا، يبدأ يحصل عندك إيه؟ الشخص بيحرك، مفيش الرقبة بتاعته بتكون ستيف مفيهاش مرونة، يعني بيجي يحرك كده يحس بألم رهيب جدا يعني، تمام. طيب هي دلوقتي عندك عدت مين؟ المينينجس، يبدأ يحصل عندك حاجة اسمها انفلتريشن. يعني ايه انفلتريشن؟ قال لك الانفلتريشن دوت معناها ان البوليمورفو نيوكلار ليوكوسايتس اللي هي خلايا النيوتروفيلز او خلايا المناعة بتاعتي، اما بتبدا تتوجه عندك للمناطق اللي هي موجوده في السي ان اس دي وتبقى موجوده بكميات كبيره في المناطق ديت والبكتيريا ذات نفسها موجوده، يبدا يحصل ايه؟ خناقه بين الاتنين دول، بين البكتيريا وبين خلايا النيوتروفيل ذات نفسها. طيب هيبدا ينتج عن صوره الانفلاميشن ده، يظهر في صوره ايه؟ في صوره بص، والبص ده بيكون معبي عند مين؟ بكتيريا. في صوره اكسيوديت، الاكسيوديت ده بيكون معبي جواه ايه؟ بص، ومعبي جواه بكتيريا، فبقول عليه اسمه ايه؟ بيرولانت يعني اكسوديت، يعني اكسوديت بيكون معبي عندي فين؟ في البص. والمنطقه دي كلها فين؟ في البرين ذات نفسه، واخطر حاجه انت بتتكلم في برين حاجه نيورو، فالافكت بتاعه بيكون ايه؟ شديد جدا يعني، تمام. الشخص عندك ممكن يدخل في كوما نتيجه الاكسوديتس ديت، او نتيجه اصلا الهيموريدج اللي كان حصل فين؟ نتيجه الديسيميليشن بتاعته في البلد ذات نفسه. طيب العينات اللي هاخدها، ممكن تاخد عينه من البلد اثناء تواجده كفاسكولار، او عينه من السي ان اس السيربرو سبينال فلويد اثناء تواجده في السي ان اس ذات نفسه. طيب من ضمن الحاجات المميزه لو هزرعه ككالتشر ميديا، قال لك ممكن تزرعه على ميديا سيلكتيف ليها اللي اسمها ثاير ميرتن ميديا، او حاجه مميزه تانية مهمه جدا ليها من التستات، ان هي تعتبر عندك البكتيريا دي المينينجيتايتيز تعمل عندك فيرمنتيشن لنوعين من الشوجرز، الجلوكوز والمالتوز، انما النيسيريا جونوريا بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز بس، يبقى ده فرق مهم جدا بينهم وفي الامتحان. العلاج بتاعك
قال لك عندك بالبنسلين، يبقى انت ما خدتش في الجرام نيجاتيف 2 بالبنسلين الا ديت، وفي التريبونوما فوق اللي كانت اول واحده. طيب قال لك البنسلين، وممكن تستخدم عندك الكلورامفينيكول لو بنسلين فيه سنسيتيفيتي، وممكن تستخدم السلفا برضه. طب بيقول لك ليه البنسلين ما اقدرش استخدمه عندك في البروفيلاكسز؟ قال لك دلوقتي ان انت عندك البلاد برين بارير ده بيكون عباره عن ايه؟ السيلز اللي بتكون عندي اللي موجوده عندك في البلاد برين بارير ده، بتكون يا شباب عباره عن ايه؟ الخلايا اللي بينها بتكون هي خليه جنبها خليه جنبها خليه جنبها خليه جنبها خليه، ما بتعديش اي حاجه، تمام؟ لو جه في وضع الانفلاميشن اللي بيحصل عندك في المننجس او في الاغشيه السحائيه ديت، يبدا يحصل فيه عندك ايه؟ يحصل فيه عندك كابيلاريز او مسافات بينيه بين السيلز ديت. المسافات البينيه اللي بين الخلايا بتاع المننجس دوت او البلاد برين بارير بتاعي، يقدر من خلالها الدواء يعدي لداخل مين؟ لداخل السي ان اس ذات نفسه. وبالتالي عشان كده اقدر استخدم عندك البنسلين كتريتمنت. ليه؟ لانه هيقدر يعدي عندي من الانفليمد مننجس، لان في مسافات بينيه يقدر يعدي من خلالها الدواء. انما لو انا دلوقتي في وضع نورمال عادي، مفيش عندي المننجس اللي هي الاغشيه السحائيه بتاعتي ديت في وضع نورمال عادي، مفيش اي انفلاميشن موجود فيها، فالسيلز ماسكه في بعضها، اما جت دي بنسلين كبروفيلاكسز هل هيقدر يعدي؟ قال لك لا ما يقدرش يعدي. انما في بعض الادويه تقدر تعدي من خلال المننجس وهو في الوضع اللي هو الوضع الهيلثي بتاعه، اللي هو الوضع النوت انفليم، زي مين؟ زي الريفامبين ومينوسايكلين، فدول تقدر استخدمهم كايه؟ كبروفيلاكسس. طيب اللهم صل على محمد، الاميونو بروفيلاكسس بتاعته قال لك هتكون عندك، ممكن تاخد انتي سيرا يعني عباره عن انتي بودز بوليفيلنت ضد ايه؟ بوليفيلنت يعني ضد كذا نوع من السبيشيز، منين؟ من النيسيريا مننجيتايديس. تاني حاجه فاكسين، هنا بقول عليه اسمها ايه؟ كوادرا فاكسين. فاكسين ضد اخطر اربع انواع اللي هو الاي والسي والدبليو 135 والواي. طيب طب ليه ما بتاخدش عندك البي؟ قال لك لان الفي بيعتبر عندك في الاميونوجينيستي بتاعته ضعيفه جدا، وبالتالي مش هقدر احط عندي في الفاكسين، لان هيبقى وجوده زي عدمه يعني زي ما بنقول. طيب ايه تاني؟ انت دلوقتي خدت عندك ده رباعي، خدنا 5 و13 فين؟ البي سي في والبي بي في خدناه في مين؟ في النوموكوكس او الستريبتوكوكس نوموني، يبقى اعرفها كده، يبقى في 4 هنا وفي هناك ضد 5 انواع من النوموكوكس، وفي فاكسين ضد 13 نوع منين؟ من النوموكوكس برضه. اخر حاجة عندك النيسيريا جونورية، بتعمل عندك مرض جنسي. قال لك اخطر مرضين جنسيين التريبو نوما باليديم اللي قلتها لك في هناك، والجونورية هنا اللي هو بيسببه عندك النيسيريا جونورية. الجونورية دي يا جماعة اللي هي مين؟ فاكر لما كنت بشرح لك في التراكوما فوق من شوية، كنت كل شوية اقول لك نان جونورا نان جونوكوكال يوريثرايتس، كان مقصود بيها مين؟ بالجونوريا دي بقى اللي هي النيسيريا جونوريا دي او الجينوكوكس. طيب قال لك ديت مشابهه للمننجيتايتيز، بس الاختلاف بينهم في مين؟ قال لك ان دي بتعمل عندك فيرمنتيشن للجلوكوز فقط، يبقى ده من اهم الحاجات اللي اقدر اميز بينهم، هناك جلوكوز ومالتوز انما هنا جلوكوز بس، دي اول حاجه. تاني حاجه الفيرولنس فاكتور بتاعتها باللاي ولايبوبولوساكرايد انتوتوكسين واي جي اي بروتيز، الثلاثه دول موجودين فوق، بس هناك كانت بتتميز بكام حاجه كمان؟ ها هناك كان فيها كبسول برضه، هنا مفيش فيها كبسول. طيب بعد كده الباثوجينيستي بتاعتها، خد بالك المايكرو جينز بيقول لك موجود ان هيلثي كاريرز، مايكرو جينز نوت فاوند اون ان هيلثي كاريرز اونلي اكيوت اور كرونيك، يعني من الاخر معنى الكلمه دي ايه؟ معناها ان هو لو موجود في الشخص هيظهر عليه اعراض على طول، تمام؟ يعني مش هيبقى مثلا يقعد فتره كارير مفيش اي اسيمتوماتيك عليه، يعني ده بيكون ايه؟ حالات نادره شويه يعني. طيب تاثيره بقى، قال لك انا قلت لك ان هو لما كنت بشرح لك هنا اهي اهي، قلت لك النيسيريا جونوريه كوز جونوريه، معظم الانتشار بتاعها بيكون فين؟ فينرال ديسيز، او فين؟ في قلت لك فينرال دي فين؟
في الجينيتال اورجانز، في الاعضاء التناسليه، فبتعمل عندك جينايت يورينال تراكت انفكشن في الاعضاء التناسليه سواء كان الميل او في الفيميل. قال لك في الميل هتعمل عندك انفلاميشن. بص معظم اجزاء الجينيتال اورجان سواء ميل او فيميل هتبدا تعمل فيه انفلاميشن. ده خلاصه الحوار يعني. يعني هنا هتعمل عندك انفلاميشن في البروستاتا، في اليوريثرا اللي هو مخرج البولزة نفسه، تمام. اليورينيشن هيبقى عندك فريكوانت وبيرنينج، في حرقان جامد. ده حاجات مميزه جدا لليو تي اي عموما يعني، يوتيلايت تراكت انفكشن يعني. وممكن يكون في ايه بعض الميوكوس والبص اللي موجود في الديستشارج بتاعتي. في الفيميل بقى الموضوع اخطر شويه، ممكن يكون اسيمتوماتيك، تمام. وكان في حد بعت لي بيقول لي هو ازاي اسيمتوماتيك ويعمل يوريثرايتس واندومتريوسيس والحاجات دي كلها. لا هو ممكن يكون بعض الحالات تعمل تاثير اسيمتوماتيك للشخص، بس في الغالب بقى بيبدا يظهر عليه التانية. ما ينفعش يكون اسيمتوماتيك والاعراض التانية، لا اسيمتوماتيك ممكن. طب والسيمتوماتيك بقى اللي يظهر عليه الاعراض، قال لك هيبدا يحصل عندك الاعراض المختلفه دي كلها، يعني انفلاميشن في معظم اعضاء المختلفه في الجز... في ال... في ال... في ال... في ال... في ال... في الفيميل او في الفاجينال بارتس بتاعته المختلفه، تمام. ممكن عندك في اليوريثرا، في السيرفكس اللي هو في عنق الرحم، في الاندوميتريوم في بطانه الرحم، في الفلوبيان تيوب قناه فالوب، في الاوفاريز. ممكن يعمل عندك انفلاميشنز في فالوبيان تيوبز. الانفلاميشن ده لو طول عندك يبدا يعمل فايبروزز للتيشوز بتاع الفالوبيان تيوبز ذات نفسه، وممكن يعمل ياثر على الاستريليتي، يعمل عندي انفيرتيليتي او عقم. ممكن يعمل حاجه اسمها بروكتايتس اللي هو فين انفكشن عندك فين في الريكتوم او في المستقيم. طيب ده تاثيراتها فين على الاعضاء التناسليه. في تاثيرات تانية بنقول عليها نون فينرال انفكشنز، ودي بتيجي عندك في الاطفال في العينين، تمام. يبقى انت كده خدت عندك، ما فيش حاجتين خدتهم الا في العينين. خدت هنا اهو نون فينرال انفكشن اهوت اللي بنقول عليها اوفثالميا نيو نيتريوم، وده بيكون انفلاميشن في العين، ولو ما تعالجش عندك بيسبب عندك بلايندس. وقلنا في انفلاميشن في العين تاني فين؟ في التراكوما فوق، وفي كمان واحده بس في الفيرولوجي بقى ان شاء الله. اخر معلومتين بقى بيقول لك فيهم ايه؟ بيقول لك الديسيمينيتد جينوكوكال ديسيز، ان المرض عندك انا قلت لك اهو ده التاثيرات المختلفه الخاصه بيه يعني. قال لك ان هو ممكن يحصل له عندك بكتيريميا، بس دي نسبتها 1% قليله جدا يعني، يروح عندك في البلاد والبلاد ينتشر عندك لاورجانز مختلفه. ممكن يروح عندك على السكن، ممكن يروح عندك في الارثرايتس في الجوينتس في المفاصل، ممكن يروح عندك على القلب، ممكن يروح عندك على المننجس. ده يعتبر عن ده شرح كلمه ديسيمينيتد. طيب لو تاثيره كرونيك بقى زي ما انا قلت لك هنا كرونيك كيز، قال لك في الغالب بيبقى الاعراض بتاعته اسيمتوماتيك شويه، تمام. والمعلومه دي مهمه بقى التانية دي، قال لك only one painful urine at morning as microorganism concentrated in the urine. يعني بيقول لك ان البول بيكون بتاع الشخص اللي هو الكرونيك اللي عنده كرونيك جونوريا ده، بيكون الالم بتاعه شديد جدا 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 في فتره الصبح، اول بول يخرج منه الصبحيه. ليه؟ بيقول لك ساعتها الميكروورجانيزم بيكون كونسنتريتد في اليورين في الفتره في اول بول يخرج عندي منين؟ من الجسم، وده اللي بيسبب الانفلاميشن الشديد بتاعه. العلاج بتاعه مش مميز قوي، الا انك بس عايزك تعرف لي مين الاريثروميسين مرهم دوت، مراهم الاريثروميسين او الكورونا فينيكول اي دروبز، ودول طبعا هستخدمهم في الحالات مين؟ النون فينرال انفكشن. هتذاكر الموضوع كده زي ما انا عملته لك، تمام. لو في حاجه مش واضحه او عديتها سريع معلش اعذرني، لان انا بحاول الم لك الدنيا على قد ما اقدر يعني، تمام. وتبدا بقى تبص على مذكره الفاينل وتلم الدنيا مع بعضها ان شاء الله، وتبقى الدنيا زي الفل. خمسة وهرجع لكم بمين؟ بالجرام بوزيتيف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب بالنسبه للجرام بوزيتيف ان شاء الله،
دلوقتي احنا عندنا في الجرام بوزيتيف، احنا كان عندنا في جزء برضه اتشرح قبل الميد، تمام. هما يعني يعتبر نص الجرام بوزيتيف اتشرح قبل الميد ونص تاني بعد الميد، تمام. الريكورد الاولاني اللي هو الريكورد بتاع قبل الميد دوت، انا شرحت فيه اللي هو الفيديو، شرحت فيه برضه ايه المجموعة دي كلها، تمام، اللي هي الستاف ارياس، مجموعة الكاتاليز بوزيتيف كلها اللي هي عبارة عن مجموعة الستاف ارياس وابيديرمتس والسبرفيتيكاس، وهتلاقيهم موجودين عندك في التجميعة، تمام، نفس الترتيب بكل حاجة بنفس الفيديو الأولاني. ومجموعة الستريبتو كلهم، بايجينز، أجالاكتيا، نومونيا، فيريدانس، والإنتيركوكاس فيكاليس، الحاجات دي كلها، تمام. يعتبر اللي اتشرح في الجرام بوزيتيف بعد الميد هما 4 أنواع بكتيريا بس، دول الدفتيريا والليستيريا والباسيلس، و4 أنواع من الكوستريبي. هما دول ال4 أنواع بس اللي هنتكلم عنهم اللي اتشرح عندنا في البوزيتيف، ومعاهم كمان محاضرة صغيرة كده هنقولهم دلوقتي إن شاء الله، تمام. يبقى كده خلص معاك كمان الايه البوزيتيف بامر الله. طب يلا، طبعا انت هتيجي بقى في التجميعة هتلاقي عندك ادي اول 4 ورقات فيها دولت كده كلهم عبارة عن مين، عن اللهم صل محمد، دول كلهم بتوع الجزء اللي قبل الميد. من اول بقى الكوريني بكتيريا دفتيريا دي، هنبدأ فين الدفتيريا ديت، نقول الدفتيريا هنبدأ الجزء اللي هو بعد الايه الميد، اي الكوريني بكتيريا دفتيريا، تمام. بسم الله. طيب عندك قال لك الدفتيريا ديت بتكون موجودة عندك فين، قال لك موجودة عندك في الحلقة، عندك ثروت او نيزوفيرنكس، مدخل الجهاز التنفسي بتاعي، ما يهمنيش الحاجات دي، اهم حاجة تخش لي على طول فين، في الفيرولنس فاكتور بتاعتي. طيب قال لك الفاكتور بتاعتها عبارة عن ايه، قال لك ديت عبارة عن نوع بتفرز انواع من التوكسينز، بنقول عليها حاجة اسمها اي بي توكسين، تمام، اي بي توكسين. هقول لك دلوقتي اوضحها لك. قال لك الايه الاي بي توكسين ديت، هقولها في الميكانيزم دلوقتي، بس الفكرة في الميكانيزم بتاع التوكسين بتاع بكتيريا الكورينا بكتيريا دفتيريا، ان هو بيمنع عندي الخلايا اللي هو بيصيبها في جسم الانسان، ان هي بيمنع ان هي تتكون ايه البروتين سينثيز، او تعمل عمليات بروتين سينثيز، ايه يعني، بيأثر على الخلايا، بيعمل دامج افكت بتاعها عن طريق ان هو بيمنع تكوين البروتين. طب ايه بقى الفكره فيها، وان ازاي هو عباره عن فريجمنت اي بي توكسين ده. طيب ما في مجموعه توكسينز كتير درستها او كلمتك عنها، قلتها لك في هنقولها هنا، وفي كذا بكتيريا قدام كمان، يعني الفكره فيها اوضح لك الحوار دوت بصوره توضيحيه ليها، هي حضرتها في العربي اهي. ايه الاي بي توكسين ده يا جماعه؟ قال لك ان التوكسينز ده بيكون بيتكون عندي منين، قال لي من جزئين، من جزء اسمه بي اي وجزء اسمه بي. طيب بي، قال لك بي ده بي بايند، بي بايند، بي بايند يعني بيعمل ايه، قال لك الفراجمنت بي اللي هو الجزء اللي هو بنقول عليه بي من التوكسين دوت، وظيفته كلها ان هو يعمل بايندنج على مين، على سطح السيل ممبرين بتاع الخلايا اللي انا هصيبها بيه. طيب يعمل بايندنج وبيسهل البنتريشن بتوع الفراجمنت ايه الى داخل مين، الى داخل الهوست سيل بتاعتي. يبقى اي فراجمنت اما اقول لك فيه توكسين عندك بيتكون من اي بي توكسين، تعرف على طول ان البي هو اللي بيمسك على سطح السيل ميمبرين علشان يسهل دخول عندي فراجمنت ايه لداخل الايه الخلايا. دخلت عندي الفراجمنت ايه جوه بقى، هيعمل عندك التاثيرات المختلفه بقى على حسب مين، التوكسين ده بتاع بكتيريا مين. طب هنا التوكسين بتاعنا بيعمل ايه، قال لك بيمنع تكوين البروتين سينسز بتاع الخلايا. ازاي؟ قال لك ساعه ما بيخش عندي جوه بيعمل ايه، بيعمل الصوت شغال كويس، تمام، بيعمل عندي ساعة ما بيخش جوه بيقوم جاي عندي على فاكتور معين كده اسمه الانجيشن فاكتور دوت، بيدخل عندي في تكوين البروتين سينسز. طيب هو دلوقتي لما بيكون في الوضع الفري يقدر يعمل عندي، يدخل فيه ميتابوليزمات ويكون عندي البروتين. قال لك بقى الفراجمنت ايه ده، بيدخله في كومبلكس مع مادة الناد، فيديني عندي كومبلكس اسمه ايه، الانجيشن فاكتور كومبلكس. طيب الالونجيشن فاكتور دلوقتي بقى موجود في صوره الكومبلكس بتاعتك، فما يقدرش يدخل عندك فين، في الباس ويز بتاع البروتين سينسز بتاع الخلايا بتاعته. وبالتالي انا دلوقتي التوكسين بتاعي عمل انهبشن ليه، لتصنيع البروتين في خلايا الكوريني بكتيريا دفتري. طيب يبقى ده خلاصه الميكانيزم بتاعي بتاع الموضوع ده كله بتاع الاي بي توكسين ده. طب بيقول لي ان الاي بي توكسين ده مين بيفرزه، هل اي بكتيريا، اي بكتيريا عندها، هل اي بكتيريا
اي بكتيريا عندي عندها اسمها كوريني بكتيريا ديفتيريا تقدر تفرز عندك التوكسين دوت؟ قال لك لا، مش كل الاسترينز. المعلومه دي انا كنت قلتها برضو مع اللايسوجينيك سترينز في البيوجينز تقريبا، في البيوجينز ورا، تمام. هنا قال لك اللي يفرز عندك الاسترينز، مش كل الاسترينز بتاع الدفتيريا تقدر تفرز عندك التوكسين. لا، مين بالظبط؟ قال لك البيتا كوريني فاج من البكتيريا دي. ايه موضوع البيتا كوريني فاج دوت؟ قال لك ان انت عندك البكتيريا ذات نفسها ديت هي ما بتقدرش تعمل اكسبريشن للتوكسين ده. لا، ده اما بتعمل عندي، اما بيحصل لها انتجريشن بفاج، فاج ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الفيروس اللي بيعمل عندي انفكشن للبكتيريا. قال لك ده بيساعد البكتيريا ديت او الاسترينز ديت اللي حصل لها انتجريشن بالفاج ده، بيساعدها ان هي تعمل انتجريشن للجين بتاع مين؟ بتاع التوكسين ده. فلذلك ما تلاقيش عندك توكسينز بتتفرز ببكتيريا كوريني بكتيريا دفتيريا عادية، لازم تكون ايه؟ بيتا كوريني فاج، او بكتيريا قدرت يحصل لها انتجريشن بواسطة مين؟ بواسطة الفاج عادي. طيب الديسيز بتاع اللي بتسببه، قال لك بتأثر عندك، ودي جمعتها لك في مذكرة الفاينل، في أمراض كتير هتلاقيها بتأثر في مكانين: تنفس، رئة، وجلد. طيب قال لك ده بيأثر عندك على الأبر ريسبيراتوري تراكت، بيعمل إيه؟ بيعمل عندك تأثيرين. أول حاجة بيعمل عندك إيه على الجهاز التنفسي عندي؟ قال لك يعمل عندك سودو ممبرين، اللي هو ايه؟ الغشاء اللي شبه الجاذب. هو ما بيعملش غشاء، هو بيقول لك ان هو بيكون عندك صديد وتجمع لبقايا خلايا على سطح الحنجرة من جوه، تمام، فبيعمل عندك فارنجايتس. طيب هو بقى تجمع الخلايا دي جنب بعضها انا بشوفها وكأنها متكون عندي غشاء بواسطة البكتيريا دي، انما هو مفيش غشاء اصلا ايه متكون. طب بيعمل عندك فارنجايتس زي مين؟ زي البيوجينز اهو. طب قال لك السودو ممبرين ده، قال لك بيعمل عندي انفلاميشن. الانفلاميشن، صور الانفلاميشن ده ان هو ممكن يكون عندك اوديما واكسوديتس في المنطقه ديت، وده مدخل اصلا الجهاز التنفسي، فلو حجم الاوديما ده كبر وحجم الانفلاميشن كبر ممكن يعمل عندي سوفوكيشن، اختناق. طيب ده تاثيره هنا، ممكن يعمل ديسيمينيشن ويروح لمناطق تانية، يروح للقلب ويعمل عندي شويه انفلاميشنز في مناطق مختلفه، تمام. ممكن يعمل عندك مايوكارديتس، كورونيك هارت فيلر، تمام، وممكن يأثر عندك على النيرفس، تمام، ويعمل فيها انفلاميشن، خصوصا قال لك فين؟ في الباليت او الاي. الباليت ده اللي هو الايه؟ الخد او في العين. طب ده تأثيره على الابر ريسبيراتور، ده يعتبر هو اهم حاجة اعرف كده على طول. يعني اي حاجه تيجي ناحيه الريسبيراتور مميته، سواء كان في الدفتيريا، في الباسيلا سيلولها لك كمان شويه، في التيتاني، في البوتولينيا، اي حاجه تيجي ناحيه الريسبيراتوري بالسلام. الكيوتينوس بقى هنا بتعمل عندك شويه السرز كده، لا هي مميزه، يعني مش حاجه اللي هي لا مميزه ولا اجريسيف او حاجه بتكون فيها بستيولز كبيره بتسبب عندك مثلا سكين انفكشن خطيره ولا حاجه، لا ده الموضوع هنشوفه في الباسيلس كمان شويه. الدياجنوسيس بتاعها ثلاث حاجات مميزين، اول حاجه خدناها في العملي ان هو قال لك ان هي بتظهر عندك كشكل تشاينيز او بيدد ابيرنس، شكل مطرز او محبب، ومش المقصود هنا يا جماعه بكلمه تشاينيز ان هو يظهر لك حرف صيني، لا هي اي شكل تجمع غريب كده قريب للشكل الصيني. طيب سببه ايه؟ قال لك السبب اللي بيعمل الشكل دوت ان فيه في تركيبها بعض جزيئات الفوسفورس اللي بنقول عليها اسمها فوليوتين او ميتاكروم جرانيولز. طيب تاني حاجة في ميديا خاصة بيها اللي هي التنسيديل اجار كاركترستيك، يبقى حفظ على طول اما بزرع على البكتيريا ديت تعمل عندك ايه؟ قال لك سيلكتيف ميديا فيها مادة البوتاسيوم كلورايد، يبقى هتعمل ايه؟ هتمنع اي بكتيريا تنمو غير البكتيريا الدفتيريا وتكون عندك بلاك كولونز في الميديا. تالت حاجة الاليكس تيست اللي خدناه في العملي اللي هو بيكون نتيجة تفاعل بين مين؟ بين التوكسين بتاعي وبين الانتي توكسين. طيب العلاج بتاعي، طيب انت عندك دلوقتي في حاجات كتير هندرسها دلوقتي، هتلاقي في بكتيريا وفي عندي التوكسين بتاعها، انت اصلا ان شاء الله لما تخش خمسة نوضح الموضوع ده. انت في عندك حاجة اسمها فوق، في حاجة اسمها انفكشن وحاجة اسمها انتوكسيكيشن. يعني الانفكشن عندي اللي بتحصل هنا هل بسبب بكتيريا ولا بسبب التوكسين بتاعها؟ فانا عندي هنا ممكن يحصل بسبب الاتنين، فانت في الغالب لما بيبقى في عندك توكسين وبكتيريا بتدي حاجة للاتنين، يعني للتوكسين ذات نفسه هتبدأ تديله مادة
هتديله تعمل له نيترايزيشن، هتدي انتي توكسين لو الحاله خطيره بحيث ان هو ايه تبدا تعالج على طول، او تعمل نيترايزيشن للتوكسين بتاعه، وتدي انتي بيتك عشان يقضي عندك على مين، على الميكروجيزم ذات نفسه. ومادام طبعا حاجه ريسبيراتوري يبقى لازم تعمل سبورتيف كير. هل بقى الشخص ده محتاج فنتيليشن مثلا، عايز جهازات جهاز تنفسي، في ميوكس كتير على صدره، الحاجات دي بتبقى مخاطره جدا، لان ايه الريسبيراتوري من اشد الحاجات المحتاجه تريتمنت يعني. مش هسافر النت يا شباب. تمام. طيب عندي بعد كده التوكسين بتاعها، قلنا عندك ثلاث حاجات، في عندي هنا الدفتيريا، في عندي التوكسين اللي بيكون ضد ثلاث انواع بكتيريا. هنا قلنا في اتنين في البوزيتيف واحده في النيجاتيف، شرحت انا واحده في النيجاتيف اللي هي البرتاسس اللي هي بتاع حرف البي. طب والدي والتي ضد الدفتيريا. تمام. وضد الكلوستريديوم تيتاني اللي هناخد ده قدام كمان شويه. يبقى ده اللي هو التوكسين الثلاثي ده ضد الثلاث حاجات دول. ادي خدنا اتنين دي تاني واحده اهو. طبعا الجرعات بتاعته ايه قرايه بس خدها سريعه كده، يعني ان هو بيقول لك بيتاخد في الطفوله، وفي بوستر دوز المفروض يتاخد كل 10 سنين يتاخد جرعه منه، بس الموضوع ده ما بيحصلش يعني. طيب نخش على تاني حاجه، بكتيريا الباسيلس انثراسس. هم اربع انواع بكتيريا بس اللي هندرسه. تمام. خدنا واحدة، التانية ايه؟ التانية اللي هي الباسيلس انثراسس. طيب قال لك الباسيلس انثراسس، كنت اجي اشرح لك في النيجاتيف اقول لك المرض ده مرض بينتقل عندك من الحيوانات، ركز عشان هتقوله في الباسيلس انثراسس. اهو خدناها هناك، خدنا في الليبتوسبايرا هناك، وخدناها في الكلاميديا سيتاساي، الحاجات دي كلها تعتبر زونوتيك، امراض زونوتيك. البروسيلا الباسيلس، قال لك مرض زونوتيك ديزيز ليه؟ لان بيتنقل عندك من الحيوانات، وخصوصا الحيوانات اللي هي الدوميستيك اللي هي الايه اللي احنا بنربيها، الحيوانات اللي بيربيها الفلاح العاديه يعني. تمام. يعتبر عندك من ضمن الامراض اللي بنقول عليها، او ضمن البكتيريا كذا بكتيريا كده بنقول عليها اسمها بايوتيرورزم ايجنت. بايوتيرورزم ده اللي هي ايه سلاح بيولوجي، زي بالظبط الاربجيهات والحروب اللي هي بالاسلحه والحاجات دي اخطر منها. ليه بقى مشكله الباسيلس انثراسس؟ ليه بقى؟ قال لك الباسيلس انثراسس دوت، اولا انت لو جيت كده قمت ماسكه وقمت طحنه كده ما بيتطحنش يعني، قال لك ريزيستنت للدستراكشن. بس انت حتى لو مسكته وقمت رشه في الهواء كده يعني، لو انت هتستخدمه بقى كسلاح بيولوجي، ممكن لو هتحارب بيه دوله ممكن من طياره كده ترميه، يبقى موجود عندك سهاليه انهريشن في الهواء كده ذات نفسه، يجي يستنشقه ياخد الايه المايكرو اورجانيزم بقى يخش جوه بقى. تعالى هتشوف اعراضه دلوقتي، فيتال على طول. عمرك شفت مرض الفيتاليتي بتاعته 100% يعني ميت ميت؟ هو ده بيحصل هنا بقى. قال لك في سبيشيز كتير من الباسيلس، في منها حاجات بتبقى ايروبيك محتاجه عندك اكسجين، وفي ايرو تولرانت. ايرو تولرانت دي يعني ايه؟ دي سبيشيز تانية غير الايروبيك. الايرو تولرانت دي اللي هي ايه؟ قال لك هي نموها العادي انروبك، يعني بتعمل فيرمنتيشن نفسها وكل حاجه، بس لو في هواء موجود اكسجين موجود، اكسجين موجود، قال لك ما يموتهاش، تقدر تحصل جروس ارض برضه في وجود الاكسجين، بس هي ايه مش بتحتاجه لان هي بتبقى ايه مع عمليات الفيرمنتيشن. طب الفيرولانس فاكتور بتاعتها بتاع الباسيلس انثراسس، اول حاجه الكبسول، الكبسول بتاعها كاركترستيك من بروتين الجلوتاميك اسيد، يبقى خلي بالك منه مهم جدا ومميز، وبرده مجمع لك كل انواع الكبسول هناك في الفاين. بيتكون من توكسينز، تو توكسينز، اولا هو التوكسين بتاعي اي بي توكسين، يبقى فهمنا البي والاي، بس هنا سمهم لك بمسميات بقى. قال لك البي احنا عارفين اللي هو مين، البايندنج دومين او البايندنج فراجمنت، الجزء اللي هو هيمسك عندك على سطح السيل وهيبدا يدخل عندك الاي جوه اللي هو بنقول عليه الاكتيفيتي فراجمنت بتاعي، يبقى البي هو اللي بيمسك ويدخل عندك الاي زي ما شرحت لك في الميكانيزم ده. تمام. طب الاي هنا بقى في الباسيلس، الاي هنا بيتكون من جزئين اللي هو الاكتيفيتي، يبقى ده البايندنج سب يونت اللي هو البي، قال لك ده بنقول عليه البروتكتيف انتيجين. الاكتيفيتي سب يونت بقى اللي هو اللي يعتبر الجزء الاي اللي هيخش عندي جوه، قال لك ده بيكون عندك عباره عن جزئين، يبقى الاكتيفيتي سب يونت او الاكتيفيتي فراجمنت او الاي، الجزء الاي اللي هيخش عندي داخل السيل،
قال لك عبارة عن أوديما فاكتور وليثال فاكتور جزئين، في جزء منه بيعمل عندي أوديما من اسمها، جزء عندي بيعمل أوديما وجزء عندي بيعمل إيه؟ فيتال إفكت. طب اللي بيعمل عندك أوديما ده ناتج عن مين؟ عن إنه بيعمل عندك إليفيشن في السايكليك أي أم بي كميكانيزم، مش هنشرحه بس دي قلناها كتير على فكرة في الأمراض اللي هي بتعمل عندك الكوليرا والووتر دايريا والبلاد دايريا. انت عندك اللعب عندك في ماده السايكليك اي ام بي ذات نفسها، يا اما هعمل عندك في الخلايا ذات نفسها لو اخلي لك الخلايا يحصل فيها اوديما، او ان انا اخليها تعمل يحصل فيها ايه، فيها دايريا في بعض الامراض. طيب دي اول حاجه البايندنج سب يونت، دي اول حاجه الاوديما فاكتور. الليثال فاكتور بيعمل عندك نكروز الايه للخلايا. طيب تاثيرها نفس الدفتيريا بالظبط، بتعمل عندك تاثير على الجلد وتاثير على الرئه. طيب بس هنا تأثيرها على الجلد مميز شوية، بيعمل لك حاجة اسمها مالجنانت بستيولز. طيب ايه مالجنانت بستيول؟ قال لك بيكون عندك قرح على الجلد كده بتكون مليانة بص صديد، فبقول عليها بستيولز. طيب بس بيكون حواليها تكوينات سودة، يعني خلايا بيكون محاطة بشكل اسود كده نتيجة للنكروزس اللي بيحصل للخلايا بسبب التوكسين بتاعي. وبقول عليها مالجننت ليه؟ هي مالجننت لان التاثير بتاعها اجريسيف، انما هي مش بتعمل عندي كانسر ولا حاجه، لا هي بتبقى التاثير بتاعها ايه؟ اجريسيف، فبقول عليها مالجننت بستيول. طيب حاجه على الجلد بس ما اتعالجتش، ممكن تروح عندك الليمف نودز اللي موجوده عندك في مناطق مختلفه من الجسم، من ضمنها الريجينال اللي هي في جزء الكولون والجينيتال. هي راحت الليمف نودز، سيركيوليشن للبلاد، سبتسيميا، ابدأ بقى روح للأورجنز المختلفة في الجسم. الفيتاليتي بيها 20%. الأخطر منها بقى إن أنا لو استنشقتها كسبورس ذات نفسها هتعمل عندك نزيف، دي أهم حاجة فيه. نزيف بقى في أي أورجن هتروح. قال لك بس أهم حاجة مميزة ليها اللي هي هيموراجيك لينف أدينايتس، يعني تعمل انفلاميشن في الليمف نودز تمام، وتعمل عندي إيه؟ تعمل عندي هيموروجي كمان، او تاثير بريدنج يحصل كمان مع مين، مع الانفلاميشن ده. الفيتاليتي بتاعتها 100% لو استنشقتها. خد بالك لها اسم تاني البالمونري انثراكس، ما بيقولوا عليها اصلا مرض الجمره الخبيثه تمام، نتيجه تاثيرها على الجلد ان هي بتعمل عندك بستيولز حواليها محاطه بهاله سودا كده، فبقول عليها الجمره الخبيثه. طيب بقول عليها البالمونري انثراكس او الوول سورترز ديزيز. ليه بقى وول سورتر؟ كلمة وول سورتر دي مقصود بها الصوف. ليه بقى؟ لأن المرض ده بيجي عندك من بيكون المايكرو أورجانيزم موجود على الصوف بتاع الحيوانات زي الأبقار، زي الخروف، الخرفان والحاجات دي. فالمرض ده بقول عليه من اسمه، عشان كده المرض ده يعتبر زي مين؟ زي الليبتوسبايرا اوكيوبيشنال ديسيز، يجي أكتر لمين؟ للفلاحين، الجزارين، الدكاترة البيطري، الكلام ده كله. الدياجنوزس بتاعها عايزك تركز لي بس على الموتيليتي. بيقول لك الموتيليتي بتاعتها هي، بص هي بيقول لك هي المميز اللي انا جبت لك على الموتيليتي دي عشان ايه، بيقول لك ان الباسيلس انثراسيس از نون موتايل اند انكابسوليتد ان فيفو انلايك ميني باسيلس سبيشيز. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت عندك معظم الباسيلس، انواع الباسيلس التانية غير الانثراسيس بتكون موتايل وبتكون ان انكابسوليتد، يعني ما فيهاش كبسول وبتكون موتايل. الباقي اللي بيتميز عندك منهم هي مين؟ هي الانثراس اللي بتكون عندي نم وطير وبتكون انكابسوليت. التريتمنت بتاعي مميز جدا، من ضمن الحاجات اللي بقول لك فيها مميزه غير البنسلين في الجرام بوستيف هي الباسيلس انثراس اللي بيكون فيها سيبروفلوكساسين. طيب هتحفظها ازاي؟ بص ثراسز سي اي اس سي اي يبقى سيبروفلوكساسين. طيب بيقول لك بنسلين هنا ما ينفعش ليه؟ قال لك عشان بتفرز عندك بيتا لاكتاميز، قلنا الكلام ده في انواع تانية بكتيريا زي مين؟ زي مجموعة الاوبليجيت انيروبيك. طيب خد بالك بقى في الانهاليشن عندك ان انت بتاخد عندك مالتي دراج، بتاخد سيبروفلوكسين وبتاخد معاه كمان دوايين، يعني السيبروفلوكسين ده يعتبر كينولونز، والريفامبين ده بيشتغل عندك على النيوكليك اسيد بتاع البكتيريا، والفانكومايسين ده بيشتغل عندك على السيل ممبرين او السيل يعني ثلاث ميكانيزمات مختلفين لمين؟ ثلاث بكتيريا، ثلاث انتيبيوتكس بثلاث ميكانيزمات مختلفين علشان ايه؟
علشان اصلا انا بقول لك انهاليشن معناها ان انت عندك الفيتاليتي 100%، فبالتالي انت بتحتاج عندك ايه اجريسيف ثيرابي اللي هو علاج يكون قوي جدا، لان انت خلاص انت ريسك بينفيت ريشيو هنا ما الريسك 100% مضمون. طيب البريفنشن بتاعي قال لك البريفنشن بتاعي عن طريق فاكسينز بتكون عباره عن سيل فري، بتكون فري من اي باثوجينيست خاصه بالبكتيريا ذات نفسها. ممكن ادي عندك بعض الانتيبيوتكس كبوست اكسبوجر بروفلاكسيس لو المنطقه ذات نفسها منتشر فيها المرض كانديميك الانثراسيس، منطقه في المزرعه تكتشف حاله او اتنين فيها المرض دوت، فببدا ادي عندي بروفلاكسيس لمعظم المناطق الموجوده عندك. لو انا بتعامل في معامل او كده ومحتاج عندي اعاقم الاجهزه، فبيستخدم عندي الاوتوكليفنج اللي هو بيعمل عندك تعقيم بالايه بالمويست هيت في درجة حرارة 121، يقدر يعمل عندك ايه كيلنج للبكتيريا دي. تالت حاجة عندي الليستيريا. الليستيريا مميزة جدا 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 ان هي تعتبر انترا سيلولار اورجانيزم، وهتوضح لك في الميكانيزم كمان شوية. طب الليستيريا ده اسم الجينوس، السبيشيز منها اسمها ايه المونوسايتوجينز، ودي الخاصة بالانسان وخاصة بالمنهج بتاعنا اللي هندرسها يعني. طب انت بتقول لي الميكانيزم بتاعها او الفيريلانس فاكتور كل الكلام ده كله، ان هي بتقول لي ان هي انترا سيلولار بارازايت، وبيشرح لك بقى الكلام ده ازاي بيحصل عندك الميكانيزم الانترا سيلولار ده. طيب تعالى اوضحها لك بصوره واحده توضح لك الكلام ده كله. بصوا يا جماعه ايه الصوره كده دخلت في الايه في الفيديو. بص انت عندك دلوقتي بيقول لك ان هو انترا سيلولار بارازايت. يعني ايه كلمة انترا سولار؟ وضحتها لك في بعض في مايكرو اورجانيزمات كتير، ان انت عندك المايكرو اورجانيزم بتاعي يقدر يخش عندك اما بيحصل عندك الخلايا بتاعت الجسم بتاعتي المناعة تشوفه، يبدأ يحصل الانتي بودي يمسك فيه وياخد الانتيجين ده او البكتيريا بتاعتي، يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن وياخده يدخله عندي داخل خلايا الماكروفاج. اما بخش داخل خلايا الماكروفاج ذات نفسها، انا دلوقتي المفروض داخل الماكروفاج ده يحصل ميكانيزم الفاجوسايتوزس، ان الخليه ذات نفسها بتاعت البكتيريا دي او الانتيجين يحصل لها ايه هيدروليسيس او يحصل لها ديجراديشن بواسطه الهيدرولايتيك انزيمز او اللايسوزومز اللي بتكون موجوده داخل مين الماكروفاج او الفاجوسايت. البكتيريا بقى او انواع الخلايا الانتراسيلر، انواع البكتيريا الانتراسيلر لا، ده لما بتخش داخل الفاجوسايت ما بتقدرش تموت بيه. يعني بص عندي هنا كده دلوقتي ادي الليستيريا اهيت دي كده اللي هي الجزء ده كلته ده كده، ده يعتبر عندك خلايا الماكروفاج. انا دلوقتي خليت الليستيريا داخل جوه الايه الماكروفاج، المفروض دلوقتي اللايسوزومز هتيجي عندك تخش على البكتيريا ديت تخش تعمل لها عمليه ايه ديجراديشن مكسره. طيب البكتيريا دي خد بالك هي دلوقتي داخل الماكروفاج هتعمل ميكانيزمين مع بعض، اول حاجة تدافع عن نفسها، وبعد ما دافع واحس ان الدنيا امان ابدأ خطوة الهجوم. يعني بتعمل دفاع وهجوم. الدفاع الاول بتعمله عن طريق مين؟ مادة اسمها الاستيرولايسين او. ايه الاستيرولايسين او؟ الاستيرولايسين او من خلالها بتقدر تعمل ايه؟ تبدأ تمنع عندك تأثير اللايزوسومز ان هي تموت البكتيريا داخل الماكروفاج ذات نفسها. يبقى اول حاجة انا حميت نفسي منين؟ من تأثير الفاجوسيتوسس اللي هيحصل عليا داخل الماكروفاج بواسطة اللايسوزومال انزيم. تمام؟ طيب خلاص انا كده خلاص الموضوع. طب انا حميت نفسي هتني قاعد جوه الماكروفاج وخلاص، تبدأ بقى عايز تعمل لنفسها ديسيمينيشن وتنتشر جوه الجسم بتاعي، فتبدأ تعمل ايه؟ هيبدأ بقى ميكانيزم الهجوم اللي هو بواسطة مين؟ خد بالك دلوقتي ادي البكتيريا هي جوه هنا اهي، بص دي واحد اتنين خلاص رحنا، بص التالتة هي جوه الماكروفاج اهي. لغايه دلوقتي كل الصور دي داخل الماكروفاج، هتبدا بقى تعمل ديسيمينيشن نفسها، تخرج هتبدا تعمل تخرج من خلايا الماكروفاج دي ذات نفسها وتروح تصيب خليه تاني ومن خليه لخليه تاني ومن خليه لخليه تاني، وهتنتشر من خلالهم بقى وتبدا تعمل الافكت بتاعي اللي هو الايه الباثوجينيست اللي هنشوفها كمان شويه. طب بتعمل ده ازاي بقى بمين؟ بواسطه ايه؟ ايه الماده اللي بتخليها تقدر تخرج عندي من خلايا من الممبرين بتاع الماكروفاج ده وتروح تصيب تانيه؟ يبقى دي تاني مادة المهمة اللي هي مادة الهجوم بقى اللي هي مين؟ الفوسفوليبيز. انت عندك اصلا الممبرين بتاع الخلية العادية بتاعتي بيكون مكون من فوسفوليبيد، فهي بتفرز إيه كلمة ايز يعني بيكسر عندك الفوسفوليبيد اللي موجود في الممبرين تقدر تخرج من خلاله. يبقى خلصت الميكانيزم انتراسيلر يعني ما بتموتش جوه. مادتين، مادة اسمها الاسترولايسين او وتاني حاجة الفوسفوليبيد. الاسترولايسين او ده يعتبر عندك ميكانيزم الدفاع بتاعي،
اللي من خلاله بتمنع تأثير اللايسوزومال انزيمز عليه. بعد كده تقدر من خلال الفوسفولايبيز ان هي تعمل ايه، تقدر تعمل عندك ديسيمينيشن للنيبورينج سيلز، وبعد كده تروح عندك لايه، مختلف الخلايا بتاعه الجسم بتاعتي. طيب خش على الدايجنوستس بتاعي، يبقى كده درسنا الباثوجينست بتاعتي. الديسيز قال لك الليستيريا بتعتبر عندك فود بورن انفكشن، يعني بتيجي اكتر في الاكل بتاعي، خصوصا الايه الاكل اللي عندك زي المنتجات الالبان، الايس كريم، الحاجات دي كلها. طيب يا عم ده ما فيش اسهل من كده، طب ما انا اجيب الاكل ده واحطه في التلاجة. قال لك لا، ما هي ديت لو درجة الحرارة، احنا عارفين معظم البكتيريا بتعيش في درجة حرارة من 20 ل 40، يعني درجة حرارة 4 تموتها. قال لك لا، دي ميزة كمان في البكتيريا، ان هي قال لك درجة الحرارة عند 4 درجة مئوية تقدر تعمل جروث كمان. طيب تأثيرها فين؟ عامل زي التأثير اللي كنت قلت لك عليه في الاجالاكتيا، تأثر على البريجننت وومن والفيتوس. طيب وطبعا الاميونو كومبرومايز ده يا جماعة مش مميز في حاجة، يعني ما اقولكش انه مميز بس لازم نعرفها. يعني الاميونو كومبرومايز ده ملطشة بأي مرض زي ما بنقول. طيب تعالى أول حاجة، هي أظهر الأعراض عندك السبتسيميا والمننجايتس عندي. اول حاجه على البريجننت وومن هيبدا يظهر شويه اعراض زي ايه، فلو لايك سيمتومز كده، شويه برد خفيف، الكلام ده كله. المشكله مش فيها في الام، المشكله بقى ان المرض ذات نفسه لو اتنقل عندك للفيتوس، الفيتوس ذات نفسه يا اما عامل زي بالظبط السيتوماجالو فيروس كده، يا اما الطفل هيموت سبونتينيوس ابورشن، يحصل اجهاض للجنين ذات نفسه. تمام. طب لو ربنا كرم وحصل ان هو اتولد ونزل، لا ينزل عنده بقى ايه، يحصل عندي مننجايتس للطفل ده ذات نفسه. يبقى ده التأثيرات الخطر جدا بتكون عندك على مين؟ على الطفل. طيب الدياجنوز بتاعها طبعا الموتيليتي المشهورة جدا بتاعتها اللي هي التامبرنج موتيليتي، عند درجة حرارة كام؟ 25. طيب دلوقتي العلاج بتاعها، قال لك العلاج بيكون فيه بنسلين والسلفاميثوكسازول. ما بيفكركش بحاجة العلاج دوت؟ بيفكرني طبعا بمين؟ بالعلاج بتاع النيسيريا مينينجيتايتيس. كنا هناك برضو بنقول في العلاج بتاعك بيكون فيه بنسلين، وكنا بناخد في العلاج بتاعك صلف. ليه؟ لان البنسلين بيقدر يعدي عندك. طبعا امبسلين ده يعتبر دريفاتيف من البنسلين العيله كلها. طبعا ليه؟ لان عندك البنسلين يقدر يعدي عندي منين؟ من الانفليمد مينينجس، لما تكون الاغشيه الصحيه في وضع الايه، الانفلاميشن. البروبيونو بكتيريوم دي بكتيريا، ده الشيء بالشيء يذكر، يعني جايبينها ليه؟ بيقول لك لانها شكلها ديفتيرويد لايك مورفولوجي، اللي هي بيقولوا عليها اشباه الدفتيريا، انما هي ملهاش علاقه بيها. يعني هي بكتيريا دي بتكون موجوده على نورمال فلورا على الجلد بتاعي، وهي اللي بتسبب عندك ايه، حب الشباب او الاكنو فولجاريس. خش بقى على اخر واحده خالص في التقسيمه العامه، فين التجزيمه اهي، اللي هي مين؟ الكوليستريت. الكوليستريديوم بيقول لك يا عم الكوليستريديوم دي عباره عن ايه، اربع انواع. طيب عندك اربع انواع من الكوليستريديوم، هي ما طلعتش في الصوره، ما فيش مشكله عادي. يعني هو التيتاني والبوتيلينيوم، وفي عندك اول واحده الكوليستريديوم، هم الاربعه هم البيرفرينجنز، تمام، والتيتاني والبوتيلينيوم، وفي عندك رابع واحده مين، الكوليستريديوم بوت الكوليستريديوم ديفيسيل. هما الاربع انواع كاتبهم تحت، انا كنت عامله في التقسيمه بس ايه ما ظهرتش الصوره، يعني ممكن تكون في التنسيق بس يعني. ما علينا. الكوليستريديوم هناخد شويه معلومات كده عامه عنهم الاول، وبعد كده ناخد كل نوع منهم فين في الانواع الاربعه دول. اول حاجه الكوليستريديوم، قال لك البكتيريا دي بتعتبر عندك اوبليجيت انيروبيك. اوبليجيت انيروبيك دي اهم معلومه في الموضوع ده كله، يعني ان البكتيريا دي لازم تنمو عندك في انيروبيك كونديشن، حتى ان شاء الله لما تيجي تدرسوها وازاي بنعمل لها كالتشر ميديا والحاجات ديت في سنه خمسة، هتلاقي ان انا لازم اوفر لها ايه، كونديشنز ايه، بتكون لازم الظروف تكون كلها انيروبيك. وكمان ايه، وكمان مثلا لو جايب عينه وعايز ادور فيها على الكوليستريديوم، بقوم عامل ايه؟ بقوم واخدها العينه ديت وهم غاليه عند درجه حراره مثلا 80، ف80 دي درجه حراره عاليه جدا، معظم البكتيريا كلها بتموت ما عدا دي. ليه؟ لان البكتيريا دي بتكون سبورز وتقدر ان هي تتواجد في ايه،
في صورة اندوسبور، يعني درجة الحرارة العالية ما تقدرش تأثر معاها كمان يعني. ليه؟ لأنها بتكون عندي سبورز تقدر تتواجد في صورة الاندوسبور بتاعتي. وفي معلومة كمان بيقول لك إن هي موتايل، بس خد بالك مش كل أنواع الكوليستريديوم هي موتايل في موست سبيشيز، إنما في أنواع هقولها لك تحت دلوقتي تعتبر إيه؟ نون موتايل. طيب يبقى هي اوبليجيت انيروبيك. طب ليه الحاجة الانيروبيك بتعتبر عندك اللي هي بتنمو عندك في الابسنس اوف اكسجين، ليه وجود الاكسجين يموتها؟ قال لك لان معظم البكتيريات اللي بتتعامل مع الاكسجين عندك كسورس للانرجي بتاعتها عن طريق عملية الريسبيريشن وينتج عندك طاقة. طيب استهلاك الاكسجين ده ذات نفسه بينتج عنه اكسجين راديكالز، او بينتج عنه نواتج الاكسجين ديت اللي هي بتكون توكسيك للخليه ذات نفسها اللي استخدمت الاكسجين. لازم بقى الخليه ذات نفسها ديت لو هتستخدم اكسجين يبقى يكون عندها انزيمز تتعامل مع الاكسجين راديكالز دي ذات نفسها. طب ما عندهاش يبقى الاكسجين راديكالز دي هتموتها. تمام؟ عشان كده بقول لك اهو، يبقى الكوليستريديوم ليه بقى تعتبر انيروبيك اوبليجيت وليه بيحصل لها دامج بالاوتو؟ قال لك لانها ما عندهاش الانزيمز، واسماء الانزيم مهمه زي البيروكسيديز الكاتاليز، الحاجات دي اللي بتعمل ديتوكسيفيكيشن لمين؟ للاكسجين راديكال، زي ما بنقول عليها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، زي مين؟ زي الهيدروكسيل راديكالز. وبالتالي لما بتيجي عندك تنميها في ميديا لازم الميديا تكون عندك ايه؟ انروبيك كونديشنز. بتوفر الانروبيك كونديشنز في الميديا بتاعتك ازاي؟ قال لك عن طريق بعض المواد اللي تعتبر ريديوسنج ايجنت، اللي هي تفاعلات اكسديشن الريدوكس بتاعتي اللي هي تسحب عندك الاكسجين اللي موجود في الميديا كلها، بحيث ان انت يكون الميديا تعتبر عندك انيروبيك لو انا هزرع البكتيريا وايه واستخدمها في الدراسه ولا حاجه. طيب عندك اربع انواع. بص انت الكولوستريديوم ديفيسيل ديت دي تعتبر اصلا ايه؟ كنورمال فلورا موجوده عندي، واستخدام الانتيبيوتيك كتير هو اللي بيخليها تعمل عندي ايه؟ كولايتس. هي البكتيريا دي مش هندرسها، انا اهم حاجه عندي مين؟ الاربعه التانيين، التلاته التانيين هنقول كل واحده بتسبب مرض ايه والكلام ده. فانت مش هتعرف حاجه عن التلاته دول، الكلام اللي مكتوب عليهم دولت سيبك منه، انت هتدرسه دلوقتي ايه؟ تحت هنا بالتفصيل دلوقتي. هي بس تعرف الديفيسيل ان هي بتعمل عندك ايه؟ كولايتس نتيجه استخدام الانتيبيوتيك. طيب تعالى بقى نخش فين؟ في الثلاث انواع التانيين بتاع الكولستريديوم دول، اللي هو البيرفرنجنز والتيتاني والبوتولاني. البيرفرنجنز اول واحد، قال لك تعتبر نون موتايل اهي، عكس الموست سبيسز اللي انا كنت لسه قايلك فوق موتايل. طيب قال لك بتعمل عندك ايه؟ قال لك بتعمل مرضين، مرض اسمه مايلوكروزيس اللي هو الغرغرينه، وحاجه تانية اسمها الفود بويزنج، تسمم اكل يعني، زي مين؟ زي الستاف ارياس اللي قلناها في اول واحده جرام بوست. طب هي بتفرز عندك توكسينز ايه بقى؟ قال لك بتفرز عندك اكزوتوكسين نوعين من التوكسين، نوع اسمه الفا توكسين ونوع تاني اسمه ايه؟ او ليسيسينيز، والنوع التاني اسمه بيرفرينجينولايزين او السيتا توكسين. ايه الفرق بينهم؟ بص هما الاثنين بيعملوا ايه؟ انت عندك دلوقتي من مكونات السيل ممبرين او مكونات السيلز بتاعتي، السيل ممبرين بتاعها بيكون داخل في تركيبها ماده الليسيسين، ويكون داخل في تركيبها كوليسترول. الحاجات دي كلها هي المكونات الاساسيه بتاعتها. طب البكتيريا دي من ضمن الامراض اللي بتعملها ان هي بتعمل غرغرينه. الغرغرينه دي بيعمل ايه؟ بيعمل نكروزس وتاكل وموت في الخلايا. ازاي؟ بواسطه التوكسينز اللي بتفرزها دي زي الليسيسين نيز، يبقى هيكسر عندك في الليسيسين اللي موجود عندك في الخلايا ذات نفسها. والبيرفرينجينولايزين اللي هو جاي من اسم البيرفرينجنز ده هيعمل عندك تكسير عندك في مين؟ في الكوليسترول ذات نفسه المكون برضه لمين؟ للسيلز. وبالتالي الاثنين مع بعض هيعملوا لي تاثيرات الايه؟ المرض اللي هو المايلوكروزس ده. يبقى ده واحد بيكسر الليسيسين والتاني بيكسر عندك فين؟ في الكوليسترول بتاع الخلايا. طيب تاني حاجة الانتيروتوكسين زي الانتيروتوكسين اللي خدناه عندك في الستاف ارياس، بس الاختلافات ايه؟ الاختلاف ان هناك كان هيت ستيبل، انما ده هيت لابايل، وده بيعمل عندك مين؟ بيعمل عندي الفود بويزنينج، بس ايه؟ تأثيره خفيف يعني، تأثيره كفود بويزنينج مش موضوع ايه؟ مش مضلع قوي او مخيف زي الستاف ارياس او بعض الامراض التانية زي السلمونيلا والحاجات دي، لا، هنا بيكون الموضوع خفيف شوية. بس طبعا مميزاتها بيقول لك ان هي هيت ريزيستنت سترين،
ممكن تقعد عندك ايه لمدة اكتر من لمدة اكتر من ساعة في درجة حرارة 100، بس هي مش خطر كفود، هي طبعا مرض بس تعتبر عندك ايه، حتى بيقول لك في العلاج هو سيلف ليميتنج. ليه؟ تالت حاجة الديجراديتيف انزيمز، اللي هو ايه بقى؟ يعني في ناس في جزء اكسوتوكسن بيكسر عندك فين؟ في مكونات الماميليان سيل ممبرين، في السيل ممبرين بتاع الخلايا، وفي انزيمز تانية بتكسر عندك في مكونات تانية في السيلز، هيدروليتيك انزيمز بتكسر في الدي ان ايه، الهيالورونيك اسيد، كولاجين، الحاجات دي كلها بتساعد معاك في مين؟ في انتشار المرض مين؟ اللي هو الماينوكروزيس ده. طيب بيقول لك بيعمل فيرمنتيشن سبستريت، اركن لي الحته دي كده هقولها لك مع الميكانيزم، الحته دي كلها في ورقه واحده كده ملخصه لك بصوره بسيطه، ابسط من الكلام ده كتير يعني. طيب من ضمن الحاجات اللي بتساعد على انتشاره ان هو بيعتبر قال لك فاستست دبلنج تايمز، قال لك يعني كل 10 دقائق تلاقي عندك حصل تضاعف للخلايا، 10 دقائق تحصل تضاعف للخلايا، وبالتالي ده هيساعد ان الانفكشن ينتشر بصوره سريعه جدا. طيب الفود بورن انفكشن قلت لك ما فيهاش حاجه، تعالى بس على الايه الماينوكروزس ده. ايه بقى الماينوكروزس دوت بيحصل ازاي، وازاي تربطه لي بين البكتيريا وشغل البكتيريا ده كله؟ بص ده كله كده اوضحها لك في الورقه دي. مش عارف هي واضحة ولا ايه، ثانية واحدة. بص يا جماعة الفكرة بقى، انا ربطت لك المعلومات ببعضها بتاع حتة الماينوكروز ده بيحصل ازاي. قال لك هي البكتيريا ذات نفسها هي اوبليجيت انيروبيك، فبالتالي هي ما عندهاش الانزيمات اللي هي البيروكسيديز والكاتاليز، الحاجات اللي تقدر تتعامل عندك مع الاوكسجين سبيشيز، وبالتالي فبتعمل ايه. بص بقى انا قلت لك ان هي عندها الديجراديتيف انزيمز بتاعتها تمام، وعندها اللهم صل على سيدنا محمد الاكزوتوكسينز بتاعتها الالفا والسيتا اللي بيكسروا عندك في السيل ميمبرين. طيب الحاجات دي كلها ما بتبدا تكسر عندك في الماتريكس بتاع الخلايا كلها، هيالورونيك اسيد، الدي ان اي، السيل ميمبرين، الحاجات دي كلها تعتبر عندك ايه، تعتبر برودكتس او ديجراديتيف برودكت بتاع الخلايا. شوف بقى من جبروت البكتيريا الحاجات اللي هي الديجراديتيف دي تسيبها، لا تقوم واخداها وتتغذى على الشوجرز اللي موجوده فيها ذات نفسها. شوف يعني شوف بقى، فبتعمل لها عمليه ايه، فيرمنتيشن، ويا ريتها تسكت عند كده. ده بعد ما بتعمل الفيرمنتيشن ليها، الفيرمنتيشن بتاع الجازز دوت بتاع الاسيد بتاع الشوجرز اللي موجوده عندك في الديجراديتيف برودكت دي اللي هو كسرها، بينتج عنها ايه، جاز. الجاز الجاز ده بقى تستخدمه كمان، الجاز اللي هي كونته ده كخط دفاع وهجوم ليها كمان. ازاي؟ قال لك الجاز ده هو بيكون موجود عندك فين؟ في المنطقة اللي هي موجود فيها الليجنز أو الإصابة أو الجرح دوت اللي هي موجود فيه البكتيريا دي، فبتستخدمه عندك كخط دفاع وخط هجوم. ازاي؟ قال لك كخط دفاع عندك ان هي بتمنع عندك النقطة دي من زيادات المحاضرة وفي الامتحان. بتعمل ايه؟ قال لك بتمنع عندك الأكسجين الريفل الرايفل، الأكسجين ان هو يوصل عندك لمين؟ لمكان البكتيريا ذات نفسها. ليه؟ لان البكتيريا عندي انيروبيك والاكسجين هيموتها، يبقى دي تعتبر كخط مناعي او حائط صد للبكتيريا. تاني حاجه من خلال الغاز دي بيبدا يعمل ايه، يزود المسافات البينيه بين الخلايا. عارف انت لما يكون في طوبه وطوبه وبينهم كده، وانت قعدت ايه تخبط بين الطوبتين تفتح بينهم كده عشان تقدر تعدي، نفس الموضوع ده ان هو بيزود عندك الكابيلاري بيرميابيليتي، بيزود المسافات بين الخلايا، وده هيساعد عندك على الديسيمينيشن بتاع مين، بتاع البكتيريا. يبقى شوف يا خدت الموضوع من اول لاخره ازاي، اي حاجه بتستفاد بيها هتكسرك، هتكسر الخلايا، وبعد ما تكسرهم تاخدهم تعمل فيرمنتيشن، وبعد ما تعمل فيرمنتيشن تطلع غاز تمنع الاكسجين اللي انت توصله بيها، وفي نفس الوقت تزود البرميابيليتي الايه، الخلايا ذات نفسها. تمام، يبقى ده خلاصه الايه، الموضوع بتاع الماينوكروزس كله. طيب بعد كده الدياجنوز بتاعتها مميزه جدا، هي بتعمل الفا افكت ولا بيتا افكت، الفا هيمولوسيس ولا بيتا؟ قال لك دي بتعمل ايه الاثنين، قال لك هي فيها مين، فيها الفا توكسين ده بيعمل الفا هيمولوسيس، والسيتا ده بيعمل بيتا هيمولوسيس، فعشان كده بقول لك عليها ايه، بتعمل دبل زون اوف هيمولوسيس، بارشال مع الالفا، والبرفرنجينولايزين او السيتا بيعمل عندك ايه،
كومبليت هيموليسيس اللي هو مين؟ البيتا هيموليسيس. طب العلاج بتاعي؟ قال لك ذات نفسها احاول اخد انتي بايوتكس خصوصا البنسلين تاثيره كويس، تمام. طيب تعالى بقى على الجرح ذات نفسه هتعامل معاه ازاي؟ قال لك والله انت حاول لو في شويه خلايا ماتوا مو تقدر تشيل عندك التيشوز ديت، تعمل لها ريموفال للدي فيتالايزد تيشو اللي هي الخلايا اللي خلاص ماتت قدرت تشيلها كان بيها. طب الموضوع كومبليكيتد شويه واعمق، ساعتها هنبدا نشوف ان احنا نعمل ديبرايدمنت، ان احنا نشيل جزء من المكان الجرح ده ذات نفسه. الموضوع منتشر اكبر اعمل باتر بقى للعضو ذات نفسه امبيوتيشن، تمام. طيب تاني حاجة في علاج اسمه الهايبر باريك اوكسجين. هايبر باريك اوكسجين ده اللي انا بعمل ايه، المريض ذات نفسه بيتعرض في رمز معينة كده بوصفات معينة ان هو يبدأ يعرضه عندك لايه، لاكسجين. كلمة هايبر باريك يعني تحت ضغط كبير من الاكسجين، بحيث ان هو يقدر يوصل عندك للبكتيريا في مكان السايت اوف انفكشن ذات نفسها يحصل لها ديس بمين، بالاكسجين اللي هيوصل لها دوت، لانها تعتبر عندها ما عندهاش الايه الانزيمز اللي تقدر تتعامل مع الاكسجين فيحصل لها ديس بواسطه الايه الاكسجين. الكولستريديوم بوتيلينيوم، البوتيلينيوم والتيتاني الاثنين عكس بعض بيعملوا ايه؟ اولا بيعمل عندك مرض البيتيوليزم، قال لك ده عباره عن نيوروتوكسين بيسبب عندك حاجه اسمها فلاسيد باراليسيس. خد بالك انا هشرح الاثنين مع بعض، البوتولينيوم والتيتن ده بيعمل حاجه اسمها فلاسيد باراليسيس. تعالى كده معايا، كولستريديوم تيتاني ده بيعمل حاجه اسمها تو فين اما نجيلها يعني، ماشي. هو ده بيعمل عندك حاجه اسمها فلاسيد باراليسيس، تعال اشرح لك على الميكانيزم بتاعها اوضح لك ايه الفرق بينها وبين البوتولينيوم. بص يا جماعة انت عندك، خد بس بق مية، الاتنين دولت البوتولينيوم والتيتاني الاتنين عكس بعض والاتنين بيأثروا عندي تأثيرهم نيورو. البوتولينيوم ده بتاع مين؟ بتاع الفسيخ. البكتيريا دي بتكون موجودة أكتر فين؟ في الأطعمة المغلفة اللي موفر لها الأنيروبيك كونديشنز بتاعتها، وبينتشر أكتر فين؟ في أيام شم النسيم. تعالى أما أقول لك على الميكانيزم بتاعه إزاي، ده كل الميكانيزم ده من خلال الصورة دي. شوف مجهز أنا كل حاجة أهي، الصورة دي هو بيعمل إيه؟ قال لك بيعمل حاجة اسمها فلاسيد باراليسيس. دلوقتي ده تأثير النيورون العادي، النيورون العادي ده المفروض بيحصل عندك ايه فيه؟ قال لك ادي الاستال كولين جاي، لو انا هعمل كونتراكشن مثلا لعضلات ايدي مثلا، اي ماسلز موجوده في الجسم بحركها كده، والحركه دي نتيجه مين؟ شغل الاستال كولين. طب الاستال كولين بيشتغل ازاي؟ قال لك ادي الاستال كولين بيخرج عندك من النيرف يروح عندك بوست سينابتيك يمسك في الريسبتورز بتاعته، العضله بتاعتي تحصل فيها ايه؟ كونتراكشن. خد بالك بقى عشان البوتولينيوم والتيتانيوم هيعكسوا بعض دلوقتي، تعالى بقى على البوتولينيوم بيعمل ايه؟ قال لك البوتيلينيوم بيعمل فلاسيد براليسيس اللي هو ايه بقى؟ هنا بيمنع تأثير الأسيتايل كولين ذات نفسه، تمام؟ يعني ما بيخليش عند الأسيتايل كولين، بص الأسيتايل كولين مفيش أسيتايل كولين خرج أصلا، هنا الأسيتايل كولين خرج أهو ومسك في الريسبتور، هنا بيمنع خروج الأسيتايل كولين ذات نفسه أصلا ويمسك في الريسبتورز، وبالتالي مفيش استايل كولين في البوست سينابت، مفيش استايل كولين يمسك في الريسبتورز، مفيش كونتراكشن هيحصل. ده المقصود بيه الفلاسيد باراليسيس، ان هو الشلل مش نتيجه حركه زياده، ده نقص في الحركه بتاع الماسلز خالص، تمام. عارف بقى في الـ في الـ في في في, في الكولستريديوم تيتاني يحصل ايه؟ العكس. التيتاني بيعمل ايه بقى؟ ادي بيخلي لك الميكانيزم ده ماشي عادي اهو، اللي هو ده ارجع للنورمال تاني كده، ادي الاستال كولين يطلع يقوم ماسك عندي فين؟ في الريسبتور هنا، مسك فيها زي الفل، تمام. اعمل كونتراكشن يا عم، ادي ايدي عماله تتحرك اهي. طب ما انا عايز اوقف ايدي، مش المفروض ايدنا متوقفه خلاص الكونتراكشن خلص؟ لا، المفروض الكونتراكشن لما بيحصل ده بعد ما بيحصل بيجي عندي الحاجه اللي بنقول عليها الانهبيتوري نيورو ترانسميترز، اكيد خدتوها في الفارما والميديسنا الاساسيه والحاجات دي، اللي هي زي مين؟ زي الجابه، زي الجابه ده المفروض بيجي بيمنع عندك الافكت بتاع مين؟ الاستال كولين، خلاص يوقف تاثير الكونتراكشن بتاع الاستال كولين بقى.
اهو الكلوستريديم تيتاني بقى بيقوم ماسك عندك في مين؟ في الجبل ريسبتورز دي، ما بي الجبل نيورو ترانسميترز دي ما بيخليهاش تنفرز اصلا، وبالتالي الاستايلكولين عمال يعمل كونتراكشن 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 كونتراكشن، فده بيعمل عندك برضه باراليسيس، بس باراليسيس ناتج عن مين؟ عن زياده الكونتراكشن اللي بنقول عليه ساعتها بقى اسمه ايه؟ سباستيك او سبازم باراليسيس. يبقى تاني البوتولينيوم بيعمل عندك ايه؟ بيعمل باراليسيس بس فلاسيد، معنى فلاسيد يعني مفيش كونتراكشن بيحصل اصلا يعني، انما في السباستيك لا الكونتراكشن بيحصل بايه؟ بزياده. تمام؟ دي خلاصه الايه؟ الموضوع. يبقى هنا بيمنع مين؟ في الكوليستيريوم بوتولينيوم بيمنع عندك الاستايل كولين، انما هناك بيمنع مين؟ بيمنع الجابه والانيبيتور نيورو ترانسميترز، وبالتالي الاستايل كولين بيتنوا يعمل باراليسز بيعمل كونتراكشنز على طول. طيب قال لك بيعمل عندك تاثيرين اللي هو مين؟ الكوليستيريوم بوتولينيوم بيعمل كلاسيكال وبيعمل عندك ايه؟ انفانت. كلاسيكال ده على الكبار. قال لك بيحصل عندك في ال بيكون عندك من كاند فودز. بص خلاصه الحوار كله بتاع الكلاسيكال دوت، هو ممكن هيعمل عندك ايه؟ باراليسز في اورجانز مختلفه، بس انا مفهمك اخطر حاجه تقدر تيجي عندك وتموت اللي مين في الانسان ديفتيري باسيلس انسيراسيس، ادي تالت حاجه هي مين؟ البوتولينيا. قال لك باراليسز بتاعي بيكون بروجريسيف باراليسز لو وصل عندك عمل عندي ايه؟ ريسبيراتوري باراليسز. طيب بيجي للاطفال ازاي؟ هو الطفل هياكل فسيخ؟ لا الطفل ما بياكلش فسيخ، بس المشكله ان انت عندك في بعض الاكلات اللي الطفل بياكلها ان هي ممكن تكون الميديا بتاعته كونديشن كويس اصلا لمين؟ للانيروبيك كونديشنز بتاع الكوليستيريوم بيرفرنجز. زي مين؟ زي الرو هاني، العسل. عشان كده بقول لك ما يمنعش تاكل طفل عسل اقل من سنه، ليه؟ تحسبا لو موجود عندي فيه الكوليستيريوم بوتولينيا. طب الكوليستيريوم بوتولينيا لو موجود فيه، قال لك ودخل الطفل ذات نفسه جسمه مش هيقدر اصلا يتعامل مع البكتيريا ديت، لسه الطفل يعتبر عندي بريماتيور، فتبدا عندك الكولستريديوم بوترينيوم تعمل كولونايزيشن في الانتستين بتاع الطفل، وتبدا تعمل عندي ايه؟ تاثير الباراليسز في المسلز المختلفه. تمام؟ وبرضه هنا بتكون ايه؟ فيتال، وبتعمل عندي ديس في الاطفال. خد بالك تاثيرها على الاطفال ده بقى، تاثير الكولستريديوم بوترينيوم على الاطفال بقول عليه اسمه فلوبي بيبي سندروم في الامتحان بعون الله. الدياجنوز بتاعها مش مميز. التريتمنت طيب هدي برضو بنسلين زي اللي قلناها فوق، وهتدي عندك للتوكسين ذات يبقى البنسلين للبكتيريا والانتي توكسين للتوكسين بتاع البكتيريا، وطبعا ده تاثيرها حاجه ريسبيراتوري يبقى ميكانيكال فنتيليشن على طول، وتاثيرها كاوتو جليفنج لو بستخدم في تعقيم او في معامل والكلام ده كله. التيتان، التيتان بتكون موجودة فين؟ في الفسيخ؟ لا بتكون موجودة احنا عارفين معظمها فين؟ تعمل كونتامينيشن عندك، قال لك للووند الجروحات، الأماكن بتاع الفتح اللي بتكون بعد العمليات دي، طبعا زي يقول لك واحد دي دخل في رجله مسمار، يبقى هي بتكون موجودة أكتر فين؟ في الصيل والحاجات اللي هي بتكون في الميديا العادية يعني. بيقول لك كلوستريديوم تيتاني از نوت انفيزيف، مقصود بايه بنوت انفيزيف والسبورز لوكالايزد انتشن؟ مقصود بيها ان بيقول لك ان البكتيريا ذات نفسها، يعني مثلا واحد متعور دخل في صباعه رجله مثلا، دخل في صباعه او في رجله مسمار مثلا كان كونتامينيتد بالكولستريديوم تيتاني، البكتيريا ذات نفسها هي بتكون موجوده لوكال في المنطقه دي بتاعه الجرح ذات نفسه، انما اللي هيبدا يعمل ديسيميليشن والافكت بتاع البكتيريا ذات نفسها هو التوكسين اللي بينتشر في الجسم، فدي مقصود بيها ان هي ايه؟ نوت انفيزيف، هي سبورز لوكالايزد، انما اللي هيعمل وينتشر عندك ويعمل التاثير كله هو مين؟ الاكزوتوكسين بتاعتي. عندك التاثير بيتم عن طريق مين؟ هي اسمها التيتانوس، يبقى التوكسين بتاع اسمه تيتانوس بازمين. وانا فهمتك الميكانيزم فوق ان هو بيعمل عندك بلوكنج لمين؟ للجابه والجلايسين، جابه امينو بيوتوريك اسيد اللي هي جي اي بي اي، والجلايسين بيقفل عندك دي بنقول عليها اسمها انهبيتوري انهبيتوري نيورو ترانزميترز اللي هي مين؟ الجابا والجلايسين. طب ليه بيسموها انهبيتوري نيورو ترانزميتر؟ لان تاثير الكونتراكشن ده او الاكزايتيشن بتاع الاستايل كولين ده هم الحاجات دي هي اللي بتمنعه، فعشان كده بقول عليها اسمها انهبيتوري. طيب قال لك يبقى في عندك التيتانوس بازمين دوت، خد بالك هم ليها اتنين توكسين، لها جزئين يعني،
جزء التيتانوس بسمين، وده تأثيره نيورو توكسيك، بيأثر عندك على السباينال كورد والبريفرال نيرفز، تأثيره نيورون مهمة جدا. إنما الجزء التاني التيتانولايسين، ها حتة لايسين دي قلناها كتير، تيتانولايسين، ستريبتولايسين، الستيريولايسين طبعا، وحتة اللايسينات دي برضه مجمعة لك في مذكرة الفاين، فأنت إيه عشان تجمع معلوماتك مع بعضها. اللايسينز دي بتأثر عندك على مين؟ على الار بي سيز، وتأثيرها كارديو توكسيستي برضه. طيب عرفنا ان هي بتعمل عندك سباستيك باراليسيز، انما هناك كان بيحصل عندك ايه؟ فلاسيب باراليسيز. مشكلة الباراليسيز ده بتاعك لو وصل عندك لمين؟ ها؟ لمين يا جماعة؟ ريسبيراتوري برضه. يبقى الاتنين دول تأثيراتهم مختلفة في الريسبيراتوري مميتة، سواء كان في البوتولينيوم هيقلل شغل الريسبيراتوري ماسلز خالص، مش تقدر تاخد نفس، او ده هيعمل كونتراكشنز زياده جدا في المسلز بتاعه الجهاز التنفسي، فبرضه هيكون الموضوع ايه؟ هيكون الموضوع فيتال برضه يعني. على البلاد اجار بتعمل عندك اسوار من جزيء اللي قلناه قلنا في الجرام نيجاتيف في مين؟ في الاسوار في البروتياس. طيب العلاج نفس اللي قلناه فوق برضه بالظبط يعني، بنسلين عندك فيه انتي توكسين تمام، وهنا ممكن تدي عندك كمان اميونو جلوبينز تمام. الاميونو جلوبينز دي هتكون ضد مين؟ ضد البكتيريا ذات نفسها. في عندك طبعا بقى ايه، هي بتعمل عندك ايه؟ بتعمل عندي كونتراكشنز كبيره، كونتراكشنز كتير، فهنا لازم ادي عندي ايه؟ حاجات تقلل عندي الكونتراكشن والاكزايتيشن ديت، زي مين؟ سيتاتيفز والماسل ريلاكس. التوكسين بتاعها الفاكسين اللي انا ممكن اعمله اللي هو الدي بي تي، وقلناه يبقى دي تالت واحده، شرحنا الدفتيريا والبرتاسس ودي التيتانوس بتاعي. وممكن تدي عندك الحاجات اللي انا قلتها في تريتمنت، ممكن تديها كبريفنشن كمان، سواء كان اميونوجلوبينز او انتي توكسين او التوكسيد ده اللي هو مقصود بمين اللي هو الدي بي تي. اخر حاجه نتكلم فيها اللي هي الميوكو بكتيريا. يا رب يا معين يا رب. طيب هي الميوكو بكتيريوم دي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف؟ زي ما انا وضحت في الفويس اللي كنت نزلته في التليجرام، هو دلوقتي انت عندك التقسيمه العامه اللي انا قسمتها جرام ستين، جرام بوزيتيف والنيجاتيف، بس هل كل السيل وولز بتاع اي بكتيريا في الدنيا لازم تكون يا مواصفات بوزيتيف يا نيجاتيف؟ لا، هما الاثنين مش قران انزل يعني، في حاجات ممكن السيل وول بتاع او مجموعه بكتيريا كتيره بتتشابه في السيل وول بتاعها زي بوزيتيف، مجموعة كبيرة بتتشابه في السول وول بتاعها زي النيجاتيف، بس في انواع بكتيريا بيكون السيل وول بتاعها كاركترستيك بحاجات خاصة بيها، زي من ضمنها الميوكو بكتيريوم ده. التركيب بتاع السيل وول بتاعها فريد من نوعه يعني، ليه؟ موجود فيه كمية ليبيدز او اسيدز موجودة فيه هي مش موجودة في اي انواع بكتيريا تاني. ده اللي بنقول مقصود بيه مين؟ الميوكو بكتيريوم يعني. طيب الاول هما انت عندك نوعين، مايوكو بكتيريوم تي بي ومايوكو بكتيريوم لبري تمام، اللي هندرسهم دول كلهم. التي بي والبري، الاول في انتروداكشن بسيطه كده كام معلومه على المايوكو بكتيريوم عموما، وبعد كده نبدا نتكلم على مين؟ التي بي واللبري. طيب اول حاجه المايوكو بكتيريوم، يمكن خلاصة المقدمة دي كلها هختصرها لك في كلمتين بالظبط. ايه هما؟ كلمتين عبارة عن تكوين السيل وول بتاعها وان البكتيريا دي انترا سيلولار. تعال بقى ما نشوف التفصيل بتاع الحوار ده كله. اولا قال لك البكتيريا بتاعتك بتتكون عندك السيل وول بتاعها بيكون عبارة عن ليبيد ريتش، بيكون بيكون عندك مادة اسمها المايكوليك اسيد، اهي المايكوليك اسيد اهي، ده بقى بيساعدها في حاجات كتير قوي. اولا الكيميكال دايز الصبغات بتاعتك صعب جدا انك تصبغها، ولو صبغتها صعب انك تشيل الصبغه من عليه تمام، عشان كده احنا بنقول عليها ايه يعني، هي صبغه صعب ان انت تصبغها بالصبغات العاديه، هي لها صبغه خاصه هنقولها في الدياجنوز تحت اسمها زيل نيلسون ستين، يعني ما ينفعش اصبغها بالجرام ستين كده العاديه. تأثير الديسنفكتانت والانتيسبتيك عليها ضعيف، ليه؟ لأن الليبيد ريتش ده كل المعلومات اللي أنا بقولها دي مترتبة على إنها بتتكون من سيل وول، يبقى ريزيستنت للدايز الصبغات اللي هصبغها بيها تمام،
صعب ان هو يحصل لها عندك كيميكال ديسنفكتنت تتأثر عليها، وبعض الطرق التعقيم دي. يبقى دي اهم اول معلومة. تاني معلومة ان هي انترا سيلولار. يعني ايه انترا سيلولار يا جماعة؟ ها تقدر لما تخش عندك داخل الماكروفاج، لا ده هنا تعيش يا عم، داخل الماكروفاج او خلايا الفاجوسايدز تقدر تعيش جواه، يعني مش هتموت. لا طب وازاي يا عم؟ امال اللايسوزومز هتموتها المفروض؟ لا ما انا قلت لك لما تخش جوه ويجي اللايسوزوم يأثر عليها، ساعتها بقى ايه كل نوع بكتيريا يقول لك مين اللي بيساعدها، مين اللي بيساعدها بيمنعها من الموضوع ده. يعني لسه شرح لك من شويه في الليستيريا كان مين؟ ها قلت لك في واحد بيدافع واحد بيهاجم، كان مين اللي بيدافع؟ الاستيرولايسين او هنا بقى مين؟ السالفوليبيدز. يبقى تأثير السالفوليبيدز مع الميكوبكتيريوم يساوي تأثير الاستيرولايسين او مع مين؟ مع الليستيريا. طيب بتعمل عندي ميكانيزم اسمه جرانيولوميتيوسليشنز، اركنها نقولها دلوقتي تحت بالظبط دلوقتي في التفسير تحت في الميكانيزم. طيب بيقول لك ان هي نون موتايل نون سبور فورمنج بكتيريا انيوجوال، السيل وول بتاع 60% من السيل وول بيتكون من مايكوليك اسيد. تمام واكس سيل سيرفس بتاعها قال لك امبريفيوس تو ميني كيميكال ديسانفكتنت. ده كل الحاجات ناتجه عن مين؟ عن السيلول بتاعها. بس خد بالك في بعض طرق التعقيم اللي بتأثر عليها. عندك زي اللي قال لك اهو ريزيستنت تو دراينج، بس بيأثر عليها مين؟ قال لك الهيت واليو في الراديشن ليهم بعض التأثير عليه. ولو ان اصلا لما كنا بندرس اصلا في طرق التعقيم كان يقول لك كده حط رقم واحد كده الفئة العليا كده اللي صعب ان انا اتعامل معاها كان مين؟ ميكو بكتيريا. كانت مع كل طرق التعقيم من الصعب ان انت تتعامل معاها، حتى لو في بعض الطرق قدرت ان هي تخترقها، بس دي تعتبر ايه من الموست ريزيستنت مايكرو اورجانيزمز. معلومة كمان مهمة جدا جدا اللي هي دي، قال لك الجنريشن تايم بتاعها كام؟ يعني عشان تعمل دوبليكيشن للعدد بتاعها من 8 ل 24 ساعة، يعني تاخد يوم كامل. تفتكر من شوية كنت قايل لك في البير فرينجنسي كانت بتاخد كام؟ 10 دقايق. انت متخيل الفرق؟ طب ده استفاد من المعلومة دي في ايه؟ يعني دلوقتي لو انا هاجي اعمل لها كالتشر ميديا هحتاج ان شاء الله بقى، لو انا بزرع بقى بكلمك على الزراعة، ده في كذا معلومة اصلا، ده بيفيد البكتيريا في كذا معلومة. اولا لو انا هاجي اعمل كالتشر ميديا حاجه صعوبه بالنسبه لي ان انا هعمل ميديا فيه، عشان اكون ميديا يكون فيها عدد كويس اقدر اشتغل عليه هحتاج عندك بالاسابيع. دي اول معلومه. تاني حاجه ودي هشرحها لك تحت بقى في الـ في الـ في الـ في العلاج، هي طول ما هي الجنريشن تايم بتاعها ده قليل، خد بالك الانتي بيوتيك لما يجي يشتغل عندك على البكتيريا بيشتغل عليها في مرحله الدوبليكيشن، ان هو بيزيد عددها اللوك فيس اللي هي ايه شغالة بتتكاثر على طول. طبعا دوت مش هينفع معايا مع البكتيريا دي، ده انت بتعمل عندك جنريشن تايم كل 24 ساعة، فتعتبر هي البكتيريا في وضع كرونيك اصلا يعني، فده هيقلل عندي من شغل الانتيبيوتيك عليه. طيب الميكوبكتيريوم تيوبركلوزس اللي هي بتعمل عندك مرض مين؟ التي بي، واكتب عليه جنبه كده رئوي، يعني ده مرض تنفسي، انما الليبري مرض جلدي. طيب تعالى عندك على التي بي، قال لك بتعمل عندك ايه؟ البكتيريا بتكون موجوده عندك في البلمونري، واحد كده قام شم كده كانت موجوده في الجو استنشق التي بي بتاعتي. طيب قال لك تعمل عندك ايه؟ اولا بيقول لك ان لو دخلت عندك في الجسم تخش السلام عليكم تروح على الماكروفاج تقوم داخله جوه الماكروفاج هتيجي تكسر ايه يا عم الحاج ده في سالفو ليبيدز هنعيش جوه الماكروفاج ذات نفسها. طيب الماكروفاج تيجي تقوم نفسها تقدر تاثر على ايه اي باسيلاي اي انواع بكتيريا موجوده، انما ما تقدرش تاثر عندك على مين على التي بي دي. فعشان كده بقول لك ايه سام سرفايفل بعض البكتيريا ممكن تنمو عندك من ضمنها مين؟ التي بي، يعني مش بيحصل لها ديث بمين؟ بالماكروفاج. طيب
قال لك ممكن تكون عندك ايه جرو ان ماكروفاج لمده ديكيدز، يعني ممكن تتناها جوه الماكروفاج لمده سنين كتير، عقود بالعشر سنين، بعد هنا بالسنين بقى. ليه؟ بكتيريا موجوده عندك في وضع كرونيك، وده اللي هنقوله عندك في الفيرلنس فاكتور بتاعتها دلوقتي. الديسيز بتاع البكتيريا ديت بيتم عندك في مرحلتين، او بيتم عندك في صورتين، صوره اسمها برايمري تيوبركل فورميشن او السكندري، اللي هو ايه؟ اللي هو مش من ضرر للنار على طول كده ضرب 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 ضرب، لا، هو بيعمل ايه؟ هو دلوقتي عمل عندك الانفكشن ودخلت عند البكتيريا جوه الانسان. فاول حاجه البرايمري ديسيز او الاعراض اللي بتحصل اول مره ديت، او ان يظهر عندك اعراض التي بي على الجهاز التنفسي ذات نفسه اول ما بتدخل البكتيريا دي، بقول عليها برايمري انفكشن. نسبتها كام؟ 10%. انما معظم الحالات اصلا لما بتخش عند التي بي، لا، انت بتخش تتناها في وضع كرونيك كده شويه، سنه سنتين ثلاثه 10، ايا كان بقى الوضع، على حسب ايه ما يحصل ري اكتيفيشن ليها وتبدا تظهر عندك الاعراض، ساعتها بقول عليها دي السكندري ديسيز. دي نسبتها بكام؟ في 90% او اكتر من 95%، بيقول لك حوالي اكتر من 90%، حوالي 95% من الحالات بيحصل فيها السكندري ده. طب لو حصل عندك البرايمري تيوبركل ده، هو الاعراض دي هي اللي هتظهر عندك في السكندري، بس السكندري بقى الموضوع بقى ايه؟ بقى اخطر، لان البكتيريا خدت عندك وضع سنين كتير جوه الجسم كوضع كروني. طب تعالى نشوف الكلام مكتوب، هي دلوقتي قال لك ده نسبته 10% منين؟ من الحالات. بيكون عندي حاجه اسمها التيوبركل، تمام، واللي بيتكون عندك شكل اسمه الكازياس او تشيز نيكروزس. تعال اما اوضح لك الكلام ده على الصوره دي. بص يا جماعه، دي دلوقتي عندك، ادي بيقول لك ادي وحده خليه، ادي اللنج بتاعي دخلت عندك في البلمونري في الالفيولاي فيها. طيب دخلنا دلوقتي، ادي البكتيريا هي البكتيريا عندي بتاعت ال اللهم صل محمد بتاعت مين؟ البكتيريا بتاعت المايوكو بكتيريا التي بي موجودة عندك في البلمونري دلوقتي. خلاص البكتيريا بدأت تحس بجسم غريب، طب يلا ابدأ هات بقى مين؟ ابدأ هات لي خلايا الماكروفاج بتاعتي. دي خلايا الماكروفاج اهي، ده كله ماكروفاج. طيب الماكروفاج تيجي شوف ده كله عشان يقتل عندك مين؟ التي بي. طيب التي بي موجودة هنا كده، كل اللي حواليها ده ولا يقدر يعمل معاه اي حاجه. ده البكتيريا ده لو دخلت جوه، يعني لو دخلت داخل الميكروفاج ده مش هتموت، انت رسول هتعيش جواه. طب ابدا انده يا ابني الخلايا التانيه، اي ليمفوسايتس تقدر تساعد معانا، مفيش اي حاجه. وبالتالي هتبدا تعمل ايه بقى؟ ساعتها هتبدا لتكوين شكل اسمه الجرانيولوما، اللي هو ده. ان ساعتها عندي، ساعتها عندي انا مش قادر اموته، خلاص حاوطه يا عم وما تخلوش ينتشر لاماكن تانية. يبدا يعمل عندك شكل الجرانيولوما ده، ان انت عندك خلايا الليمفوسايتس وخلايا الاميون سيلز بتاعتي تبدا تحوط عند المايكرو اورجانيزم اللي هو المايوكو بكتيريوم تي بي، بحيث ان هو ما ينتشرش عندك فين؟ لاماكن تانية، او ينتشر في اماكن تانية في الجسم. ليه؟ انا مش قادر اقتله، واحد انا مش قادر اتعامل معاه، خلاص يا عم ربنا يكفينا شره، حاول بس تحوطه بس وخلاص. ده شكل الجرانيولوما اللي بيتكون. طيب بيقول على الشكل ده اسمه ايه؟ الشكل اللي هو بتاع الخلايا ده بقول عليه اسمه التيوبركل، التيوبركل او الجرانيولوم، تمام. طيب بتبدا تعمل عندك، تفرز عندك بعض الديجريتيف انزيمز اللي بتعمل عندك ايه؟ نكروزس الخلايا، واللي بقول عليه شكله يكون شيز شويه، لانه بيبقى عامل ايه؟ محوط خلايا، بيقول لك قريب من شكل التشيز كده، يعني النكروز اللي بيحصل بسبب الايه؟ التي بي ده. طيب بس احنا عرفنا ان البرايمري ده نسبته 10%، اللي بيحصل بقى هو السكندري ده بقى، ده معظم الحالات اللي بيحصل فيه. قال لك السكندري المايكرو اورجانيزم يخش يحصل ايه؟ الريستنج، يعني يخش يبدا يستخبى عندي جوه ويطنه في الوضع الكورونيك. انا يا عم قاعد مسالم هم ما بعملش اي حاجه، يقعد سنين مفيش اي مشكله. بعد كده قال لك بس خد بالك بقى، وبعد كده هيبدا يكون عندك التيوبركل ويعمل عندك الكازيشن نكروز اللي قلنا عليه هنا. بس الفكره عندك ايه بقى هنا؟
قال لك هو هنا بيكون اخطر، وهقول لك ليه دلوقتي في الحالات دي وهيعمل عندك ايه. بس في نقطة هنا، ان هما النقطتين دول، ان بيقول لك طب هو في الوضع الليتنت ده اقدر اجيبه ازاي واتعرف عليه ازاي؟ قال لك من خلال النقطتين دول، من خلال حاجة اسمها التيوبركيولين تيست اللي انا هقوله لك دلوقتي هنا دوت تاني، ده بيطلعه لك حتى لو الايه المايكرو اورجانيزم عندك في الوضع اللي هو الليتنت ده، اقدر اطلع عندك مين، يطلع لك بوزيتيف ريزلت مع التيوبركيولين رياكشن ده، او تيست الحساسيه زي ما هنقوله دلوقتي. تاني حاجه، ان انت عندك لو عملت شيست راديوجراف، يعني لو عملت اشعه اكس راي على الصدر ذات نفسه، قال لك ممكن تطلع عندك الايه المايكرو اورجانيزم يعني، او بانها تظهر لك عندك التيوبركلز اللي بتتكون في البلمونري. لكن الاساس عندي اللي بيوضح لي البكتيريا دي هو مين، التيوبركيولين رياكشن زي ما هنشوفه دلوقتي. طيب قلت لك برضه هتعمل التيوبركل والنكروز، طب ليه بقى هي، طب هي موجوده في بقى لها سنين، ايه اللي هيخليها تطلع تاني؟ بالظبط نفس الكلام اللي شرحته لك في الفاريسيلا زوستر، نفس الموضوع، ما هو كان برضه ليتنت فيروس، هيبدا يستخبى، وضع الري اكتيفيشن بتاعه، المناعه بتاعتي تقل، في ستريس، في المناعه قليله سواء كان اطفال او سن كبار، مال نيوتريشن، امراض كلها حالات تبدا تساعد عندك فين، في انتشار الايه، في ان البكتيريا دي تطلع من وضع الدورمنت بتاعها وتبدا تعمل عندي الانفكشن بتاعها. خطورتها بقى بتبدا تعمل ايه، هرجع للتيست تاني دلوقتي بس اقول لك بتعمل ايه، ان هي لو قلت لك اي حاجه تيجي ناحيه البلمونري، وبعد ارجع فيهم تاني اهو، ديفتيريا، باسيلس، بوتيلينيوم، تيتاني، التي بي، بتعمل عندك سبيوتم، بلاد سبيوتم ذات نفسه، وهي اصلا بتبدا تفرز ديجراديتيف انزيمز بتكسر عندك فين، في خلايا البلمونري ذات نفسها. فخلاص الموضوع بيكون في تالت بتاعته ايه، كبيره يعني. طب انا دلوقتي ببدا اعمل لها عندي دياجنوز عن طريق التيوبركيولين رياكشن. التيوبركيولين رياكشن ده عباره عن ايه، عبارة عن تيست من نوع من أنواع الحساسية اللي هو تيست رقم 4. طبعا احنا عارفين اختبار الحساسية اللي كنا بنعمله مثلا للأنتي بيوتكس، بإنك تاخد مثلا شوية مثلا 3 شرط من الحقنة وتحقنها تحت الجلد، أهي دي نفس الفكرة بتاعت تيوبركيولين رياكشن، قايم على مين؟ قايم على الديليد هايبر سنسيتيفيتي أو تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، اللي أنت دلوقتي بتجيب عندك كمية بسيطة من منين؟ من الأنتيجين بتاع البكتيريا ده، بس طبعا ما يكونش بيسبب عندي المرض. فبجيب عندي حاجه اسمها بي بي دي اللي هو بيوريفايد بروتين دريفاتيف، ده بيمثل الانتيجينست بتاع مين، بتاع البكتيريا، واحقنه انترا ديرمال تحت الجلد او في طبقه الجلد الاولانيه دي. طيب لو البكتيريا عندي، لو الجسم بتاعي مصاب بيه قبل كده، او انا عندي الاصابه بيه، ها، وانت حقنت الانتيجينز ديت، الجسم هيبدا يبقى فيه انتي بودز موجوده جوه الجسم ذات نفسه، ويبدا عندك التي سيلز تروح تعمل عندك ايه، تهاجم المنطقه دي ذات نفسها، ويبدا يحصل عندك ايه، بوزيتيف رياكشن زي ما عارفينها في تيست الحساسيه العادي يعني، تمام. يبدا يظهر عندك البوزيتيف ريزلت ده في صوره ايه، في صوره احمرار في المنطقه اللي انا حقنت فيها، وتبقى سخنه، يحصل فيها هاردنينج، الكلام ده كله. فدي معناها ان انت في بوزيتيف ايه، في بوزيتيف تيوبر كيلين في الجسم بتاع الايه، الشخص ده. طيب الدياجنوز بقى طبعا بقى ساعتها ده بيكون تستات اوليه، تبدا بقى لا انت ساعتها تاخد عينات بقى ونبدا نشتغل ايه التستات التانيه دي. اولا لو هاخد عينه واشتغل عندك ميكروسكوب، الستيننج بتاعها بيكون عندك عن طريق الزيل نيلسون ستين لسبب خاصه بيها، لان هي اسيد فاست ستين بكتيري. قال لك بس المشكله، كل خطوه هقولها لك هقول لك المشكله بتاعتها ونخش بعدها في العلاج ازاي. المشكله بتاعتها قال لك ان هي ما بتميزش التي بي، هي مش خاصه بالسبيشيز بتاع التي بي، انما هي تقدر تطلع لك الميكوبكتيريوم جينوس، انما تطلع منه التي بي ذات نفسه الموضوع صعب شويه، تمام. يعني من الاخر نوت سبيسيفيك لمين، للنوع البكتيريا اللي احنا عاوزينها دلوقتي. ابدا خش على تاني حاجه، طب نزرعها على ميديا خاصه بيها، ودي في الامتحان ميديا اسمها لوفنشتاين، لوفنشتاين الدبليو دي بتنضي في الماني، لوفنشتاين جينسن ميديا، دي كاركترستيك ميديا. بس مشكلتها فين؟ اللي انا قلتها لك فوق، مش قايل لك فوق الجنريشن تايم بيقعد عندك 24 ساعه، وبالتالي عشان ان شاء الله نعمل ميديا بقى ان شاء الله كويسه كده نشوف فيها البكتيريا، اخبط لك بتاع شهرين ثلاثه كده ولا حاجه، 8 اسابيع. يبقى المشكله اللي فيها فين؟ في حته السلو جروث فيها. ابدا اخش عندك على مين؟
خلاصة طبعا اللي هو دلوقتي الموضوع اللي شغال بالبي سي ار طريقة شورتن. عالجت لك المشكلتين الاولانيين، اولا ده سبيسيفيك، وتاني حاجة البي سي ار سبيسيفيك، وطبعا كمان ايه طريقة سريعة كمان. وزي ما انتم ما شاء الله درستوه في البايو وعارفين التفاصيل بتاع الموضوع بتاع البي سي ار، وان شاء الله هندرسه بالتفصيل ترم تاني باذن الله. طيب تعالى على التريتمنت بقى وركز عشان في معلومات زيادة هنا. اولا التريتمنت عندك في مجموعة ادوية بيقول عليها فيرست لاين وفي سكند لاين. الفيرست لاين عندك قال لك زي هما ار اي بي اي راي بي ار اللي هو الريفان بي ايزو اي ايزونيازيد بي بايرا زينامايد والاي الايثان بيوتول. الاربع مواد هما تمام. قال لك دولت بقول عليهم فيرست لاين لان دول الافكاسي بتاعتهم عاليه والتوكسيستي بتاعتهم قليله. حلو قوي، بس مشكله ان هم حصل ريزيستنت ليهم. لو حصل ريزيستنت ليهم ساعتها ببدأ اخش عندك فين في السكند لاين. السكند لاين بتاع مين؟ عباره عن ستريبتومايسين برا امينو بنزويك اسيد اميكاسين كانامايسين. خد بالك الستريبتومايسين سكند لاين مش فيرست، تمام الدكتوره يعني هي بتتشرح في المناهج ان هي فيرست، بس في المحاضره مشروحه ان هي سكند، فتركز لي في المعلومه دي قوي. طب بستخدم امتى السكند؟ قال لك لو حصل عندك ريزيستنت لمين؟ للفيرست لاين. وهنقول ليه الريزيستنت بيحصل تحت دلوقتي. طيب بيقول لك الدراج ريزيستنت، تخلي بالك ان احنا عشان كده بنعمل كومباينيشن من الادويه ديت، لما بتيجي تدي علاج بندي كومباينيشن منهم، ولازم تعمل سنسيتيف تيست عشان لو شوف لو في حساسيه لدواء منهم ولا حاجه. بيقول لك كورس العلاج بتاع التي بي ده مفروض اصلا بياخد عندك من 12 ل 18 شهر، يعني من سنه لسنه ونص. ايه الصعوبات اللي بتقابلني تخلي الموضوع علاجه بيطول قوي كده؟ اولا البكتيريا عندك انترا سيلولار، تمام يعني مش دايبه في الدم، مش موجوده في الدم ذات نفسها. هقدر لما اخد دواء يحصل له ابسوربشن في البلاد يبدا يتاثر معاه؟ لا، ده هي ساعه ما تشوف عندك الانتيبيوتيك هتستخبى ليتنت. خلصت الموضوع. يبقى اول حاجه انترا سيلولار، وخلايا المناعه ذات نفسها مش قادره تاثر عليه، موجوده في الوضع الكرونيك. دي مهمه جدا ان انت في وضع ليتن الجنريشن تايم بتاعك كبير جدا، والانتيبيوتيك عاوز حاجه تكون في بكتيريا في وضع اللوك فيس. يعني ايه وضع اللوك فيس؟ اللي هو وضع البكتيريا بتتكسر فيه كتير. كنا خدناها في الجنرال كده، كان بيقول لك البكتيريا بتمر باربع مراحل: لاج لوج ستيشنري ديكلاين. اللاج ده البكتيريا بتبدا تتعرف على الميديا، اللوج بتبدا تتكسر بفتره كبيره جدا. هو الانتيبيوتيك اشتغل على البكتيريا وهي في وضع اللوج ده، فالبكتيريا دلوقتي كرونيك وليتنت ومستخبيه والجنريشن تايم بتاعه قليل، بتاخد وقت كبير اقصد. فده كله بيخلي عندك الانتيبيوتيك ايه تاثيره عليها ضعيف. تاني حاجه. تالت حاجه الميوتيشنز اللي بتعملها البكتيريا ذات نفسها. انت اديت الدواء ده مثلا بيشتغل عليها على النيوكليك اسيد مثلا فيه، بتبدا او تفرز عندك انزيمز او تغير في التركيب بتاعها، التارجت جين بتاع تغير في التارجت بتاع الانتيبيوتيك ذات نفسه، فيجي الانتيبيوتيك يشتغل عليها بعد كده ما يعملش اي ايه افكت بتاعه، يبقى الميوتيشن بتعمل بلس كمان اللي احنا قايلينها فوق. السيل وول بتاعها اصلا صعب انك تخترقه بسهوله كمان يعني، فدي كلها ايه حاجات بتساعد في الموضوع، بتصعب الموضوع. الا انه بيقول لك ان ايه دلوقتي بقى يتعمل عندك شورت كورس من العلاج بتاعك عن طريق ان انت بتعمل عندك ايه، بدأ ياخد 6 شهور بس من كومباينيشن من كذا ايه دواء. والشخص اللي انت بقول عليه ان هو خلاص كده بقى الحمد لله نيجاتيف، قال لك ان انت لو خدت منه عينه ولقيته نون انفكشوس بعد العلاج من اسبوعين لثلاث اسابيع ما طلعش عندك حاجه، يبقى خلاص كده الحمد لله. الفاكسين بتاعها وركز عشان في هنا معلومات زياده. قال لك باسيلس البي سي جي، باسيلس كالمت جوارين، ده اسماء العلماء اللي هم ايه عملوه. طب عملوا لي الفاكسين ده منين؟ من مايكو بكتيريوم بوفيس. يا عم الكلام ده يا عم، بوفيس ايه اللي جاب بوفيس هنا؟ انا بعالج التي بي، انت جايب لي سترينز تانيه ليه؟ يلا جمع بقى لي الثلاث معلومات مع بعض كده، اكتب لي جنبها. لان انا قلت لك ما دام ده عندك بتعمل فاكسين او بتعمل تستات دايجنوزس او تريتمنت لاي نوع بكتيريا واستخدمت بكتيريا تانية، اعرف ان البكتيريا دي خطيره
وانا بستخدم الاسترينز التانية دي علشان مشابهة في التأثير بتاعها. عندك هنا مايكوبكتيريوم بوفز استخدمتها في الفاكسين بتاع التي بي، عندك لسه شارحها من شوية في الريكورد الرايكيتسيا في الدياجنوسيس بتاعها كنت بستخدم البروتياس. ها يبقى اكتب كده رايكيتسيا وبروتياس. عندك في السمول باكس في الفيرولوجي كان بيسببه عندك فيروس اسمه فاريولا، وكنت بعمل له عندي الفاكسين بتاعه من فيروس تاني اسمه ايه فاكسينيا. يبقى دي ثلاث معلومات جمعتهم لك ببعضهم. طب قال لك بس خد بالك انت بتقولي لايف اتينيويتد، طب انا هعمل اتينيويشن للبكتيريا دي نفسها ازاي، هضعفها ازاي؟ قال لك بتعمل سب كالتشرنج. سب كالتشرنج ازاي؟ قال لك بتعملها سب كالتشرنج 250 مره لمده 10 سنين. طبعا هو الموضوع ممكن يكون دلوقتي اتطور عن كده بكتير، بس احنا بنقول اللي اتقال يعني فين في المحاضره، اللي هو ايه، انت بتزرعها على ميديا، الميديا دي بتكون فيها ماده الجليسترول، خد بالك الماده دي مهمه جدا، دي بتعمل اتنيويشن للبكتيريا. طب النوع ده السترينز دي بقت ضعيفه، اخدها ذات نفسها واحطها على ميديا تاني وفيها جليسترول يضعفها اكتر، يطلع لي سترينز اضعف، واخد السترينز ديت وهكذا وهكذا وهكذا، انا عمال اضعف ايه فيها. تمام بس كده. خش على الليبري بقى اخر حاجه، بتعمل عندك مرض الليبروسي او مرض الجذام، ده مرض جلدي نفس الموضوع برضو اللي قلناه فوق. قال لك يعتبر عندك انتراسيلر هي الميكوبكتيريوم كلها، بسبب عندك حاجه اسمها كرونيك جرانيولوميتيوس كونديشن، بس هنا تاثيرها بتكون عندك فين؟ قال لك في البريفرال نيرفز اند ميوكوكيوتونوس تيشو. بتعمل ايه التاثير ده؟ تعالى اقول لك الميكانيزم الاول وبعد كده نقول ايه النوعين بتوعه. هي الفكره عندك في الميكوبكتيريوم ليبري ديت بتعمل عندي ايه؟ قال لك هي بتأثر عندك، وبيقول لك بتأثر على النيرفس وبتأثر عندك على التيشوز او الميوكوكوتينوس تيشوز اللي هو الجلد يعني. ازاي الاتنين وايه الربط بينهم؟ قال لك هي بتأثر عندك على السكن، وخصوصا الاجزاء من السكن اللي بتكون كولر بادي تيشو، اللي هي بتكون درجة حرارتها اقل شوية من في الجسم من باقي اعضاء من باقي اجزاء الجسم كله يعني، زي النوز، الاوتر ايرز الودان، التستيكلز اللي هي الخصيه بالنسبه للميلز. تمام. وبيقول لك في النيرف اندنج كمان. طب ايه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ لو شفت عندك في، لو شفت صور للناس اللي هو عندها الليبروسي او الجذام ده، بيقول لك ان هم انت لو شفت صورته ممكن تلاقي مناخيره دي مثلا ايه مقشوطه كده، جزء منها طاير طالع له تركيب كبير في وشه كده، صور يعني هي صور صعبه جامد يعني. حتى عشان كده بيقول لك المرض ده بيقولوا عليه اسمه اللاين لايك فيس، انت تركيب وش الشخص بيتشلفط زي ما بنقول بمعنى الكلمه يعني. طب ناتج عن ايه التاثير اللي على السكين ده؟ قال لك ان الميكانيزم بتاعه، وخلي بالك الميكانيزم ده في الامتحان عشان مش موجود في الداتا. تمام. الدكتوره زودته كده كتبته وراه. قال لك ان الميكانيزم بتاع ده بتعمل ايه، انت عندك اي تاثير جلد اصلا، اي جلد في موجود دلوقتي، شفتش حد قبل كده مثلا مصاب اللي هو الايه العصب السابع، او حد مثلا جات له جلطه، او تلاقي ايه بقه اتعوج كده، ضبطه اتعوجت، او حد جلده اتجعد، انت عندك اي تركيب من الجلد بتاعي كده سواء كان في الوش او كده، انت عندك اللي شادد الوش كده او مخلي بالتركيب اللي الهيئه اللي باينه كده اللي ربنا خلينا عليها، ان هو بالظبط عامل زي محطات كهربا كده، زي ايه في سلوك شداه، وهي اللي مخليه له التركيب بتاعي يكون في الشكل ده، اللي هو مين، النيرفز اللي داخل الجسم اللي هي بتعتبر ايه ديب نيرفز اسوسييتد بالسكين من بره. تمام. فكره بقى في الليبريزات نفسها ان هي بتعمل عندك، بتضرب فين، في المقتل من تحت في النيرفز ذات نفسها، وبالتالي انت اللي هو اللي زي ما بقول لك كده الاسلاك اللي هي موصله من النيرف لغايه السكن ومخليها في الشكل العادي بتاعي كده انضربت ذات نفسها، يبدا يعمل عندك الايه الديفورمينج او الديفورميشن، التشوه اللي يحصل في السكن ده ناتج عن مين، عن الدامج اللي عملته البكتيريا في مين، في الديب نيرفز اللي هي تعتبر اسوشيتد بمين، بالسكن اهو، ديب نيرفز سبلايد ذا سكن
injured with local anesthesia. تأثير الدامج بتاع البكتيريا ده على النيرف ذات نفسه بيظهر كايه؟ كانستيزيا، ان هو خدرت زي ما اكون خدرت مين؟ النيرف اللي هي بتبدا تدي ايه؟ الشكل بتاع السكين بتاعه، فيبدا يحصل عندك ديفورميشن وديتاتشد لمين؟ للسكين. قال لك هي عباره عن نوعين، تيوبركيولويد ليبروسي والليبروماتيوس ليبروسي، نوعين. طيب انا عندك بس عايزك تعرف لك الجدول ده مهم جدا، تمام؟ هي اولا البكتيريا ديت صعب ان انت تزرعها على الارتفيشال ميديا، بس اهم حاجه في الدياجنوز الجدول ده تعرفه لي مهم جدا جدا جدا. انت عندك نوعين، نوع اسمه تيوبركيولويد نوع اسمه ايه؟ التيوبركيولويد ليبروسي والليبروماتيوس ليبروسي. طيب قال لك ايه دلوقتي؟ انت عندك خد بالك اسمها تيوبركيولويد ليبروسي والليبروماتيوس ليبروسي. دي تيوبركيولويد ليبروسي دي نوع من انواع مين؟ الميكوباكتيريوم ليبري، مرض. انما هناك اسمها تيوبركيولوزس بكتيريا، ما تربطش الموضوع ببعض او ما تدخلش الخطوط ببعضها. طيب قال لك ركز معايا كده، قال لك البكتيريا ديت التيوبركيولويد ليبروسي ده، قال لك البكتيريا في الليجنز في الاصابات ذات نفسها بيكون عدد البكتيريا قليل جدا في اثناء تواجده فين؟ في منطقه الاصابه ذات نفسها. فبالتالي لو هو هيحصل له بروجريشن جوه الجسم هيعتبر عندي قليل، الموضوع قليل بالنسبه له، تمام؟ فعشان كده هو يعتبر، حتى عشان كده قال لك لو انا بدور عندك على البكتيريا في حاله التيوبركيولويد ليبروس ديت، قال لك العينات بتاع البكتيريا انا باخد عندك ايه؟ بايوبسي ماتيريال. بايوبسي يعني باخد بايوبسي، يعني ايه في التيوبركيولويد باخد بايوبسي؟ باخد عينه من الجلد ذات نفسها، لان عدد البكتيريا اللي موجوده في في الاصابه دي ذات نفسها عددها قليل. طيب على عكس الموضوع خالص بيكون في مين؟ في الليبروميتياس ليبروسي، قال لك عدد البكتيريا في منطقه الاصابه، يبقى دول نوعين مرض الجذام يا جماعه. التيوبركيولويد خلاص قلناها ايه، الليبروميتياس قال لك عدد البكتيريا بتاع الميكوباكتيريوم ليبري في المنطقه دي، في منطقه الاصابه بيكون عددها كبير جدا، فبالتالي يقدر يحصل لها ايه؟ بروجريشن جوه جسم الايه؟ جوه جسم الانسان. ماشي؟ طيب ماشي يا جماعه. يبقى تاني، يبقى التيوبركيولويد الليبروسي برض الجذام ده في منه تيوبركيولويد وفي عندي الليبروميتياس. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك ان انت عندك في حاله التيوبركيولويد بيبقى عندك عدد البكتيريا في مكان الاصابه بيكون قليل، فعشان كده انا بختار البروجريشن بتاعك جوه الجسم اصلا ما تعتبرش بروجريسيف او بتعمل بروجريشن في الجسم، وعشان كده لما باجي اكشف على اما اجي اخد بكتيريا من العينه ديت لازم اخد بايوبسي، عينه من الجلد ذات نفسها، لان عدد البكتيريا فيها قليل. تمام؟ على عكس مين في الليبروميتيوس. طيب مش المفروض دلوقتي اما انا اخد عدد البكتيريا المفروض يكون عدد البكتيريا قليل لو انا عملت الليبرومين تيست؟ الليبرومين تيست ده يا جماعه اللي هو مين بالظبط؟ زي التيوبركيولين تيست ده اللي انا شرحته، هو نفس الفكره، اللي هو تيست بيعتمد على الايه؟ الديليد هايبر سنسيتيفيتي. طب بيقول لك دلوقتي انا لو عملت عندي الليبرومين تيست وطلع عندي بوزد مع في حاله التيوبركيولويد ليبروسي، بعقلك كده المفروض عندك الليبرومين تيست يطلع عندك بوزيتيف مع مين؟ مع التيوبركيولويد ولا مع الليبروميتياس؟ المفروض يطلع عندك مع الليبروميتياس، علشان هي بتعتبر عندك بروجريسيف اكتر من الـ من الـ من 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 الاصابه في التيوبركيولويد، او بمعنى صح عدد البكتيريا هنا اكبر من هنا. لا، الفكره عندك فين؟ انت عندك جهاز المناعه بيتكون من جزئين، من جزء سيلولار وجزء هيومرال بتاع الانتي بودي. في حالة الإصابة عندك بالليبروميتياس ليبروسي، هو هنا بيكون عندك الاستيميوليشن له أكتر للهيومرال للأنتي بادي، وتأثيره ضعيف على السيلولار ميديتد اميونيتي، فبالتالي وأنت أصلا تست الليبرومين تست قايم على مين؟ على السيل ميديتد اميونيتي، وبما إن أصلا السيل ميديتد اميونيتي تأثير الليبروميتياس ليبروسي عليه ضعيف، فبالتالي ها هيطلع عندك نيجاتيف مع مين؟ مع الليبرومين تست. انما لو على انتي بوديز هو هنا تاثيره على الهيومرال كبير، بس طبعا هي مش علينا، الدكتوره كانت قالتها زود حاجات بس ما قالتش منها، فانا
برضه هبقى انزل لها احتياط، يعني هي تاثيرها ديت على الانتي بودي كتير، على تاثير على الهيومر، انما تاثيرها ضعيف على السيل ميديت اميونيتي. وتست البرومين اصلا قايم على جهاز المناعه اللي هو السيلر، فتعتبر نيجاتيف عندك مع مين؟ مع الليبروميتس. العكس خالص في مين؟ في حاله التيوبر كيلويد ليبروسين. تمام يا جماعه؟ بس كده. وانا قلت طبعا زي ما قلنا ايه، ان هي ما بتنفعش تزرع على ارتفيشال ميديا، بس المعلومه دي مهمه على فكره، ان انت تقدر تزرع عندك على مين؟ في الفود في الفود بادز، في اقدام المايس اوف ان ذا نوع من الفئران، يعني ارماديلو. ارماديلو تمام. بس اهم حاجه تعرف لي المعلومتين بتوع مين؟ التيوبر كوليد والليبروميتس. وهما ما بينفعش يتزرع على الارتفيشال ميديا، بس هو بيحتاج عندك ايه؟ بيحتاج عندك ايه؟ انيمال كامن او اورجان يقدر ينمو فيه. العلاج بتاعك قال لك مجموعه السلفولز، بتعرف الثلاث امثله بس تركز لي على الدابسون، يعني الدابسون لو هي قالت لك اكتبه تبقى عارف الدابسون، انما ممكن يجي يقول لك العلاج السلفونز شوت سايز، يجيب لك الثلاث امثله دول ويقول لك اول اوف ذا اباف، يبقى لازم تكون عارف الايه؟ ثلاثة. بس طبعا لو انت هتكتب يبقى عندك مين؟ الدبسون هو اهم حاجة. يا رب اكون قدرت اساعد، ولو في اي تقصير مش مقصود، وممكن يكون نتيجة الضغط مثلا او حاجة، بس اللي عنده اي نقطة ولا حاجة انا معاكم، يعني ربنا يصلح حالنا جميعا. ولو في اي حاجة مش مفهومة برضو من اللي انا قلته، ممكن اكون برضو زي ما قلت لكم من الضغط، ان انا بحاول الم الموضوع في اقل وقت ممكن، ابعت لي وانا هوضحها لكم باذن الله. بسم الله عليكم، ما تنسوني كده بدعوتين بظهر الغيب والاهالينا كده، وربنا يصلح حالكم ويعديها لكم على خير باذن الله. الحاجه الاخيره بس، انا كده خلصت البكتيرولوجي كله صح؟ طيب هيبقى ناقص لك ايه تاني؟ هيبقى ناقص لي عندي المايكولوجي، ديت هتلاقيها في تجميعة الجرام بوست. المايكولوجي دي الورقه دي والورقه دي، هما ورقتين صح؟ هنزلهم لك في الريكورد نص ساعة، ده هيبقى ريكورد منفصل لوحده يعني. تمام؟ ويبقى كده خلصت عندك البوزيتيف والنيجاتيف، هيبقى ناقص لك مين؟ الفيرولوجي، هجمعه لك في ريكورد واحد برضه وهنزله لك إن شاء الله، الحوار كله هيظهر في البوست اللي أنا هنزله بإذن الله. ربنا يصلح حالكم وييسر أمركم، ينور طريقكم ويعدلكم السنة دي على خير. ودايما استعينوا بالله، موضوع اي حاجة بالاستعانة بالله، اقسم بالله ولا تحس ان انت في عالم تاني، يعني دايما كده ما بتحط في موقف صعبة كده، دعوة والثقة بالله والاستعانة بالله، ممكن تحس ان اللي حواليك كلهم بيتدمروا نفسيا والحاجات دي، بس ربنا بيبدأ ينجيك من الحاجات دي. ربنا يعديها لكم على خير وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يكرم لو كان في لنا نصيب مع بعض التاني. السلام عليكم.